المأساة. برنامج مفتوح للحفاظ على الذاكرة الجماعية. وكشف التضليل الإعلامي بالحقيقة. وتدوين ما جرى في الجزائر من أحداث إبان المأساة الوطنية. يأتيكم كل أحد على الساعة 7 مساء بتوقيت الجزائر. للإدلاء بشهاداتكم الحية على المباشر دون خطوط حمراء، اتصلوا بنا على سكايب راديو وطني. مستمعينا مستمعاتنا من ضحايا المأساة الوطنية، مهما كانت خلفياتكم ومشاربكم، أهلا وسهلا بكم معنا في هذا الحوار المفتوح على إذاعة وطني، حيث سنناقش هذه الأمسية موضوعا من المواضيع الشائكة، موضوعا شغل بال الرأي العام، ألا وهو موضوع علاقة الجنرال خالد نزار بالمأساة الوطنية في الجزائر. نحن على المباشر اليوم الأحد 20 ديسمبر 2015، معي على الخط الأخ سامي من كندا. الأخ سامي مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الأخ سامي، بداية واش تعرف على الجنرال خالد نزار؟ يعني منين ينحدر، واش قرأ، كيفاش التحق بصفوف الجيش الفرنسي إلى غير ذلك من المعلومات اللي راه عندك، سواء معلومات خاصة استقيتها من طرف شخصيات التقيت بهم أو ناس على علاقة بالجنرال خالد نزار، أو ربما معلومات متداولة في بعض وسائل الإعلام، سيما بعض الإعلاميين اللي تحدثوا في هذه المسألة، وسيما أيضا بعض الكتاب اللي كتبوا على خالد نزار. تفضل. والله أنا الشيء اللي نعرفه يعني على خالد نزار هو المذكرات دياله يعني. نعم. بصح عندي مدة منين قريتها، وبالتالي المعلومات ولا ربما ما تكونش دقيقة يعني بالتفاصيل، لكن نذكر يعني أغلب الأشياء اللي قالهم يعني. نعم. فأنا إذا ذاكرة تاعي ما خانتنيش، هو من مواليد سريانة يعني. نعم. سريانة في بدنة على بعضهم. نعم. نعم. هو الشاوي. نعم. والأب تاعه كان في الجيش الفرنسي، وبصح الأب تاعه حسب هو ايش يقول، يقول أن الأب تاعه شارك في الحرب العالمية الأولى. نعم. ومن بعد خرج روترات يعني في الثلاثينات هكذاك، خرج روترات. هو التحق يعني صغير بالمدرسة ثاني. الولد نتاعه حسب المعلومات نتاعك الأخ سامي، هل ترى التحق يعني بالإرادة نتاعه أو جندة بمعنى أنه راه يعني كما يقولوا بالقوة؟ لأنه المعروف هو أنه الجزائر كانت في تلك المرحلة كانت تحت الانتداب الفرنسي. والله ما نذكرش يعني بدقة يعني حول تجنيد الولد تاعه، ما نذكرش واش قال، اسكو كان بالإرادة تاعه ولا جندة يعني. بس عم نذكر حاجة، كان يقول أن الشوية كانوا يهربوا من الجيش، ما كانوش حابين يديروا الجيش في هذاك الوقت. نعم. بصح مانيش ما عنديش معلومة يعني، ما نذكرش للأسف، عندي مدة من قريت المذكرات وبالتالي ما نذكرش. نعم. حول الولد تاعه. المهم المعروف هو أنه دخل الجيش الفرنسي، باباه كان في الجيش الفرنسي. إيه، كان في الجيش الفرنسي ودار الحرب العالمية الأولى. بعد الحرب العالمية الأولى نظن جندوه ثاني في العشرينيات راح دار حرب في جهة واحدة أخرى، ما شفتش أنا في الحروب الاستعمارية هذه. من بعد خرج روتريت. نعم. بعد خرج روتريتي
بعد نزار نفسه يكون دخل في الجيش الفرنسي حوالي 1956 هكذاك، نعم. كان عمره 16 ولا 17 سنة إلى غاية 1958، وين يقول أنه التحق بالثورة. فهو يقول أصلا أن أنه في بداية الثورة خافوا من الجزائريين، وبالتالي الوحدات يعني الجزائرية أبعدت من التراب الفرنسي وبعثوهم لألمانيا في هذاك الوقت. ويقول أيضا أن في ألمانيا اللي تعرف بالعربي بالخير، اللي هو كان أبلي. فنزار كان أكتيف في الأرمي فرانسيس، كان ويقول أن في ألمانيا ثاني اللي جند من طرف إنسان هو اللي اتصل بهم، وكان حاب يعني يدخل للجيش الحدود. للثورة. نعم. لا، قال أنه أصلا لما كان في المدرسة كان بدأ يفكر يعني أنه يدخل الجيش التحرير، ويذكر يعني قصة أنه دخل البلاد ديالو، أنه راح لباتنا وقال لباباه باللي حب يدخل الجيش التحرير، وباباه قال له ما تدخلش، قال له مازالك صغير، ولا حسب الرواية تاعو. يعني صغير باش يدخل الجيش الجيش التحرير، التحرير ولكن كبير لما يدخل الجيش الفرنسي. إيه، هذه هي هذه. حسب كاين مثلا زروال كان 17 سنة كان في الجبل، كانوا ناس كثير 17 سنة في الجبل. نعم. العائلة تاعي ثاني كان عندي في العائلة تاعي مجاهد كبير ثاني دخل 16 17 سنة كان في جيش التحرير، نعم. أنا هو كان في الجيش الفرنسي. عندي واحد من العائلة، يعني على ذكر هذا السن هذا، وبطبيعة الحال يستطيع الناس اللي راهم يستمعوا لنا سواء من الإعلاميين ولا من الساسة، هو أنه يتأكدوا من المعلومات اللي راح نقولها. هذا واحد من العائلة، من العائلة نتاعنا نتاع خبابة، وكان في السن هذاك يعني صغير، يعني كان جندو اسمه هذا يوسف علاوي، اللي كان في وقت من الأوقات كان وزير تاع المجاهدين. لما كان معاه هو كان يبكي لما يشوف المكحلة هذيك، يحكم المكحلة ويبكي. والمهم من بعد، فيما بعد استشهد، يعني وهو ما في سن يعني صغيرة خلاص، يعني ما تزوجش يعني. ايه الله يرحمه، ربي هذوك هما يرحمه. اللي جابوا الاستقلال، يعني الناس اللي حتى واحد ما يعرفهم، الناس هذو صغار هذو اللي حاربوا، يعني هما اللي جابوا الاستقلال الحقيقي، نعم. هما اللي حاربوا، هما اللي تالي هذا. واش نعرف عليه هو انه يعني راح لألمانيا، في ألمانيا اتصل بواحد من جيش التحرير من الافلان، خلية تاع الافلان، واللي هو اللي جندهم. نعم. ويقول أن فيما بعد راح لتونس، يعني شغل زارطة وراح لتونس، ومن تماك يعني بدأ الالتحاق تاعو بجيش التحرير. كاينة حاجة ثانية نذكرها، هو حول المسمية بلا بروموسيون لاكوست. نعم. على بالك باللي في 1958 لاكوست هذا اللي كان حاكم عام الجزائر طلع كثير من الضباط اللي كان ما كانوش عندهم يعني جراد، طلع لهم الجراد يعني في يوم وليلة، يعني كانوا صف ضباط ولا كانوا جنود، طلعهم من صف ضباط ولا ضباط. وكثير من الناس نتكلموا على لا بروموسيون لا كوست هذه، يقولوا باللي انها كانت جات لاختراق ثورة يعني. فهو يقول لا، يعني في المذكرة تاعو يقول ان لا، ان في يمد يعني تحليل واحد اخر، وانا نظن انه هو اللي عنده الحق يعني في حق الامر في هذا النقطة. لماذا؟ لأن يقول أن لما اشتد الثورة، فهو يحكي يعني على واسمه على وضعية الجندي الجزائري في هذاك الوقت. يعني مثلا لو سيرجون الجيريان ما كانش كيما السيرجون الفرنسي، ما كانش عنده نفس السلاح، ما كانش عنده نفس الامتيازات، كانت عنصرية في الجيش الفرنسي. حتى لو كان عندك نفس الرتبة مثل الفرنسي، إلا أنك ما عندكش نفس الامتيازات. فيقول أن لاكوست لاحظ أن هناك يعني شغل أن الانجوستيس هذه شغل نوع من الظلم، وحاب يعني شغل يكوريجي هذا الظلم هذا لامتصاص غضب الجزائري.
فانا نميل اكثر للتحليل هذا، التحليل اللي كان يقول ان هناك مؤامره على الثوره. ما نظنش بلي كان هناك مؤامره على الثوره وكانوا الناس يتامروا من هذاك الوقت حتى الان، ما نظنش. انا نظن ان هذا التحليل هو الاصح، يعني لا بروموسيون هذه جات حقيقه لامتصاص الغضب، والله اعلم. يعني ما نظنش انا هناك انسان يعني كان يعني نامن بالمؤامره، بصح في بعض الاحيان يعني كاين كثير من الناس. تسمى المعلومات اللي نتاع الناس اللي يقولوا انه فيه اختراق للجيش، انت تم ماكش مأمن بها؟ لا مانيش مأمن بها، لان تسلسل الاحداث اللي انا نشوفه من بعد في تسلسل الاحداث، لان ضباط فرنسا هذو استخدموا كأداة للاستحواذ على السلطة. لما نجيو لجيش الحدود، لان قريت مذكرة يعني مؤخرا. خلينا دوك يعني تشوف انت باللي الامور يعني جات عن طريق الصدفة. لما كان تقول لي بزاف فيها الصدفة يعني. لما تقول لي دركا مثلا باللي تسمى تعرف العربي بالخير في المانيا، ومن بعد نشوفه خلال المسيرة هو انه صار العربي بالخير هو اللي يحكم في يعني كما يقولوا في الدواليب بتاع الحكم، هل ترى الأمر هذا هو صدفة ثانية؟ انا نظن انه الحظ لعب دور كبير يعني في وصول هاد الناس هذه. لماذا؟ لان هذو الناس لما دخلوا الحدود لقوا كما يقولوا صراحة والسلطة، لقوا صراحة والسلطة واستخدموا في الصراع هذاك حول السلطة بقيادة الأركان وبالحكومة المؤقتة. بومدين عرف مليح كيفاش يستخدمهم. يعني لماذا؟ لأنهم كانوا، أنا في نظري، كانوا طيعين في يده. لماذا؟ الأسباب عديدة ثانية، لأن بومدين ما كانش يحبهم. ما نظنش أنه هو الحب هو اللي خلاه يمد لهم أماكن يعني معتبرة ويطرد المجاهدين، لكن الهدف تاعه هو الاستحواذ على السلطة. ولما دخلهم ولما استخدمهم يعني كانوا حقيقة فيما بعد لطورة الأحداث واللي وصلوا وين وصلوا. فمثلا بالخير كان ضابط عادي، العلاقة تاعو بالشاذلي هي اللي طلعته يعني وين كان. فمثلا لو بالخير من ورقلة ما بعثوش يعني في الغرب وبعثوه للشرق وما تعرفش على الشاذلي، ما نظنش انه يكون عنده المكانة اللي كان عنده فيما بعد. نفس الشيء بالنسبة للنزار، نزار عرف الشاذلي في وقت الثورة، كان لاجوان تاعو نزار، كانوا يتعرفوا مليح هذو، يتعرفوا مليح، ما طلعش هكذاك برك نزار. نزار طلع عن طريق الشاذلي ثاني، كيف كيف، يعني طلعوا ظنا منه انه الصديق تاعو، انه راح يحميه في حالة يعني وجود مشكل. لكن تسارع الأحداث هو اللي خلى أن كل واحد ياخذ أنه يبدل يعني الكون ديالو. هذه القراءة تاعي يعني أنا شخصيا للأحداث. يعني ما على باليش إذا عندك قراءة واحدة أخرى. والله شوف نقول لك يعني انا شخصيا يعني ربما نتفق في بعض الامور هكذا، يعني كاين اشياء اللي نقدروا نتفهموها هو عادة يعني بحكم السن نتاعنا وبحكم الخبرة نتاعنا في هذه الحياة، هو انه الانسان لما يكون مثلا في مرحلة نتاع الصغر لمدة نقولوا مثلا نتاع 18 20 سنة حتى ال 24 25 يعني سنة، ربما يكون في المرحلة هذيك مرحلة نتاع مراهقة ومرحلة وين انه الانسان ما يشوفش بعض الاشياء هكذا، ما يعرفش المآلات تاعها، ما يعرفش التداعيات تاعها. ربما تقدر تقرأ له مثلا نقولوا خالد نزار في المرحلة نتاع البداية نتاع الالتحاق نتاعو بالجيش الفرنسي، تقدر تقول سيدي قال مثلا نظرا للجهل ونظرا للفقر قال هو التحق في الصفوف نتاع الجيش الفرنسي. لماذا هو لم يلتحق؟ أسئلة تطرحها أنت، لماذا هو التحق بالجيش الفرنسي ولم يلتحق بالجيش التحرير؟ ولماذا كان باباه في الجيش الفرنسي؟ تطرح أسئلة. قدر نجاوبك على هذه؟ نعم تفضل. شوف، فيما يخص الناس اللي كانوا في الجيش الفرنسي قبل الاستقلال، نعم
أولا نحصرها قبل ما تجازر 1945. نعم فبن بوالعيد كان في الجيش الفرنسي، بن بوالعيد نعم في الجيش الفرنسي، ودار حتى بن بلة كان في الجيش الفرنسي، بوضياف نعرف نعم بوضياف كان في الجيش الفرنسي، نعم كريم كان في الجيش الفرنسي، وعمران كان في الجيش الفرنسي. عبان رمضان عبان لا، عبان من عبان كان ابلي مصح، ما راحش، ما دارش الحرب العالمية الثانية. كامل الناس هادو المواقف تاعهم، يعني الفيراج تاعهم كان بعد ما جزر 8 مايو 45. نعم شغل بعد 8 مايو 45 خلاص صار الطلاق هذاك الديفينيتيف بينهم وما بين فرنسا. وعامين من بعد أنشئت المنظمة الخاصة اللي كانت تحضر التفجير تاع الثورة. نعم اللي داروها كثير منهم كانوا في الجيش الفرنسي وانتموا للجيش الفرنسي، لأن يعني بعد المجازر هذه كان في نظري صرا نوع من الطلاق بين الشعب الجزائري وما بين الأكذوبة هذه أننا فرنسيين وأننا صرا واحد الفيراج هكذاك خلاص ما فيش الرتور. نعم أنا نظن باللي فيما يخص ضباط فرنسا هناك أنواع، هناك الناس اللي انتموا للجيش الفرنسي يعني قول بعد قبل 54 وحتى بعد 54. نعم كاين كثير منهم وطنيين وكثير منهم يعني التحقوا بالوحدات القتالية وكثير منهم استشهدوا، يعني ما نظنش واحد يزايد عليهم، يعني نعم كانوا في المدرسة الفرنسية لأسباب عديدة، يعني الجال ولا ما على باليش، لكن كي تفجرت الثورة طلعوا الجبل واستشهدوا. ما كهذا هذا النوع الأول. لا هو شوف نقول لك، شوف هي مسألة قلت لك يعني نعرفوها بحكم الخبرة نتاعنا يعني في الحياة، هو أن الإنسان يعني لما كان في سن تاع 18 و20 سنة و25 سنة، مش هو لما يوصل للـ40، هذا أمر مفروغ منه، ولكن مع ذلك كاين بعض الأسئلة تطرح نفسها. يعني السيد هذا لو كان نقوله مثلا راهو دخل في 44، ولا قال مثلا تقدر ربما قال المرحلة هذيك قبل الأحداث نتاع واسمه هذه نتاع مايو 45، أحداث تاع 45، نقولوا باللي تقدر تعطي له أنت مش مبرر ولا تقدر تتفهمه، لكن السيد 50 وهو دخل في 55 الجيش الفرنسي. شوف أنا صاوم ثلاث أنواع. نعم هم الناس اللي كانوا في المدارس الفرنسية لكن لما التحقوا بالجيش شغل التحقوا يعني بقلوبهم، والتحقوا طلعوا الوحدات القتالية واستشهدوا إلى آخره، سواء كانوا في المدارس الفرنسية لما اندلعت الثورة ولا قبل اندلاع الثورة. هذه حقيقة، هذا الشيء اللي راك تقولها، يعني أن علاش دخل الجيش الفرنسي في وسط الثورة وين كانوا جميع الثورة يهربوا يعني من الجيش الفرنسي. نعم لكن قادر يعني تمد له عذر. لكن كان هناك يعني طبقه ثانيه تاع الضباط، لان في نظري بين 58 و62 هالضباط هم ضباط نفعيين، ما عندهم لا اي انتماء. الضباط كي شافوا باللي الجزائر راح تستقل راحوا كامل تركوا المناصب تاعهم ودخلوا في الجيش الفرنسي. نعم انا نظن هاد الناس اكثر نفعيين منهم من قضيه تاع انتماء، باش يكون عندهم مناصب يعني نعم الجزائري الجزائر ما بعد الاستقلال، وكان فيهم حتى حركه، حتى ناس قتلوا، حتى ناس داروا التير. مثلا العماري هذا شارك في لاباتاي دالجي في البارا فرونسي، كان بارا في وقت فرنسا في لاباتاي دالجي، يعني كان يحارب في بن مهيدي، في عبان، في حسيبه بن بوعلي الى اخره. كي استقلت البلاد والله ضابط في الجيش. كاين ناس واحد اخرين مثل تواتي. تواتي هذا هو حركي معروف في المنطقه ديالو، منطقه القبائل. نعم في 85 راح يدش يعني اللي سي قريب قتلوه، المجاهدين عقلوه قريب قتلوه.
الناس هادو كامل ما نجيو كيخرجوا ليهم من ان شاء الجيش. الله، نجيو ليهم ان شاء الله الاخ سامي واحد بواحد ان شاء الله. كل مره نديروا برنامج على واحد من هذا الناس اللي عندهم علاقه بالمأساة في الجزائر، جنرال تواتي، الجنرال محمد العماري، اسماعيل العماري، زرهوني، العربي بالخير. نجيو ليهم ان شاء الله واحد بواحد، وحتى الاسلاميين يعني الناس اللي عندهم علاقه بالمأساة نجيو ليهم ان شاء الله واحد بواحد. ومش الهدف من خلال هذا البرنامج هو أننا نحيي الجراح ولا رانا نحاكمه في الناس والله، وإنما من حقنا كمواطنين جزائريين على جل باش نعرفوا حقائق. والحوار راه مفتوح، بإمكان أي إنسان يجي يشارك معنا، سواء يدافع على الجنرال خالد نزار أو غيره، أو يجي يتكلم يعني بكلام حر ويعطينا معلومات ماذا بينا باش تكون دقيقة، حتى باش ما يكونش الكلام نتاعنا يعني كيما يقولوا هكذاك برك الريح في الريح. مهم المعلومات، كاينه اشياء اللي راهو اكدها هو بنفسه، ما راناش نقولوا فيها اشياء زعما من روسنا ولا، راها كاينه اشياء راهو اكدها هو بنفسه بالصوت وبالصورة في الشهادة نتاعو اللي دارها بين قوسين، تبقى الشهادة هذه اللي دارها على القناة نتاع النهار، وين أنه قال باللي راهو كان ضابط في الجيش الفرنسي، وراهو باباه كان ضابط في الجيش الفرنسي، وربما يقول هو باللي كانت الظروف هكذا تاع الفقر، وربما العائلة كانوا في بزاف وباباه فقير وكذا، التحق هو بالجيش الفرنسي. ولكن فيما بعد نشوفوا العلاقة نتاعو بالمأساة، نشوفوا يا هل ترى وهو في سن كبيرة وفي منصب كبير في المؤسسة نتاع الدولة نتاع الوزارة نتاع الدفاع الوطني، بحيث ما كانش هذاك المبرر نتاع الشر ولا نتاع المعرفة، ما كانش ولا نتاع الصغر ولا، شوفوا فيما بعد باللي الإجرام متأصل فيه، ماهوش يعني كيما نقولوا قال واحد راهو أكسيدون ولا قال مثلا إنسان كله يتعرض في مرحلة من المراحل نتاع الحياة نتاعو يتعرض لبعض المسائل، قال مثلا مرحلة نتاع غضب ولا مرحلة نتاع طيش ولا مرحلة نتاع كذا، يقدر يغلط الإنسان ويقدر يرتكب حماقات، لكن ما يبقاش كل حياته كامله يرتكب في الحماقات، ومن بعد يوصل ربما إلى درجة وإن أنه يولي بلعط يولي. انا فيما يخص ضباط هذو تاع فرنسا، كاين حاجه ثانيه حبيت نقولها، هو ان لما انفجرت الثوره، نعم ثوره ثاني كان عندها يعني طابع تاع السريه، يعني كثير من الناس ما كانش على بالهم واش راه صار يعني لما انفجرت الثوره، وبالتالي حقيقه كان هناك شبان يعني في المدارس الفرنسيه اللي ولا ربما تغلطوا ثاني لنقص المعلومات، لكن الناس اللي التحقوا بالوحدات المقاتلة في هذاك الوقت واللي استشهدوا، ولا للناس اللي طلعوا يعني الولايات وحاربوا، أنا ما نظنش واحد قادر يزايد عليهم، لكن حقيقة لكن كان هناك يعني ناس كانوا نفعيين ما التحقوش بالوحدات المقاتلة، فمثلا واحد مثلا راه في الولاية الثالثة حاب يلتحق بجيش التحرير، يروح من الولايه الثالثه يروح حتى لتونس، علاش ما يلتحقش مباشره يعني بالجبل؟ لانه على باله باللي لو يلتحق بالجبل هو عنده النابالم، هو عنده الشر، هو عنده راح يجاهد حقيقه على الجزائر، لكن في تونس يعني راح يستنى وقت تستقل البلاد ويجي داخل وكانه مجاهد كبير يعني، وهو اشهر من قبل كان يلحق المجاهدين في الجبال. فمثلا لو تشوف شهاده تاع بن نعمان يتكلم على ضباط فرنسا، قال كنت نعرف ضباط كانوا هذا بعد الاستقلال مباشرة مديرين مركزيين في وزارة الدفاع كان عندهم جروح من الحرب اللي داروها ضد جيش التحرير، يعني ما كانش عنده جروح، يعني كان يجاهد مع جيش التحرير ضد فرنسا، كان يجاهد ضد جيش التحرير والتبليسة. وكاين ثاني يعني الجزء الثالث اللي ما تكلمتش عليه واللي هو الآن أصبح مؤكد، هم الناس اللي التحقوا بالجيش بعد الاستقلال. نعم هذا الكثير ما يعرفوش، هذا هناك يعني حركة عقائديين، يعني ماهوش حركة نفعي يعني. مهم الأخ سامي، واش تعرف عن المستوى نتاع خالد نزار؟ يعني المستوى العسكري ولا المستوى التعليمي؟ يعني واش هو المستوى نتاعو؟
هو سي ان سيرجون على ما اظن، وما عندوش مستوى، يعني ما عندوش مستوى كبير، ما درسش، ما مستوى ربما سرجان فيما بعد، ربما كان من قبلها جندي وكابران ومن بعد طلع ربما سرجان. والله ما على بالي، لكن ما عنده مستوى جد محدود، يعني ما عندوش مستوى تقريبا، ما درسش. خالد نزار عنده سيرتيفيكا ديتود، ولا سيرتيفيكا ديتود الوقت هذا كانت سيزيام، نعم كان ابان يعرف يكتب ويقرا، من بعد راح يجوز المدرسة العسكرية عامين وهو راه في على السلاح الى اخره، من بعد التحق بالثورة. يعني ما تشوفش هذا حديث غريب تاني. ما تشوفش باللي فيه مفارقة، باش ننتقلوا للنقطة اللي بعدها، ما تشوفش باللي فيه مفارقة وإن أنه هذه باتنا الأوراس، يعني المهبط نتاع الثوار والقبلة نتاع الثوار، يعني في المرحلة هذيك هو أنه يخرج منها واحد يلتحق بالجيش الفرنسي يعني بعد عام من اندلاع الثورة. يعني تشوف الأوراس هذه اللي جابت العربي بن مهيدي وجابت مصطفى بن بولعيد وغيرهم من الأبطال، جابت أيضا نزار. ايه هذا هو المشكل، هذا الانسان ما التحقش بالوراس، يعني التحق بجيش الحدود، وهذه هي الكارثه. هذا الانسان عمره ولا دار الحرب في حقبة الامر ضد فرنسا، ما داروش الحرب، هذا اول حرب ديالو، يعني لما يتكلم كان ضد الولايه الرابعه، وهو يقولها، يعني يقول ان في احد شهادات تاعو لما يتكلم على الصراع حول السلطه في بعد 62، يقول ان في معركه مع الولايه الرابعه، يعني شاف الهول، يعني قال لك انا الشيء اللي شفتو ما شفتوش حتى مع فرنسا في الحرب التحرير. وكثير من المجاهدين ردوا عليه، قالوا له هذا الانسان في حق الامر شاف الهول في هذيك المعركه، لانه في عمره ولا شارك في اي معركه. المعركه الاولى اللي شارك فيها كانت ضد جيش التحرير، نعم. كيفاش تشوف انت الاخ دخلت سامي، السلطه. اخ سامي كيفاش تشوف انت الالتحاق نتاعو بالجيش تاع التحرير؟ والله هو يقول، يعني في حقيقة الأمر يقول أنا في البداية ما كانش على باله شكون اللي دار الثورة، ولا المعلومات ما كانتش متوفرة إلى آخره. فيما بعد يقول لك أنا كي بدينا يعني نعرفوا أن هناك ثورة في الجزائر، بديت حاب ندخل الجيش التحرير. ويقول أيضا، يتكلم على أنه كان عنده هكذا شغل دي فاكونس، وراح عند الوالد تاعو باش يستشيره، والوالد تاعو قال له ما تدخلش، قال له مازالك صغير، هكذا بالتعبير تاعو. قال لك فيما بعد، يعني قال لك كي التحق بالوحده ديالو في فرنسا في هذاك الوقت، قال لك بدلوا لنا يعني المكان من فرنسا، لانه ما كانوش يثقوا فينا يعني الفرنسيين، وبعثونا لالمانيا. وتماك اللي يقول لك التقيت بالعربي بالخير، يعني التقى هو عنده 18 ولا 17 سنه، كان يؤدي الخدمة العسكرية تاعو، نعم. وتماك قال لك يعني اتصل بنا، ولا هما اللي اتصلوا بالممثل تاع الافلان في ألمانيا، وهو اللي دخلهم يعني على تونس. على بالك شكون اللي دخلهم ولا ما على بالكش؟ ما نعرفش، الشاذ اللي بن جديد هو اللي دخله، الشاذ اللي كان في تونس في هذاك الوقت، نعم، هو اللي دخله الشاذ اللي من بعد، ولا ادجوان تاع الشاذلي بعد من بلا بعد. المهم باش تعرف فيما بعد علاش لما وصل الشاذلي رئيس، تعرف علاش جا العربي بالخير وعلاش جا نزار. الشاذلي هو ايه، اللي دخلوه، كانوا اصدقاء، الشاذلي هو كانوا اللي يتعرف. استقبلوه لما جا للحدود، هو اللي دخله للجيش تاع التحرير. كانوا اصدقاء من بكري، يعني هذه ما فيهاش كلام، وكنا تكلمنا يعني على توفيق السمانة اللي فاتت، قلت لك نفس الفينومين تلقاه في عندنا احنا في النظام، كي اللي يجي واحد يجيب صحابه، نعم. الشاذ اللي كيطلع جاب صحابه، جاب العربي بالخير، جاب نزار، جاب الناس اللي كانوا يعرفوه هادو هما يعني. من بعد واسمه العربي بالخير جاب جماعته ونزار جاب جماعته وهكذا. هي هكذاك، وتوفيق ثاني طلع الناس اللي يثق فيهم، وكل واحد يجيب الحاشية تاعه. نعم. هذه هي. الآن الأخ سامي، بعد ما عرفنا شكون هو نزار ولو بشكل مختصر، وعرفنا كيفاش دخل ولو بشكل مختصر على الجيش نتاع الحدود نتاع قبل نهاية الثورة، علاش في بالك أنت ما التحقش بالصفوف نتاع الجيش نتاع التحرير
في بداية نتاع الثورة والتحق يعني لما قرب الاستقلال. ايه هذه هي، علاش ما التحقش بالوحدات المقاتلة؟ وعلاش التحقوا بجيش الحدود؟ هذا هو المشكل، لان في جيش الحدود ما كما قلت لك، هذا انا في نظري هذو الناس يعني من ضباط نفعيين، ناس شافوا بلي خلاص الاستعمار خلاص، فرنسا رايح تخرج، وبالتالي دخلوا الجيش التحرير باش ينتظروا المناصب وباش يستنفعوا بالاستقلال، بصح ما كانوش حابين يعني يديروا الحرب ضد فرنسا، ما كانوش حابين يعني يموتوا ولا يتبليسوا ولا ولهذا راحوا للحدود، لهذا ما دخلوش يعني في الوحدات المقاتلة تاع اللي كان داخل البلاد. على العكس فيما بعد راح نشوفوا هذو الناس هما اللي رايحين يعني هجموا المجاهدين اللي كانوا في الميدان، فنظن انهم نفعيين وما كانوش يعني وطنيين حقيقيين. يعني هذه النظرة تاعي يعني الوسم ولا النزار ولا البلخير ولا التواتي ولا العماري، يعني الناس اللي التحقوا بين 58 و62 يعني بالثورة، يعني عرفوا باللي الجزائر راها رايحه تنال الاستقلال تاعها دخلوا، والا فيه ناس اللي امرهم على جلب باش هما يخترقوا الصفوف نتاع الجيش نتاع التحرير ويسيروا فيما بعد يتحكموا في المبادره. والله هذه انا استبعد هذا الفكره، يعني لان واحد اللي يتامر يعني على 30 سنه ما نظنش بلي واحد عنده الذكاء انه يتامر هكذا على بعد تاع 30 سنة. كاين نظرية تاع المؤامرة بصح ما نظنش انها صحيحة. نعم، كيفاش في بالك الأخ سامي هو أنه وصل خالد نزار بعد ما كان كابران ولا سارجان في الجيش الفرنسي صار وزير الدفاع في الجزائر؟ إيه هذه قصة طويلة، لازم نوليو شوية اللور يعني في نعم. الأمر كاين شهادة تاع الإبراهيمي اللي هي شهادة يعني مليحة في وصول الأزمة الجزائرية. نعم. وين يقول يعني كيفاش كان فلما بداو يعني التحقوا جنود فرنسا بالحدود، في الحدود ايضا كانوا ناس وطنيين، كانوا نعم. ناس حقا كانوا جنود، كانوا اكثر منهم جنود كمجاهدين، لكن كانوا وطنيين. فمثلا العربي بالخير، على بالك بلي العربي بالخير الجنود تاعو كتفوه ورفضوا انه يحكمهم، كتفوه ربطوه يعني، وقالوا له هذا ما يحكمناش، هذا ما يمدلناش اوامر، واش يكون هذا؟ هذا كان في الجيش الفرنسي، ما وبالتالي وكان هناك يعني ما كانش عندهم عقليه واحده، كانت حساسيه ديجا في هذاك الوقت على الحدود بين ضباط الفارين تاع المدارس الفرنسيه وما بين الوطنيين اللي كانوا اللي طلعوا باش يخرجوا فرنسا. حتى الثقافه تاعهم يعني ما عندهمش نفس الثقافه، الناس عندهم ثقافة فرنسية، كانوا يتكلموا بالفرنسية، كانوا وكأنهم فرنسيين أكثر من الفرنسيين. نعم. أما كيفاش يعني قدروا يدخلوا هكذا فننظن أن بومدين لعب دور هام يعني. فمثلا يقول الإبراهيمي في أصول الأزمة الجزائرية، يقول أن في وقته لما صرى يعني الصراع ما بين قيادة الأركان وما بين الحكومة المؤقتة في 61 هكذا ولا في 60، يقول كانوا خلى المنصب تاعو راح عند بومدين اللي بدا يعني يدخل ضباط فرنسا في الجيش الفرنسي. وقال له وحذروا من الضباط هذو. بومدين واش قال له؟ قال له هاد الناس هذو كيما تورنيفيس في يدي، قال له هاد الناس راح نستخدمهم، كيما نحتاجهمش راح نرميهم يعني. وانا نظن ان العلاقه بين بومدين وبين ضباط فرنسا هي علاقه تاع يستعملهم كوسيله للوصول للسلطه. لماذا؟ لان بومدين كان يحتاج ناس يقول لهم اغوش اغوش ادروات ادروات. كيفاش يستعملهم للوصول للسلطه وهو رئيس؟ كيفاش يستعملهم للوصول للسلطه؟ لا، ما كانش عنده السلطه في هذاك الوقت. في هذاك الوقت كان ما كانش رئيس، كان حاكم قياده الاركان. إيه؟ كان يبني في الجيش الشعبي الوطني. وبالتالي هاد الناس دخلهم لانهم كانوا طيعين في يده. ولكن الاخ سامي واسمه نزار راهو صار وزير دفاع، صار في وقت الشاذلي، ما كانتش الرتبه نتاعو لما كان بومدين حي،
رتبة نتاع عقيد ولا نتاع جنرال. هو راهو صار جنرال في وقت الشاذلي، وحنا رانا عرفنا درك منذ البداية من أنه اللي دخلوا الشاذلي، ورانا عرفنا منذ البداية من أنه الجنرال خالد نزار كانت عنده علاقة بالعربي بالخير من وقت لما كان في الحرب نتاع التحرير، لما كان هو كان صف ضابط في الجيش الفرنسي. انا قريت المذكرات وهنا لما يكون هو وصل للمستوى نتاع وزير الدفاع، بومدين صايب بومدين راهو ميت. لا انا قريت مذكرات تاع نزار، نعم وكاين اشياء يعني عجيبه يعني تقراها. نعم فمثلا واش يقول نزار؟ يقول ان يتكلم على انقلاب بومدين و بومدين ضد بن بلة، نعم ويقول انه كان مدير مركزي في وزاره الدفاع، يعني بعد 62 واسمه نزار كان مدير مركزي. المنصب هذا تاع مدير مركزي هو منصب حساس، يعني كيفاش تشوف واحد مثل هذا يولي مدير مركزي؟ ويقول يعني بفخر انه هو اللي اعلم يعني بومدين باللي ان بن بلة جاب واسمه باخره تاع السلاح اللي جابها عن طريق الصين، ويقول ان عن طريق الصدفه للسفير الصيني اعلمني انا شخصيا اللي كان في هذاك الوقت يعني مكلف ولكن بالاداريه تاع السلاح، ولكن العام وهو والخاص اللي على علم بالهم. بومدين فيما بعد. نعم، يعني هذه لكن في الناس المذكرات على تاعهم. بالهم باللي نزار كذاب، يعني ما مش هذه الكذبه الاولى نتاع اللي يقولها. دوك انت لما تتكلم على بومدين وهو ميت، قول واش حبيت. هو راهو دوك الان راه كاين الشهادات ايضا انت ناس مجاهدين يقولوا باللي كذاب، ولو كان قاعد بومدين لو كان ذبحوا على ركبته. راه مجاهدين قالوها، مش انا اللي قلتها، اخرتها واسمه ذاك عمار بن عودة اللي راهو هو واحد من المجموعة نتاع 21 والله 22. الشهادات التاريخية في حقيقة الأمر تقراها عن طريق التطابق، كما نعم يقول يعني الحقيقة ما يقولها لكش واحد برك، أكيد. يقولها لك أما الدور يعني أنا البومدين. ندافع للحقيقة، فهمت؟ راني ندافع للحقيقة، مانيش ندافع لأبو مدين باش تكون في إيه الصورة. واسمه بومدين استخدم ضباط فرنسا، هذه حقيقة تاريخية حتى واحد ما هي، ولهذا قتلوا شعباني. شعباني مباشرة بعد، واش هي مشكلة تاع شعباني؟ علاش مات شعباني؟ شعباني لأنه عارض بومدين في قضية ضباط فرنسا، وعارضه يعني وجها لوجه. فمثلا ولكن الأشياء تشتبه في خارجي. فيه شهادات أخرى نتاع منها طاهر زبيري، وين أنه يقول باللي أيضا واسمه شعباني بنفسه راهو استقبل الحركة. راه كاين شهادات أخرى أيضا ثاني. هذو الناس اللي كانوا في... ما أظنش. أقرأ واسمه الشهادات نتاع واسمه نتاع طاهر زبيري. قريت له الشهادة تاع طاهر زبيري، لكن فيما يخص شعباني كان أصلا داخل البلاد، كان في الوحدات المقاتلة. الناس هذو الحركة اغتصبوا وقتلوه، ما نظنش باللي هو راه اللي استقبل موجود الحركة. انوار سور لكن بلون، كاين راه لو كان حقيقة جرى تاريخية. الكتاب درك قدامي نقول لك عليه. ربما اذا كان فيه بعض الاخوه اللي راهم يتابعوا فينا وعلى علم بالموضوع، ممكن هو انه لا واحد كان حقيقة ثانية، هو أن شعباني ساند بومدين في البداية، ساند قيد الأركان ضد نعم لكن فيما بعد قلب الفيستا ضد بومدين على جال ضباط فرنسا. وكلنا كاين المقولة الشهيرة اللي قالها بومدين نهار كي قال له ما لازمش تدخل ضباط فرنسا في اجتماع في ألجي، قال له شكون طاهر؟ هذا بن طاهر اللي حاب يطهرنا في الجيش. هذه حقائق تاريخية. نعم لكن العلاقة بين بومدين وضباط فرنسا، أنا ما نظنش بلي كانت علاقة تاع لأن بومدين كان واسمه كان حركي ولا كان خاين ولا كان يحب ضباط فرنسا. أنا نظن بلي المشكلة تاع بومدين هي مشكلة تاع السلطة، استخدم هاد الناس كأداة للوصول للسلطة لا أكثر ولا أقل، لأنهم لقاهم أنهم طيعين في يده. أنا نظن أنا هذا هو التحليل تاعي، يعني العلاقة ما بين ضباط فرنسا وما بين بومدين. يعني نزار الأخ سامي، كيفاش وصل هو للقيادة نتاع الجيش؟ فيما يعني بعد يا هل ترى وصل بالحنكة نتاعو، يا هل ترى وصل بالذكاء نتاعو، يا هل ترى وصل بالشهادات اللي يمتلكها،
يا هل ترى وصل بالدهاء نتاعو، يا هل ترى وصل بالسذاجة نتاع الشاذلي بن جديد، بالجهل نتاعو، كيفاش وصل خالد النزار وصار هو وزير دفاع؟ هاد الناس اللي راهم يقولوا باللي راهو كان مع الجيش الفرنسي، هذا عبد الحميد الإبراهيمي هو بذاته راهو كان يجمع معاه، كانوا يجمعوا على طابلة واحدة. مع من؟ مع نزار؟ ايه مع البليش؟ هيه، لا ما كانش وزير اول عبد الحميد الإبراهيمي، نزار وين كان؟ ايه، انا نظن بلي نزار طلع لانه كان صديق تاع الشاذلي بن جديد. هذه مفروغ منها ثاني. يعني اقترحته فرنسا، اقترحوا هذ المجاهدين الأحرار هذو اللي حروا الجيش وحروا فرنسا وحروا الجزائر من فرنسا، هم اللي اقترحوه على للشاذلي على جل باش يصير وزير الدفاع. كيفاش وصل هذا؟ هذ الناس اللي راهم يقولوا درك وطنيين وباللي هذا راهو نزار كذا وكذا وكذا، كيفاش خلوه؟ وإلا هذ اللي غنايا نزار مجاهد ونزار خدم في الجيش ونزار ناضل، وبالتالي يستاهل هذا المنصب هذا، ووصل له وزير الدفاع الوطني وصار وزير دفاع. انا نظن باللي كما قلت لك، انا نظن باللي بعد احداث انا نظن بعد احداث 88 اللي ولا وزير دفاع، فيما قبل ما كانش وزير دفاع، كان الرئيس هو اللي كان يحكم وزارة الدفاع. فانا نظن ان الصداقة تاعو بالشاذلي هي اللي طلعته يعني سلطة. وانا نظن ايضا انا قريت له ثاني الشهاده تاعو حول احداث 88، وعلاقه الشاذلي بالجيش. انا نظن باللي بعد 88 لما انفجرت الاوضاع، واضطر الشاذلي انه يعيط للجيش من اجل حمايته وحمايه المرادية، لان صرا انفجار شعبي كبير. انا نظن تماك اللي قريب بنزار ولا رقم واحد يعني. يعني لماذا؟ لما لان استطاع وأد هذاك الحراك اللي حدث سنة 1988 على إثر هذاك التدخل هذاك اللي قام به الجنرال خالد نزار، صار هو المحبب، صار هو الشوشو نتاع الشاذلي بن جديد. ايه، من بعد كي طلع نزار، يعني فيما كاين شهاده تاع نزار، واش يقول لك؟ يقول لك ان قبل 88 الشاذلي ما كانش يثق في الجيش. يقول ان مثلا في جميع كيفاش يقولوا جميع لي كازيرن هذوك تاع الوحدات القتاليه اللي كان يبعدها من محيط الجزائر العاصمه، قال لك حتى الديبو تاع السلاح ما كانش حابه. فقال لك اختراعها، رحنا نحكموا مثلا طائره من بوفاريك، وكان مد الاوامر يعني من اجل ان الديبو تاع السلاح شغل ينحيوه من تم نعم. تاخير. قال لي الشاذلي غضب في الطائره، وقال لي كيفاش مازال الديبو هذا موجود هنا في بوفاريك. قال لي بالتالي من اجل ان حتى واحد ما يدير عليه انقلاب، أفرغ الجزائر العاصمة من جميع الوحدات القتالية يعني، وخلى يعني أن كل وحدة قتالية تكون اكي ديستانس يعني في مسافة مع الوحدات الأخرى. فإذا كان وحدة مثلا قررت أنها تدير انقلاب، أنها تمشي على الجزائر العاصمة، يكون عندهم الوقت أنهم يعيطوا لوحدات أخرى من أجل أنها تدافع على رئاسة الجمهورية. بالتالي يقول بلي ان الشاذلي ما كانش يثق في الجيش، ما كانش عنده ثقة في الجيش، وكان يخاف من انقلاب عسكري. انا نظن بلي في 88 ما كانوش ينتظروا تدخل الجيش. انا نظن بلي الشاذلي ما كانش حاب ان الجيش يتدخل، لكن ولكن الانفجار الشعبي. ولكن الأخ سامي راه الآن في شهادات، وحتى أيضا احنا رانا عشنا المرحلة هذيك، يعني شفنا باللي فيه أشياء مفتعلة في الأحداث تاع 88، كاينة أشياء اللي ربما نابعة من الإرادة نتاع الشعب، بحيث هو أنه كان المواطن الجزائري، احنا رانا عشنا المرحلة هذيك، عشناها، مشي قالوا لنا ولا قريناها في الكتب، والله عشنا المرحلة هذيك.
وكنا نشوفوا المواطن الجزائري لما يروح يدير لاشان على الزيت وعلى السكر وعلى القهوة وعلى الدقيق، وصارت فيه حتى أموات. يعني كان المواطن يضرب، كان المواطن يجلد في الـ في في الوسمو هذوك ال ايه كنا تكلمنا عليها يعني احداث نعم 88، انا قريت عليها بزاف فيه، انا حتى بالإضافة فيها إلى أنه حديث. كان هناك صراع كان موجود في الهرم نتاع جبهة التحرير. ايه انا قلت لك بلي هو عبارة عن مخطط داروا بالخير ودارته رئاسة الجمهورية مع الشاذلي لإعادة رسم خريطة النظام. شوف نقول لك الأخ سامي، أنا فيما يتعلق بهذا النقطة نتاع الوصول نتاع خالد نزار للميكروفون فقط الأخ سامي، دوك نعاود نرجع لك. فيما يتعلق بالنقطة هذه نتاع الوصول نتاع خالد نزار لوزارة الدفاع، حنا دوك رانا عرفنا في البداية من أنه خالد نزار حسب الشهادة نتاعو هو، من خلال الأقوال نتاعو هو أنه كان زوالي، باباه زوالي وما عندوش، وإنسان الله غالب دخل عليه في مرحلة نتاع شباب كان ما عندوش وعي، وكان كذا وكان كذا وكان كذا، بالإضافة إلى أنه المستوى الدراسي نتاعو كان محدود جدا. دخل للجيش الفرنسي من أجل على جل باش يقوت العائلة، لأنه العائلة كانت كبيرة وإلى غير ذلك. شفنا من أنه العلاقة نتاعه بالعربي بالخير علاقة قديمة مش حاجة جديدة، وشفنا فيما بعد شكون اللي دخلهم، هو الشاذلي على الحدود. العلاقة نتاعه مع الشاذلي بن جديد بقات بل اتطورت، والعلاقة نتاعه مع العربي بالخير بقات بل اتطورت. شكون اللي اقترح الشاذلي على جل باش يكون رئيس؟ شكون اللي اقترحه؟ العربية بالخير في اللي اقترح الشاذلي على جل باش قصدي يكون مرباح. هو قصدي مرباح. وقصدي إيه في مرباح ذاك الوقت كان في كانوا الأمن العسكري، ومن المفترض هو أنه هذه الأمور ما تغابش عليه. إذا كان هذا رب الأمن العسكري يصير هو يفتح الأبواب لهذا الناس اللي ذوك يجيو، ناس كاينين بعض من الناس الطراطرة يهضرون، هذه مش مخابرات، هذه هذا اللي الناس يوصلك لحد للقمة، هذه مش مخابرات، هذه هذو ناس انتو اعذرنا. بصح قصدي مرباح اقترح الشاذلي ما اقترحش. ايه لماذا اقترح الشاذلي هو؟ علاش؟ ايه لأنه لانه ربما كان هو كانت عينه أيضا هو بعيدة ثاني، كان يحوس على يحب الحكم. يولي رئيس هو تاني ايه يعني. خلاص، ما انا بالسلطة درك هما هاد الناس هادو اللي دخلوا في مجموعة من صف الضباط اللي كانوا في الجيش الفرنسي، لقاو أتيحت لهم الفرصة على جل باش هما يخدموا ويبقاو من يسقوا مع بعضهم. كاينين الناس هادو اللي كانوا متصارعين على السلطة، كانوا هما يستعملوا هاد الناس على جل باش يضربوا بعضهم البعض. المهم احنا دوك ما راناش رايحين احنا نديروا محاكمة والله، لكن احنا رانا نحلوا في أشياء اللي راها متاحة للرأي العام على جل باش هو يطلعها ويشوفها من خلال الشهادات اللي راها الآن موجودة. عربي بالخير كان يحوس على السلطة، نزار كان يحوس على السلطة، الشاذلي كان يحوس على السلطة، واسمه طاهر زبيري كان يحوس على السلطة، بوذياف كان يحوس على السلطة، بومدين كان يحوس على السلطة، كلهم كانوا يحوسوا على السلطة، كلهم بدون استثناء، واحد منهم ما كان ما يحوسش على السلطة. المهم درك هذا خالد نزار دخل في الصفوف نتاع الجيش ومشى وترقى ترقيات مختلفة ووصل للسلطة، وصل إلى مركز القرار في الوقت نتاع الشاذلي، معيش في الوقت نتاع أبو مدين، وصل لسلطة القرار في وقت الشاذلي بعد ما اغتيل ابو مدين، ولا سموه ولا قتلوه ولا داروا له. المهم راه يجي النهار ان شاء الله اللي تعرف هذه الحقيقه، اذا ما تعرفتش في الدنيا راه رايحه تعرف في الاخره. قضيه نتاع الاختراق نتاع الجيش التحرير ما بداتش مع ابو مدين. الدليل في ذلك راك تقول لي باللي درك هذا كريم بالقاسم في ظرفه هو راه كان في الجيش الفرنسي. بو مدين راهو لما كان مريض غير باش يفوتوا على فرنسا، ما فاتش على فرنسا وراح لدولة واحدة أخرى، رجله ما حطهاش في فرنسا،
هذا الناس اللي راهم درك يحملوا في بومدين هذا المسألة هذه نتاع الاختراق الجيش وكذا، وين راهم هذ المواطنين يا سيدي؟ قال هذا ذوك هذا عقيد شعباني قتلوه، وين راهم الاخرين؟ هذ الابطال هذو هذو اللي جابوا الثورة وحروا الجزائر من فرنسا، حتى جاتكم هذا المجموعة هذا المخابرات كامل وهذا المجاهدين كامل، يلا جاوكم وصلوا لكم للقمة ووصلوا الجزائر وصلوها للخراب. اللي وصل القيادة نتاع الجيش هو الشاذلي، الشاذلي هو اللي جابهم، هو اللي جاب العربي بالخير، هو اللي جاب نزار، هو اللي جاب الجماعة هذو، ذوق جابهم بالسذاجة نتاعو، جابهم بالنية نتاعو، جابهم ما على باليش أنا بالجهل نتاعو، المهم هو اللي جابهم ويتحمل الوزر نتاعهم أمام ربي. والدليل في ذلك راه الشهادة نتاعو قبل ما يموت، راه هو اعترف باللي هذا الناس خانوه وباللي راه مخترقه، هو بنفسه راه اعترف. شاذلي مانيش نقول في حوايج من راسي، هو بروحه راه اعترف. إذن في المسألة نتاع اختراق، الاختراق موجودة، والاختراق هذه قضية نتاع الاختراق نتاع الجيش ما بداتش في وقت الشاذلي، كان واسمه كريم بن القاسم جاب جماعة من الجيش الفرنسي، وديجا هو نفسه راه كان في الجيش الفرنسي. وقضية الاختراق راه من 1830 ماشي حتى للتسعينات، من 1830 راه كاين عائلات راها مذكورة بالأسماء اللي راهم كانوا يخدموا في الجيش الفرنسي، من بينهم هذو اللي كانوا يسميهم في أنا ذاك في الوقت هذاك كانوا يسميهم لزواف، راها موجودة هذه تاريخيا، ماشي حاجة جديدة ولا راها الناس تبتكر فيها، ولا موجودة تاريخيا من 1830، وقضية نتاع الاختراق نتاع الجيش موجودة. فالمسألة هذه نتاع الوصول نتاع خالد نزار للقيادة نتاع الجيش، دوكا سميها بالسذاجة نتاع الشاذلي، سميها بالجهل نتاعو، وسميها هو بالدهاء نتاع نزار والجماعة هذو نتاعو، اختراق دفعاته فرنسا. المهم هو وصل للقيادة نتاع الجيش. احنا دوك الشيء اللي عرفناه في 1988 هو أنه كان هناك صراع في الهرم نتاع حزب جبهة التحرير، والصراع هذا كانوا ناس كان عندهم هذاك الفكر الاشتراكي، وكانوا ناس كان عندهم هذاك الفكر الليبرالي. حدث صراع في الهرم نتاع حزب جبهة التحرير، والمعروف رغم الأخطاء نتاع حزب جبهة التحرير، أخطاء اللي راهو يعرفها الصغير والكبير، ولكن مع ذلك اللجنة المركزية نتاع حزب جبهة التحرير يخي كانوا فيها ضباط. يا هل ترى لقيت خالد نزار ضابط في اللجنة المركزية هو للعربي بالخير؟ سؤال، لماذا ما كانش عضو في اللجنة المركزية رغم الاختراق نتاعو للجيش؟ لماذا ما كانش عضو في اللجنة المركزية خالد نزار هو ولا العربي بالخير ولا هذه المجموعة اللي كانوا معه؟ لماذا ما كانوش أعضاء في اللجنة المركزية؟ ولماذا استخدمت هذه المسألة نتاع هذه تاع التعددية اللي من أجل إزاحة الضباط اللي كانوا في اللجنة المركزية، فرصة على جل باش يزاح كل الضباط اللي كانوا في اللجنة المركزية، وقال الآن راه حزب جبهة التحرير راه حزب مثل الأحزاب، ومن بعد لعبوا لعبتهم. هذه الحقيقة، لعبوا لعبتهم، دخلوا الشاذلي، نحاو هذوك الضباط اللي شكلوا عليهم خطر في اللجنة المركزية، وصاروا المشامشية، دخلوا للجنة المركزية نتاع جبهة التحرير، وصار حزب جبهة التحرير مثل الأحزاب الأخرى، وخلاص وأعطي الاعتماد للإسلاميين، فهمت؟ ومن بعد جت الانتخابات البلدية، هما لقوا الفرصة هذيك على جل باش يزيدوا يندقوا في حمروش، لأنه كان في ذلك الوقت كان هو ماخذ حامل المشروع إصلاحي، عطوا له الحس، وهكذا من بعد ذركا راها الجبهة الإسلامية ربحت في الانتخابات البلدية.
حتى كاين الناس اللي يقولوا باللي حمروش استعملهم ضد الخصوم نتاعو. شكون هما الخصوم نتاع حمروش في اللجنة المركزية؟ تفضل الأخ سامي. منين نبدأ؟ يعني حبيت نعلق شوية على الشيء اللي قلته يعني من البداية. نعم. أولا في 1800 حقيقة استخدمت يعني فرنسا ما حكمتش وحدها. فرنسا استخدمت جزائريين لاستعمار الجزائريين واحد اخرين، وكثير من الجزائريين استفادوا. اما هذا قضيه تاع لي زواف وما على باليش، فرانا نشوفوا الان في فيسبوك كاين بعض الصفحات العنصريه اللي ما نظنش انها عنصريه، نظن انها مكلفه بمهمه ولا حاجه كيما هذه، اللي من اجل انها تنوض معارات العنصريه. وكاين هذه حقيقه الاخ سامي، انا شوف راني جايك راني جايك، خليني الزوج جمل وراني جايك. نعم تفضل. وكاين صفحات واحدة أخرى يعني عنصرية بربرية ضد العرب. نعم. والناس راهي تتاكل بيناتهم يعني، وأنا نظن باللي هاد الناس تاع مخابرات راهم يلعبوا في لعبة يعني ماهيش مليحة. أما في قضية ليزواف فأنا متفق معك. بصح الشيء اللي نساو أنه نقولوه هو أن كاين ليزواف، كاين لي ميهاريست، كاين لي تيرايور العديدة يعني. نعم. وليزواف ما كانوش من قبيلة بربر. كانوا من مجموعه تاع من قبائل ضفيرة موجودين يعني حتى في المغرب، موجودين في المغرب العربي يعني، مش فقط خاصين فقط بالجزائر. ايه انا اقول لك باللي لما فرنسا جات يعني نعم. مثلا انا قريت كتاب تاع الامير عبد القادر، المشكله الاساسيه تاعو هي ان بعض القبائل كانوا مع فرنسا، كانوا يخدموا مع فرنسا. نعم. وكانت احد الافكار تاعو يعني لما خلق مرسوميه. أصبر الأخ الكريم، دوك نعطيك الكلمة، يكمل الأخ سامي ونعطيك الكلمة. ماسومية بزبز ماسومية يعني الشيء اللي سموه يعني بزمالة، زمالة الأمير عبد القادر. الهدف تاعو هو توحيد يعني جميع القبائل في هذاك الوقت، لأنه كان يشوف أن القبائل في هذاك الوقت في الغرب كانت تمدلو يعني الأمان تاعها ولا تعاهدوا بال بوسمو بأنها توالي الأمير عبد القادر. بعد فيما بعد كانت يعني توالي فرنسا ضده هو. نعم. بالتالي هذه قصة طويلة هذه تاع الخيانة. وحقا فرنسا ما استعمرتش الجزائر هكذا وحدها، لكن استعمرت الجزائر عن طريق جزائريين واحد اخرين اللي كانوا يخدموا عند فرنسا. أخ سامي اصبرني برك، درك نعاود نرجع لك فيه. الأخ هذا ظهر هو أنه جديد من الإخوة اللي دخلوا معنا، نعطيه له الكلمة ونعاود نرجع لك. الاخ اللي دخلت معنا اللي قلت لي امين من تيارت، مرحبا بك. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اخي مرضى اللي راكم دايرين هنا الجنرال خالد نزار. نعم. شوف اخي الكريم. ايوه تفضل. قضيه الجنرالات الاغلبيه نتاعهم يعني هاد لي جينيرو تاع الجزائر الاغلبيه نتاعهم. نعم. يعني هما مجرمين من بقايا فرنسا، هادو اللي زعما هذا الكلام معروف يعني اصبح يعرفوا الخاص والعام. ايوه. قضية الجنرالات هذو اللي راهم يتكلموا هاد الايام مثلا كيما الجنرال بالحديد او الجنرال هذا كيسموه مدينة توفيق. نعم. هذو شوف اخويا مثلا كيما الجنرال بالحديد، جنرال بالحديد ما لازمش يهفنا بالكلام المعسول تاعو. ايوه. لانه هو واحد من اكبر الجزائر. هو اخي الكريم اللي راك تسمع فيا، هو مثلا في سنوات التسعينيات. نعم. وعليكم أن تسألوا يعني سكان بشار، هو كان قائد الناحية العسكرية الثالثة. شوف صدق أخي أو لا تصدق، يعني قام بتطهير عرقي بمعنى الكلمة. هجر يعني سكان بشار ودار حتى تعليمات باللي أي يعني أي مواطن من مواطنين تاع بشار يكون عنده سكن ويكريه مثلا الكشمة واحد عنده ولده ولا الأخ تاعه في جبل، راح يهدم السكن على رأسه. هما اليوم كي راهم يديروا في التصريحات هذه، هما راهم متقاعدين بصح مازالت عندهم يعني الاصدقاء تاعهم داخل المؤسسه العسكريه. نعم. يزودوهم بمعلومات. عارفين باللي الحاله كيما احنا نقولوا بالعاميه ما راهيش مليحه. نعم. راهم عارفين باللي العاصفه راها على الابواب. اي هما كيما احنا نقولوا بالعاميه هما راهم رايحين يسبقوا الحدث، كيما مثلا الجنرال بالحديد
جرح يسبق في الحدث دار تصريحات باللي النظام ظالم ومش عارف الشعب تعرض للظلم. هو يقول لك في حالة ما إذا دار الحال ورجعت السيادة للشعب وبداو يحاسبوا في الناس، على الأقل أنا نقول لهم أنا يا شعب كيما حنا نقولوا، قال أنا قلت كلمتي قبل الجهاد التطور تاع يعني تاع الأحداث. نعم. وهم يا أختي كلهم مجرمين، وهم كي راهم يهضروا دروك ما بهم لا حب الشعب الجزائري الأول، بهم زعما باه يهربوا كيما حنا نقولوا الضربة على أنفسهم برك. هذا أخي الكريم، إذا عندك سؤال واحد نعم. تفضل اسألني. الأخ المهم أنت تسمي روحك أمين، الأخ أمين، فيما يتعلق بالجنرال خالد نزار، في بالك انت يا علاش هو كيفاش هو وصل للسلطه، يعني وصل وصار هو يعني وزير للدفاع، وصل هو بالدهاء نتاعو بالذكاء نتاعو بالحكمه نتاعو، وصلته جهات اجنبيه، وصل بالغباء وبالجهل نتاع الشاذلي، كيفاش وصل هو وصار وزير تاع الدفاع؟ شوف اخي الكريم، دروك الله اعلم كاين اشياء تاريخيه وانتم يعني رجال الاعلام تقدروا تعرفوها خير منا، ما راناش عارفين الا الصح ولا غير هضره مجرد يعني كلام كيما نقولوا تاع مقاهي، الله اعلم ممكن تتاكد لي المعلومه. يقولوا باللي الجنرال دي غول يعني كي ولات الجزائر قريب تتحصل على الاستقلال، يقولوا باللي دار خطاب واحتجوا عليه البرلمانيين الفرنسيين يعني عندما قرر منح الاستقلال للجزائر. يقولوا باللي قال في الخطاب تاعو دروك ما نظلموش الناس خويا، هذا مجرد كلام، انا دروك انتم اعلاميين وباحثين في التاريخ ربما معكم هما اللي يعرفوا هذا الشيء اذا صح ولا لا، ماذا بيا تاكدوا لي المعلومه توما. يقولوا باللي قال لهم رانا يعني تركنا رجال في الجزائر، من بعدنا سيقدمون لنا الجزائر على طبق من ذهب. يعني انت راك مقتنع باللي دوغول هو اللي عطانا الاستقلال؟ شوف خويا دروك واش نقول لك صراحه، الواحد بنادم ما يكونش منافق. نعم. الاستقلال تاع الجزائر مشكوك في امره صراحه، زعما مشكوك في امره، لخاطر شوف اخي نحكو بصراحه، شوف افهمني يا دروك نحكي لك بصفه عامه وبعد نخصص لك الجزائر. خلاص درك لما انت تشكك في استقلال الجزائر وتولي انت دوكا تنتقد في نزار، لا فرق بينك وبين نزار، ما عندك حتى فرق بينك وبينه. لا افهمني اخويا. نعم دروك انا راك ما خليتنيش نهضر وقلت لي راك لا لا، تفضل تفضل وتكلم وعبر بالحريه تاعك، تفضل. ايوا صح اخويا، شوف تاريخيا اخويا الدول العربيه كاع بصفه عامه الاشياء اللي ذلت الشعوب هي الاتفاقيات. مثلا ما اسمح لي اخويا، مثلا الشعب المصري الحاجه اللي ذلته هي اتفاقيه كامب ديفيد، والشعب الفلسطيني الى غايه يومنا هذا اتفاقية أوسلو واتفاقية مدريد واتفاقية كذا وكذا هي اللي راها ذلته. لأنه شوف مثلا في الجزائر اتفاقية إيفيان نظريا لي أنا نحكي لك، على هذا رأيي الشخصي ونتحمل يعني كما احنا نقولوا يعني ما رانش نفرض فيه على الناس، هذه النظرة تاعي الشخصية راك فاهمني. اتفاقية إيفيان القليل إلا القليل القليل من الجزائريين اللي يعرف كاع البنود نتاعها. مادام شوف يا أخي منطقيا، مثلا مثلا قناة وطني هذه نعم. أنا أجنبي عليها، كي يجي راح نسيطر عليها ما نقدرش يعني بالمنطق ما تقدروش تخرجوني بشروط مني، قالوا خرج لنا من رزقنا، كيفاه أنت يا دولتنا تقول لي تخرج منها باتفاقية؟ اتفاقية إيفيان مشبوهة وهي اللي ذلت الشعب الجزائري، فرنسا ما خرجتش حتى يعني بنود في اتفاقية إيفيان اللي في فايدتها مثلا لغتها تبقى لغة رئيسية، الموارد الجزائرية تبقى مسيطرة عليها، تجارة الجزائر لازم يكون عندها فيها دائما النصيب الكبير، فهمني يا خويا؟ نعم. المهم أن نضمن الاتفاقيات هي اللي خاصة اتفاقية إيفيان هي اللي دمرتنا. ولكن الأخ أمين، نعم خويا، راه جاني الصوت تاعك كيف ما هذاك الفكاهي هذاك نتاع مسمي روحو الحاج أحمد. شكون الحاج أحمد؟ مرحبا. شوف خويا جوست انا راني نهضر معاك جوست، ما قصرش لا بويلي تيرت، ما فيش مشكله، راه جاني الصوت تاعك كيفو معليش مش مشكله. المهم مرحبا بك، فهمت، مرحبا بك والاذاعه راه عليك، فهمت يا خويا. الله يحفظك بارك الله فيك، الله يبارك فيك، كيما نقولوا المهم ان شاء الله تولوا ترفدوا علينا برك. ما فيش مشكله، مرحبا بك، اذا راك انت هو الاخ هذا نديروا لك برنامج خاص على جالك، فهمت. شوف خويا، شوف خويا، نعم انا راني نحكي لك زعما كيما هكا على واش
انا راني نخدم تقدر تقول في جهاز امني، نخدم في اداره السجون، راه فاهمني. انا نعم، هذيك بنادم راه خطرات كيما يقولوا ما راهش اسمي امين الحقيقي صراحه. مش مشكلة، مش مشكلة. شوف نقول لك الأخ الكريم، شوف اخويا هذه شوف الأخ الكريم، شوف هو قضية نتاع الاتفاقيات هذه، يعني نتفق معك من أنه فيه اتفاقيات، هذا أمر مسلم به، ولكن ما لازمش تسمى يولي الإنسان مرتبط وتولي تصير عنده لا فوبي نتاع كل شيء من فرنسا. هاني انا نتكلم معاك من ارض فرنسا. لا ما رانيش، اسمح لي، انا ما رانيش نقول لك الحكام هما اللي راهم دايرين باللي القبله نتاعهم ومكه نتاعهم هي فرنسا، لا لا صبرني فهمتي؟ صبرني برك، انا هاني كنت نسمع فيك. شوف دركا قضيه نتاع الاتفاقيه نتاع ايفيون، هي لازمنا نعرفوا باللي مجموعه من الجزائريين، حتى منهم اللي كانوا ضباط في الجيش الفرنسي ولا صف ضباط، خذوا المبادرة وأعلنوا الحرب ضد فرنسا وفجروا الثورة، وهذاك العنصر نتاع المفاجأة هو أخلط الحسابات نتاع فرنسا. هذا أمر يعرفوه الناس اللي بصح خويا، تبعوا. أصبرني أصبرني، خليني نكمل لك الفكرة. دوك أنا راني كنت نسمع فيك. درك الشيء اللي حدث فيما بعد هو لما بدأت تنتشر الثورة، عمت، لما عمت الثورة حاولت فرنسا بعدة وسائل هو أنها تؤد هذه الثورة، ما قدرتش. فيما بعد حاولت هو أنها تخترقها من خلال العملاء نتاعها، راك تعرف ربما القضية نتاع لابلويت وقضايا واحدة أخرى، قضية نتاع بلونيس هذاك وقضايا واحدة أخرى. راهو الإنسان اللي راهو يعرف التاريخ ولا عنده أهل تاعو اللي كانوا في الثورة ولا كانوا مجاهدين، راهو يعرف هذه المسائل. المهم هما لما وصلوا لهذه الاتفاقية نتاع إيفيون، هما حبوا يديوا أشياء لأنه عرفوا رواحهم باللي الشعب الجزائري خلاص مشى في القضية نتاع الثورة وموش راجع، حتى إذا كان يموتوا 20 مليون. هما حاولوا على جلباش هما عن طريق الاتفاقيات هذه يحقوا أشياء اللي ما يحقوهاش عن طريق القوة، ولكن الاتفاقيات هذه نتاع إيفيون بعد ما أصلبوا مدين للحكم، المرسى نتاع الكبير راح وراء الاتفاقية نتاع إيفيون، وكاين أشياء واحدة أخرى كاينة، كانت الجيش تاع راهم درك هما لما يجبدوا هذو نتاع وش يسميهم هذو تاع الأقدام السوداء، لما يتذكروا هذيك الفطرة هذيك كيفاش خرجوا في البواخر وكذا يصيروا يبكيوا. شي اللي حدث فيما بعد هو في وقت الشاذلي، وقت الشاذلي كاين الناس شغل صارت ريكوبيراسيون، هو كانوا ناس متغلغلين داخل الجيش متغلغلين في الإدارة، لقوا الفرصة على جال باش هما يعاودوا يرجعوا للمواقع نتاعهم، بل تقدموا وعاودوا وصلوا لسلطة القرار. اسمعني خويا معليش نهضر، تفضل. إلا تقول لي انتيا في عهد الشاذلي، نعم، على واش فوت المرحلة مثلا تاع بومدي؟ اسمح لي هذا خويا مجرد سؤال فقط. نعم ما فيش مشكلة، تفضل. خالد نصار العربي بخير، هذا مدين جماعة اللي راهم يقولوا عليهم ضباط فرنسا كما عباس غزيل تاع الدرك الوطني جماعة، نعم، هذو ما زادوش منكروش جمواتهم ودخلوا في الجيش الوطني الشعبي في وقت الشاذلي، نعم، يعني هذو من وقت اللي خرج من قبل لا تخرج فرنسا، نعم. بومدين على واش قواهم؟ هو اللي كان مقويهم في المؤسسة العسكرية. إذا كما هاك تسبب كما احنا نقولوا بالأميرة راح تمسح خذني في شاذلي. لا 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 لا، أنا ذوك لا أسمع. هذو مسيطرين على الوضع في من وقت بومدين، هم مسيطرين على الوضع. الأخ الكريم، شوف الأخ الكريم وكل الإخوة اللي راكم تسمعوا فيا، ذوك حنا لما ذوك نحملوا خطأ لشخص معين، هذا لا يعني من أنك أنت التاريخ نتاعو تمسحو. شاذلي نعم نعم، شوف أنت ذوك لما ذوك أنت تحمل خطأ للشاذلي بن جديد، شاذلي بن جديد هو اللي عين نزار دارو وزير دفاع، الموضوع نتاعنا هو نزار. شاذلي بن جديد هو اللي عين نزار دارو وزير دفاع، تا لما كان بومدين هو رئيس جمهورية، الجنرال خالد نزار هذا واش من رتبة كانت عنده؟ كان لا يتعدى رتبة نتاع يوطنو. والله وسم، نعم شوف يعني تسمح لي رانا متحاورين. نعم، وين كان موجود اصلا خالد نزار لما كان
بومدين. انا يعني لو كان نعطيك استنادا مثلا لبعض الادله، نقول نعم، لك باللي بومدين عامل لفرنسا. اسالني لماذا؟ على أساس واش؟ اساس مثلا عندما اراد الانقلاب على بن بلا ارسل بوتفليقه، وهذه يعني موثقه يعني يحكم فيها السياسيين، ارسل بوتفليقه الى فرنسا يستشير فيها وينتظر الموافقه من جنرالات فرنسا لكي ينقلب على بن بلا. هذه موثقة تاريخيا أخي الكريم. كيفاش موثقة تاريخيا؟ في فواش هذه يعني سياسيين عندهم هذه؟ كيف احنا نقولوا، عندهم مصداقية. كاين ناس يعني مؤرخين عندهم مصداقية احكاوا في هذه القضايا. هذه هضرة تاع قهاوي. لا أخي والله ما هضرة تاع قهاوي، لا ما سبحان الله، راني نقول لك عندهم يعني هذه ناس حكاوها كفاه يعني قنوات في التلفزيون تقول لي هضرة تاع قهاوي. وش من ولا على قناة تلفزيون قرآن والله؟ كاين نعم الو، نعم هاني نسمع فيه. روح تفضل خويا، واش تراك بقيت تفضل. لا، المعلومات نتاعك شوف هذه خاطئة. شوف، بدليل روح راها كاينة وثائق يستطيع الإنسان المحق هو أنه يتأكد منها. الوثائق هذه صح راها، شوف، صح خويا. نشرتها المخابرات السويسرية، مش أنا اللي نشرتها، نشرتها شوف خويا، المخابرات السويسرية، وهذه الوثائق راها موجودة في القسم الدبلوماسي نتاعها، وثائق نشرتها هي، لأنها الآن صارت من التاريخ. هذه الوثائق تثبت من أن المخابرات الأمريكية CIA كانت موجودة في الجزائر بالتنسيق مع المنظمة نتاع لواس هذيك تاع فرنسا، وكان فيه استهداف لهواري بومدين والجماعة اللي كانوا معاه من أجل الاغتيال نتاعهم، وكانوا حابين ينصبوا فرحات عباس رئيس وفي احسن الظروف، يعني في والله في كيما نقولوا، لما ما يقدروش هما ينصبوا فرحات عباس رئيس يديروا بن خده. هذه راه وثائق موجوده نوار سور بلون، وبومدين كان مرفوض نهائيا بهو بن بلا. وهذه سويسرا ماهيش فرنسا، سويسرا راها دولة محايدة. تا دوك راك كنت تحكي، اسمح لي، تا دوك كنت تحكي لي درك على الاتفاقية تاع ايفيون. الاتفاقية تاع ايفيون كانت سويسرا هي اللي كانت سهرة عليها، وهذه الوثائق راها موجودة، والاتفاقية تاع ايفيون راها عندنا، راها موجودة نوار سور بلون. نعم، انا راني مآمنك، واش راك تقول لي؟ حاشا، ما رانيش مكذبك. بصح ثاني، انا راني سمعت يعني ناس سياسيين، يعني ناس مؤرخين، ناس سياسيين وكاين مؤرخين قالوا باللي مثلا بومدين عندما اراد الانقلاب على بن بلا ارسل بوتفليقه في هذاك الوقت يعني سريا، يعني كما احنا شكون هو هذا نقولوا. المؤرخ هذا اللي قالها؟ خويا والله لا، شفت شحال من واحد قالها والله العظيم، هاني نقول لك والله زعما شكون؟ اعطينا اسم والله. واحد برك، اسم واحد من هذ المؤرخين اللي قالوا، اعطينا اسم واحد. انا كي كنت الكلام اللي كنت نقول لك فيه درك نعطيك الرابط واقراه، وراه الوثائق هذه اللي راني نتكلم لك عليها راها موجوده في الكتاب، راني نشرته في 2014، هاي موجوده في الكتاب نتاع المصالحه الجزائري، وثائق نوار سور بلون. هذه الوثائق انا ما جبتهاش من راسي، راها منشوره في القسم نتاع الدبلوماسيه نتاع سويسرا، وهذه الوثائق تابعه للمخابرات السويسريه. على واش على 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 واش مثلا بومدين ما لغاش اللغه الفرنسيه من الجزائر؟ كيفاش يلغيها؟ على واش ما يعني ما دارش باللي اللغه العربيه هي رقم واحد وفي كل الادارات، ما كان اللغه الفرنسيه ما تتقرا اللغه الفرنسيه ما والو. يا راجل اسمع، بومدين اولا لازم، احنا الموضوع نتاعنا مش بومدين، الموضوع نتاعنا هو خالد نزار. على بالي خالد شوف نزار بصح. اسمح لي، دوك انت لما تحكي انت دوك على القضيه نتاع المدرسه الجزائريه، يا هل ترى كانت موجوده العربيه في الوقت لما خرجت من فرنسا؟ شحال كان معلم نتاع لغه عربيه؟ ما تشفاش انت يا من انه كانت اللغه العربيه كانوا يجيبوا مدرسين من مصر، وكانوا يجيبوا من فيهم مصر من على بالي، فلسطين، وكانوا يجيبوا فيهم من سوريا؟ على بالي هذه صح، من ايه، مصر كانت اللغه الفرنسيه هي اللغه الوحيده اللي كانت موجوده في الولايات، وبالتالي المدرسين، حتى المدرسين كانوا فرنسيين، اغلبهم كانوا موجودين الى غايه نتاع السبعينات، بل حتى ربما الثمانينات، كاين منهم اللي قعد حتى للثمانينات. صراحة خويا والله ما يعني ما وليناش يعني خلاص، خلونا شوف نحكي لك حاجة يعني من كثرة. شوف مثلا لو كنت تروح لواحد أمريكي تصيبوا بالك مثلا ينتقد لك النظام الأمريكي، لكن يعني يحب أمريكا أنه يصير عليها الدم تاعو، فاهمني؟ نعم،
تروح مثلا الفرنسي تلقاه مثلا يكره ساركوزي ولا يكره هذا اللي راه دروك يسموه هولاند، بصح فرنسا عنده خط احمر فهماني. نعم يعني باختصار احنا في الجزائر هنا دروك كرهونا حتى في الحيطان، ولينا ما نثقوا في حتى حاجه، ولينا خلاص يعني كرهنا، يعني كرهنا اسم الجزائر صراحه. يعني الناس راها كرهت اسم الجزائر يا اخي، راها درجه خطيره رانا فيها نقول صراحه دروك، راه يعني ولا حتى واحد حتى واحد ولا ما كانش ثقه. يعني اسمح لي صراحه ان هذا الكلام اللي راه قلته لي دروك ومازال ما عنديش ثقه تاع لا الصحيفه لا في جيب نعطي لك، الصحفي شوف تاع لا لا صراحه. نعطي لك، اسمع نعطي لك الوثائق هذه راها بالمراجع، مانيش جايبها من راسي، وثائق منشورة وطالع الكتاب والاشياء هذه اللي راها موجودة كامل في راسك، راك تلقى اجوبة عليها، اجوبة مفصلة راك تلقاها موجودة. لا ان شاء الله ما يا خويا، ان المهم شاء الاخ الله الكريم، نعاودوا نرجعوا نرجعوا للموضوع نتاعنا باش ما يبقاش الحوار ثنائي وباش ما يبقاش خارج الموضوع. احنا الموضوع نتاعنا هو الجنرال خالد نزار. انت ماكش مقتنع باللي شاذلي هو اللي وصله؟ لا ما رانيش مقتنع باللي شاد لي، مقتنع باللي خالد نزار وهو وجماعه خمسه ولا سته يعني اللي سيت فامي هذو اللي مسيطر على الجيش كما يقولوا لي جيريرو هذو، يعني بفرنسا ما فيهاش شك. لانه مثلا يقول لك باللي خالد نزار كان اذا سهران مع بيجار تسمى انت راك مقتنع باللي تسمى انت مع نظرية المؤامرة، تسمى مقتنع باللي فيه مؤامرة واخترقوا الجيش الفرنسي ووصلوا إلى سلطة القرار. لا ما هذه كما يقولوا ما فيهاش شقع، وحتى واحد ما يعني زعما يقدر يقنعني يعني خلاص. اوكي، الاخ اللي تسمي روحك امين بين عفوا قوسين، اذك احنا الان خالد نزار صار وزير دفاع، صارت الأحداث نتاع أكتوبر، أزيح بعض القادة من تاع الجيش اللي كانوا موجودين في اللجنة المركزية نتاع جبهة التحرير، وفيما بعد أعطي الاعتماد للأحزاب، اللي شيوعي شيوعي واللي إسلامي إسلامي، حثت الانتخابات، فازت الجبهة الإسلامية الانتخابات في البلديات. أولا وش هي العلاقة نتاع خالد نزار بالمأساة؟ تعرف وش فيما بعد وش صرا؟ خالد نزار العلاقه تاعو بالمأساة، لانه في راسه كان تراب الجبهه الاسلاميه. وشوف انا اللي راني نهضر معاك صدقني، يعني صدقني واش راني نقول لك، نكره الجبهه الاسلاميه للانقاذ حتى النخاع، بصح راح يعني نحكوا صراحه. نعم يعني في راسه كانت رافضه الجبهه الاسلاميه للانقاذ، يقولوا يقال يعني نقلا على يعني بعض الصحف بعض السير، يقولوا بلي حتى فرانسوا ميتيرون دار تصريح يقول باللي الى الجبهه الاسلاميه للانقاذ حكمت الجزائر مستعدين باه ندخلوا عسكريا في الجزائر. يقال اخي انا ما دروك انتوما الاعلاميين اللي تعرفوا هذا الشيء. وش علاقته، وش علاقة نزار يعني في بالمأساة؟ يعني ترى هو راه متورط فيها وإلا بريء يعني؟ لا متورط فيها، لانه حتى رئيس حتى الرؤساء حتى بعض الوزارة متورطين، فما بالك بجنرال في الجيش، والجيش اللي هو كان يعني داخل في الميدان كيفاش متورط يعني في المأساة؟ هو على أساس واش؟ اخذ القرارات بصفته وزير الدفاع الوطني، بصفته يعني الرجل رقم واحد في الجيش الوطني الشعبي، يعني هذا هو هذه المسؤولية تاعو. متورط يعني قال مثلا في توقيف مسار الانتخابي، متورط في حل الجبهة الإسلامية، متورط في إعطاء متورط الضوء حتى في الأخضر 5 أكتوبر، متورط حتى في 5 أكتوبر 88. نعم شكون اللي خرج للشارع؟ شكون اللي خرج للشارع مثلا؟ شكون اللي خرج؟ الجيش الوطني الشعبي هو اللي خرج، ورمى بالشعب، رمى الشعب الجزائري بالرصاص الحي. كاين هما قالوا حوالي 160 ميت، وكاين اخبار واحده اخرى تقول اكثر من 600 ميت. نعم هو بصفته ورط او غير مورط، المهم يعني بالمنطق وبالقانون كان الرجل المسؤول هو رقم واحد في المؤسسه العسكريه. نعم واش اذا كان هو مشي مسؤول عليها، نعم كتعدو كل القوه باه ينسحب من المؤسسه العسكريه. شكون اللي يهضر مع خالد نصار لو كان ينسحب؟ نعم شكون اللي يهضر مع العماري لو كان قرر يعني قرار تاعو انه ينسحب، ولا حتى انه تنسحب من المؤسسه العسكريه من الساحه السياسيه؟ شكون اللي كان عنده كوراج كيما حنا نقولوا يهضر مع هاد الناس؟ نعم ايه ما المسؤول يا اخي الكريم. ما شكرا شكرا اخ الكريم، اصبرني دوك نعاود نرجع ليك. شوف راهو كاين واحد البوطون ثم عندك في السكايب تاع الميكروفون، طفي الميكروفون فقط في السكايب، في السكايب نعم عندك بوطون في السكايب نتاع الميكروفون،
طفيه طفيه باش ما يخرجش الصوت نتاعك، باش نعطي الكلمة للأخ ومن بعد نعاود نرجع لك. في انتظار هو أنه في انتظار يلحقوا بنا إخوة آخرين. الأخ سامي، أخ سامي، فيما يتعلق بالمأساة، وش علاقة خالد نزار بالمأساة؟ حول وقت المسار الانتخابي، مأساة يعني علاقته بالمأساة، ابتداء من وقف المسار الانتخابي الى غايه الان، لانه الشيء اللي الان رانا نعيشوا فيه راه كله تداعيات نتاع هذيك الحرب القذره هذيك اللي وقعت في الجزائر. ايه، انا الموقف تاعي هو ان الديمقراطيه هذيك تاع 88 ما كانتش ديمقراطيه حقيقيه، كنا تكلمنا عليها. نعم. ان الشيء اللي صار في 88 هي هو رئاسه الجمهوريه اللي دارته ما كانش عفوي، وبطبيعة الحال تسرعت، وكان الهدف في ذلك الوقت هو أن النظام يبقى رغم يعني أن الخزينة فرغت، لكن تسارع الأحداث يعني في هذاك الوقت هو اللي خلى يعني أنهم يتكلوا بيناتهم، فيدوروا ضد الشاذلي ويدفعوه يعني الاستقالة. ما نظنش أن كان صرع انقلاب عنيف على الشاذلي، نظن أن ندفعوه الاستقالة هو الكلمة الأحسن يعني، لأن الشاذلي فيما بعد بقى حر وكان يتنقل خارج وداخل البلاد، وهو بنفسه قال بلي أنا اللي رحت، نظن بلي داروا عليه ضغط. ما تشوفش من أنه متورط هو معاهم بحكم هو أنه أصدقاء، وبحكم هو اللي جاب نزار كما كنا دوك نحكيه في الحدود، ما تشوفش باللي متورط هو معاهم؟ ايه، الشاذلي انا عندي الشاذلي متورط، انا هذه ما فيها حتى كلام. انا قريت شهادة ثاني تاع الابراهيمي اللي كان وزير اول، ويقول يعني كيفاش حضروا الاضراء 88، ويقول ان كيفاش يعني حتى الشاذلي شغل لاول مره في تاريخ الجزائر يروح من رئاسه الجمهوريه يبقى 3 شهور يعني في الاقامه تاعو في وهران ما يستقبل حتى واحد، فيما بعد تبين انه كان يحضر المسؤوليه ب 88. فلما صارت الاضرابات والناس قاعده تعيط في الطرقان على تحسين المستوى المعيشي، وخرج علينا وقال لنا بلي عنده برنامج يعني حضره من الف الباء، وهو اللي راح ينقل الجزائر، واللي يسموه التعدديه الحزبيه. والشعب ما فهمش في هذاك الوقت، وعن باله صح يعني الناس حابين الاصلاحات وحابين التعدديه الحزبيه، لكن في حقيقه الامر هو اعاده رسم خارطه النظام في هذاك الوقت، هو طرد جميع الضباط اللي كانوا ضد الشاذلي، هو واسمه ادخال اقتصاد السوق. لكن فيما بعد سرعت الاحداث خاصه مع الفيس، ونظن انا كثير من الناس اللي كانوا موالين للشاذلي يعني قلبوا الفيس ضده، واستخدموا يعني انا في نظري فيما بعد الجيش استخدم الورقه تاع الفيس من اجل طرد الشاذلي، وهذا هو الشيء اللي حدث. ما نظنش ان صرا انقلاب عسكري هذا الشيء يعني. تسمى بقات لهم العقبة الأخيرة، بقات لهم العقبة الأخيرة هو أنه بعد ما وصل خالد نزار لوزارة الدفاع، وصل العربي بالخير للأمانة العامة نتاع الرئاسة، بقات لهم كيما نقولوا الحاجة الأخرى اللي طاب الأخرى هي الشاذلي، خلقوا له هذا الضرب نتاع واسمه الانقلاب، وهذا المسائل الدستوريه اللي حدثوها على جل باش هو فيما بعد. هي بالضبط بالضبط، انا نظن باللي في البدايه كانوا الكل شغل تحت مظله الشاذلي، لكن تسارع الاحداث وخاصه واش خروج الفيس في اضراب علني يعني شافوا ان قادرين يستغلوا الوضع من اجل طرد الشاذلي واخذ السلطه مباشره، وهذا واش حدث بالفعل يعني. عفنوا الوضع، خلاوا الوضع يتعفن لدرجه كبيره، ومن بعد راحوا للشاذلي وقالوا له يا ودي الوضع خطير ولازم تاخذ المسؤوليه تاعك، وهناك فراغ دستوري لو تقدم الاستقاله تاعك قادرين يعني ننقذوا البلاد. انا نظن بالاشياء راحت يعني في هذا المنطلق يعني، وهذا واش يقول نزار في المذكرات تاعو. فهو يذكر مثلا اجتماع صرا خلال اضراب الفيس،
وين يقول أن لأول مرة يعني كان اجتماع تاع جميع الجنرالات قيادة النواحي إلى آخره. يقول أن الاجتماع هذا كان في البداية كان راح يصرى في لي فورس تيرست في عين النعجة. قال لك فيما بعد أنا لما بالخير سمع بلي أن الاجتماع راح يصرى قالوا شغل خاف ولا ضارب في حالة وجود انقلاب، وبالتالي عيط له بالخير وقال له الشاذلي حاب يشوف الجماعة يعني حاب يلتقي بالناس الكل. قال لك نزار أنا قلت له واش حبيت نجيب لك جميع الجنرالات لرئاسة الجمهورية ولا تجي؟ قالوا لا، قالوا نتلاقاو في وزارة الدفاع، وزارة الدفاع هذيك اللي موجودة في الطقارة. وشاذلي كان تماك عنده مكتب كبير إلى آخره، وبالتالي يحكي نزار يعني كيفاش صار الاجتماع. والاجتماع قال لك كان بارد، قال لك في الماضي كان الكل يعني يحب الشاذلي، روح يسلم عليه هناك يعني شغل روح أخوية يعني بين الضباط وما بين الشاذلي. يعني كما يقولوا بالدرجة قابلوه بعين حمراء. قال لك من بعد نهار كي جا الشاذلي قال لك صرا واحد البروده هكذا، واحد قال لك لان الضباط الكل مع قياده النواحي مع شغل قالوا له الشيء اللي راه صار الان هو من راسك انت اللي خليت يعني الفيس، انت اللي خليت الاضرابات، انت اللي خليت كل شيء، والبلاد رايح تروح وكل شيء راه من ما قالوهالوش مباشره، لكن كان هناك يعني شغل كليما بارد. قال لك الشاذلي لما حس بهذا الشيء يعني شغل الشاذلي وجهه يعني تكريسبا، بحيث انه رفض حتى انه يتكلم في الاجتماع هذاك. ويقول ان اذا ما خانتنيش الذاكره ان الجنرال جوادي هو اللي خذ الكلمه ودار خطاب يعني، وين قال بلي ان الحاله الحاليه ماهيش الرئيس ولا اللي يتحمل المسؤوليه، بل جميع المسؤولين وجميع الضباط هما اللي يتحملوا المسؤوليه، هي مسؤوليه جماعيه. شوف المذكرات، لما تقرا مذكرات تاع اللي هذا قلت لك توفيق لازم يكتب المذكرات، ما كانش كاين في تقدر تقرا بين الاسطر، وكاين يعني كما يقولوا جزء من الحقيقه اللي يظهر. انا في نظري هذا الاجتماع هذا اللي يتكلم عليه نزار، انا في نظري جاء عن طريق الصدفه، لان الشاذلي هو اللي كان حاب يتلاقى بهم. وانا في نظري حسب الشيء اللي قريته هو ان هذا الاجتماع لعب دور كبير في طرد الشاذلي، لان نزار حس بلي ان جميع الضباط تاع الجيش ولاو ضد الشاذلي، يعني حال التعفن تاع هذاك الوقت وحال الانزلاق الى اخره وحصلوها كامل فيه. وانا نظن بلي فيما بعد اللي يقدر ياخذ القرارات اللي خداهم، فمثلا هو بنفسه يقول ان انا اللي اعطيت الامر بالقاء القبض على عباسي مدني وعلي بالحاج بدون استشاره الرئيس، يقول هذه. انا نظن باللي هذا الاجتماع هو اللي خلاه ياخذ المبادره، يعني لما شاف ان الرياح تغيرت. ومن بعد يتكلم يعني حول كيفاش الشد اللي راح، ويقول انه راح شافه لما الفيس نجح في الانتخابات تاع 91 وخذا يعني الاغلبيه، يقول انه هو مع جنرال واحد اخر راح الشاذلي وقالوا له انه لازم يروح، انا الوضع راه خطير. هو ما يقولش هذا الشيء، ما يقولش انا قلت له لازم يروح، قلت له قال لك باللي قلت له باللي الوضع خطير والدوله راهي في ازمه الى اخره. قال لي انه ما تكلمش، قاعد هكذا يشوف السماء ويشوف البحر الى اخره. من بعد في وقت من الاوقات دار ليا وقال لي نزار ولا خالد سي افو جوي سي الارمي دو بروندر سي ريسبونسابيليتي. هذه حمروش قالها؟ لا، هذا نزار اللي قالها، هذا نزار قالها في نزار هذه قالها مرتين، قالها مع حمروش في الانتخابات في الاضراب تاع الفيس. قال لك حمروش اتصل بيا وقال لي لارمي دو بروندر سي افو جوي، هذه في انتخاب هذا في اضراب الفيس في جوان 91. لكن نزار يحكي كيفاش صار الانقلاب، يعني من التفاصيل حول الانقلاب، ويقول انه هو وجنرال واحد اخر والله ماني منذكره اذا كان جوادي ولا ما نذكرش الاسم تاعو، راحوا عنده الجيرالدا وهو يقول ان
ان واسمو الشغل الشاذلي قال له لا بالي دون فوتر كون، يعني على الجيش انه يتحمل المسؤوليه تاعو. انا ما نظنش بلي، لان واحد لازم يقرا ثاني بين الاسطر. انا نظن بلي راحوا عنده قالوا له بلي الوضع خطير، ولو تقدم استقالتك رايح نقذوا البلاد، ورايح شوف الاخ ويحتمل ايضا اخسام. على الرساله الثانيه تاع انه داروا عليه ضغط من اجل انه يقوم بخطاب للشعب. اخ سامي، نعم سامحني برك قاطعتك. شوف، سواء نزار او غير نزار، وان كان الحديث نتاعنا حول نزار، هو مش منطقي هو انه يورط روحه. هو هذا المذكرات هذه نتاع الناس هذو ما يقدروش يقولوا الحقيقه كما هي، لانه الحقيقه راها رايحه تضيع لهم هذيك السمعه هذيك اللي راها عندهم، خاصه يعني في وسائل الاعلام. ما يقدروش هم يقولوا الحقيقة كما هي. هو ما يقولكش باللي راهو كاين انقلاب، هو راهم فرضوا على الشاذلي على جال باش هو يتنحى، فرضوا عليه ومن بعد تحطوا له انت، حطوا له الاستقالة مسنية ويحطوها له قدامه ويقول له سني، ومن بعد يقول لك اخويا هو اللي سنية. اسمح لي انا علاش قلت لك المذكرات ما تقولش الحقيقة لكن تقول جزء من الحقيقة. نعم متفق معك. انا لما تقرا المذكرات تجيك الصوره، ولا تجيك الصوره وانت تزيد تكملها بالحقائق، نعم، ولا بالشهادات تاع الناس الاخرين. نعم، فمثلا تنحي الشاذلي، انا لما قريت مذكرات تاع نزار فهمت علاش الشاذلي راح، يعني في 92، لان كانت عندي انا لغز كيفاش واحد يديروا عليه انقلاب، يبقى عنده الفيلا تاعو السياره تاعو، طالع هابط من فرنسا، قدر يروح ما يزيدش يعاود يولي، قدر يدير خطاب وين يكشف الاسرار على الشاذلية. على الشاذلية ايه، قلت لك متورط. الشاذلي متورط، ما كانش انقلاب على الطريقه الكلاسيكيه، يعني ما كانش انقلاب عنيف. الشاذلي متورط معاهم، ايه نعم، متورط اللي كان ملفات فساد ولا، بصح ما نظنش باللي كان يعني عباره عن انقلاب عنيف كلاسيكي. لا هو شوف نقول لك، انا القراءه تاعي، نقول لك القراءه تاعي بعد تقول لي واش. نعم، انا القراءه تاعي هو ان الشاذلي في البدايه ما كانش حاب يولي رئيس، داروا عليه ضغط باش يولي رئيس، وهو الشاذلي نفسه في المذكرات يتكلم على علاش ما كانش حاب يولي رئيس وكيفاش اتصلوا به الى اخره. نعم هكذا. نعم، لما الشاذلي ولا رئيس فيما بعد وصارت جميع القوه ضده، انا في نظري وهذا عن طريق شهادات تاع ناس كثير، بعد 88 الشاذلي تاثر كثير. الشاذلي تاثر، الشاذلي ولا في الاجتماعات تاعو يعني الشخصيه بريفي ولا بيبليك، كان كل ما يتكلم مع واحد يقول له انا قادر نروح في اي وقت، انا ديجا السلطه هذه مانيش حابها، انا داروا عليا ضغط اللي ديت، يعني كان تقريبا ديميسيونير، كان متاثر. فمثلا كما يتكلموا على جمال عبد الناصر، يقول لك جمال عبد الناصر توفى في 1967 نهار كسرات النكسة، والجنازة تاعو شيعت في 1970. هكذا أنا نظن باللي الشاذلي انتهى في 88. في 88 خلاص الشاذلي، نظرا واش صرا ونظرا لأن الجيش تلقى رصاص على الشعب إلى آخره، تأثر كثير ونفسانيا كان اللي تي ديميسيونير، وكثير من الشهادات قالت نفس الشيء. هكذا، ولهذا انا نظن باللي في 92 ما صراش انقلاب عنيف ضده كما يقولوه كثير، حتى ضباط كثير، انا ما نظنش، انا نظن باللي دفعوه داروا له ضغط باش يروح، كما داروا له ضغط بطريقه مباشره ولا غير مباشره، عن طريق يعني الفوضى اللي كانت تحدث في هذاك الوقت بصفه مباشره، وهذا اللي خلى يعني. فمثلا الشاذلي، الشاذلي كثير من الناس تلاقوا به خارج الوطن، تلقاو هكذا بصدفة يعني، وناس يعني ما فيهم الشك، وطرحوا عليه نفس السؤال، قالوا له اسكو في 92 طردوك؟ قال لهم شكون اللي راح يطردني؟ قال لهم نزار. قال لهم نزار درك ولا يهضر؟ قال بكري ما كانش يهضر في يديا. جوا الشاذلي ما كانش ما نظنش بلي صرع ضده انقلاب عنيف، فما نظن حتى له هو نفسه كان يعني في نفسانيا كان اللي تي ديميسيونير، زادوا داروا عليه الضغط وهو راح. هذا مكان، هذا واش حبيت نقول على الانقلاب هذاك اللي صار. المهم، شكرا اخي سامي من كندا. الاخ سامي الميكروفون، دوك نعاود نرجع لكم.
فيما يتعلق بهذه النقطة هذه نتاع التورط نتاع خالد النزار في المأساة، لا شك في ذلك، بدليل ما حدث فيما بعد. خطر لا، راهو فيما بعد راهو كاين تسجيل مع القناة الفرنسية، وين أنه يعترف بالصوت وبالصورة من أنه في صالون قال هنا اللي خذنا القرار على جال باش يجيبوا بوضياف. في المسألة واضحة، وشفنا من الذي حدث البوضياف فيما بعد، والشهادة نتاع بنو، خيرك ما سمعتوه لما جاء على إذاعة وطني بنو ناصر وش تكلم على نزار. تورط نتاعو في المأساة متورط فيها طولا وعرضا، بداية بالانقلاب على الإرادة الشعبية، ومش غير وحده، معاه علي هارون ومعاه الشلة اللي معاه العربي بالخيار ولا كليك، متورط في الدماء هذه اللي سقطت، متورط في الناس هذوك اللي مرضوا بسبب السرطان وبسبب كذا، هذوك اللي بعثوهم للمعتقلات، متورط في السجون، متورط في التعذيب، متورط في الفساد اللي الحق بالجزائر، متورط في القتل العمد، متورط طولا وعرضا، وموش وحده، فيه حتى جهات أجنبية متورطة في هذه المأساة اللي عشتها الجزائر. أنا سمعته بوذني، مش قالوا لي، سمعته بوذني في المحكمة في باريس، النهار اللي جابوا، النهار اللي رفع الدعوة قضائية بحبيب سويدية، والناس اللي راهم حضروا للمحاكمة هذيك وشافوا المسلسل اللي جرى طيلة أسبوع وإحنا نتبعوا في المحاكمة، أسبوع كامل وإحنا نتبعوا في المحاكمة صباح وعشية في المحكمة نتاع باريس، حضرت لها من الأول للآخر تاع المحاكمة نتاع سويدية هذيك، يعترف باللسان نتاعو لما سألوه رئيس المحكمة، قال له باللي فرانسوا ميتيرون كان على علم بتوقيف المسار الانتخابي. هذه سمعتها بوذني، ماشي قالوها لي والله، سمعتها بوذني في المحكمة، بمعنى أنه كان هناك اتصال بفرانسوا هولاند وزكاو توقيف المسار الانتخابي. فالقضية نتاع التورط نتاع خالد نزار تورط يعني تم، اولا حدثت مضايقات على رؤساء البلديات نتاع الانتخاب نتاع الجبهة الإسلامية، وفيما بعد يعني وقفوا المسار الانتخابي بدون مبرر. واش هو المبرر؟ انت راك عطيت الاعتماد لهذا الحزب هذا وراه ينشط، كان من المفترض، قال مثلا منذ البداية ما تعطيلوش الاعتماد، قال احنا نرفضوا التوجه الإسلامي وما نعطيوش الاعتماد الأحزاب الإسلامية لأنها راه تستغل في الدين ولأنها كذا ولأنها كذا، وإحنا رانا بلد علماني وكذا، ونرفضوا احنا أنه يعطى الاعتماد إلى حزب إسلامي. لكن راه أعطي الاعتماد للحزب الإسلامي، ولو كانوا نقولوا بس دي فرضا قال مثلا غير الفيس، راهم فيما بعد اعطوا الاعتماد الحماس واعطوا الاعتماد الجب الله. الشيء اللي حدث فيما بعد هو بعد ما دخلوا القيادة نتاع الجبهة الإسلامية ممثلة في عباسي مدني وعلي بالحاج والناس الاخرين اللي دخلهم معهم، هما كانوا يعتقدوا من أنه ربما بعد إدخال القيادة السجن وبعد اغتيال وقتل وسجن واعتقال المئات ولا كذا، يعتقدوا من أنها تتوقف. لكن فيما بعد لما فازت الجبهة الإسلامية للانتخابات، وكان في ذلك الوقت حشاني بعد ما داروا المؤتمر هذا كنت عباتنا، وخرجت، أنا شخصيا كنت مراقب يعني شفت أشياء بعينية، كان واحد ما نسميش، كان ربما راهو يتبع فينا، كان مرشح نتاع حزب معين، لما جاو للفرز كان حاضر، قاسم من بالله لقى الصوت نتاعو وحده انتخب على روحه. هذه أنا حضرت لها، والشخص هذا ما زالو حي دون هو أن نسميه.
قضية الانقلاب راه واضح، راه كاين فيه تصريح وين انه يقول هذا علي هارون لما سألوه واحد صحافي ولا صحفية من فرنسا، يقول بالحرف الواحد من انه هذاك لا مفر منه، تسمى الخط هذاك اللي مشوا فيه، يا اما انه يديروا توقيف المسار الانتخابي، واما انه راها راح تقوم الدولة الاسلامية، وبالتالي هما اختاروا هذاك الحد. فهو ما على بالهم بالشي اللي راهو رايح يحدث، على بالهم بالشي اللي راهو يحدث، بالتالي درك هذه الارواح اللي سقطت يتحملوا المسؤوليه نتاعها، اعتقالات والسجون والتعذيب والمحاكمات الخاصه والخسائر الماديه والتعدي على الحرمات وعلى الاملاك، وهذه كل الاشياء هذه يتحملوها قدام ربي وقدام التاريخ. درك هذا لما نقولوا احنا هذا الكلام، هذا لا يعني من انه الاخرين راهم سمن على عسن وراهم على الحق المبين، ما راناش نقولوا في هذا الكلام، ولكن في هذه النقطه بالذات جنرال نزار بحكم العلاقه نتاعو بالحكم وبحكم المسؤوليه نتاعو بحكم المنصب نتاعو يتحمل المسؤوليه نتاعو. والقضية دي نتاع الكذب هذه والتبلعيط وهذه المذكرات هذه اللي لا تقال فيها الحقيقة، يجي النهار ويذوب الثلج، يجي النهار ويذوب الثلج، يجي النهار وتطلع الشمس، ويجي النهار وتتغير الأمور. هذا الجينيراسيون هذه اللي راها درك نقولوا احنا هذو ضباط فرنسا، شحال قاع شحال مازال هذو شحال 100 200 300 1000 2000 شحال، ومن بعد ومن بعد هذا الكوادر وهذا الإطارات اللي الآن راها موجودة في الجيش راها توصل في يوم من الأيام كونوا هانيين، وفيما بعد راها راح تتبدل المعادلة. نزار متورط إلى أخ موسيقى دميه في المأساة الجزائرية، ومتورط حتى في تهديم الدولة الجزائرية، لأنه الشاذلي هو أيضا يتحمل المسؤولية نتاعه، ومش غير هو، حمروش، كل الناس اللي كانوا في ذلك الوقت كانوا في السلطة يتحملوا المسؤولية نتاعهم، ولكن المسؤولية تختلف من واحد لواحد. مثلا حمروش كان رئيس حكومة، هذا أمر مفروغ منه، وكان هو المشرف على الانتخابات، هذا أمر مفروغ منه في الانتخابات البلدية أعتقد، لأنه فيما بعد جاء هذاك غزالي، ولكن مسؤول هو على قضية تاع التعديل هذاك تاع قانون الانتخابات اللي داروه، تاع تقسيم الدوائر اللي داروه في المجلس الشعبي الوطني، اللي كان أنا ذاك رئيس المجلس الشعبي الوطني بعد استقالة ربح بطاط كان عبد العزيز بالخادم، مسؤولين بالخادم، مسؤولين كلهم مسؤولين على هذه المأساة اللي لحقت بالشعب الجزائري، ما يتحملهاش فقط نزار وحده، وما يتحملهاش فقط التوفيق وحده، كل الناس مسؤولة على هذه المأساة هذه اللي حلت بالشعب الجزائري، لكن مسؤوليته هو يتحملها كبيرة، لأنه كان هو الوزير تاع الدفاع. هذه باختصار المداخلة نتاعي، نخلي الإخوة اللي التحقوا بنا، الأخ تونسي من سطيف والأخ سمير من أمريكا. الأخ تونسي، نحن في نقاش حول الجنرال خالد نزار والمأساة، بحكم هو أنك أنت راك واحد من الناس اللي كانوا علاقة بالمأساة. أولا الأخ تونسي، علاش استقال خالد نزار بعد ما دخل الجزائر في هذا النفق واستقال وجابوا فيما بعد اليمين زروال، علاش استقال خالد نزار؟ باش نمشي، وكاين نقاط أخرى مازال ما ناقشناهاش. بارك الله فيك الأخ نوردين، والسلام عليكم أيها الإخوة الكرام، وسمحني الأخ نوردين. المهم الأحداث أنا عشت لها قبل ما تسرع، والله أعلم، يعني شوفوني إذا كان عتراني غلط، والله الأحداث اللي عشتها أنا وشفتها في الجامعة في ما بين 85 86 87، كان تيار إسلامي وتيار شيوعي، كان تناطح بيناتهم في الجامعات،
كان مد الاشتراكي اللي كنا عايشين في الدوله الاشتراكيه والرؤساء والليناجيه متابعين للشيوعيين وكذا. بعد دخلت مجموعه من الاسلاميين في الجامعات، ولا ظهرت يعني ظهر فصيل هكذا تاع الاسلاميين، وظهر فصيل بينها وراه تاع الشيوعيين. هذه في الطلبه في الجامعات، هذا الطلبه هذا في 87 الله اعلم بدات الاحداث تاع بو علي. انا كنت نقرا في الجامعه في بومرداس في ليانجيام، ونحضروا عندنا تربص نديروه في واحد المركز في القصر البخاري. في قصر البخاري انا شافيلها في رمضان، جاونا المخابرات ودا واحد يقرا معايا من الشمره تاعي بالذات. انا دخلوه على اساس انه نقمته تشابه نقمه واحد مع بو علي، مع جماعه بو علي، ويطلعون للجبال تاع البرواقيه والجبال تاع الاربعه. المهم داو هذاك الاخ اللي معايا من سطيف، وراه مسكين مازال دوك تحت الصدمه هذيك، طالب عادي جدا ما سطايفي، ويسخيبوه الواحد عنصر من العناصر تاع بو علي. نعم. وبدات الحواجز، كنت نروح من ثم من البرواقيه ومن القصر البخاري ونطلع العاصمه ونطلع المديه، بدات الحواجز تاع الجيش وتاع الدرك، فهمت؟ وكما نقولوا في الليل، مداهمات تاع الليل في الطرق. انا عشت هذه المرحله، هذه عشتها قبل ما تحدث احداث اكتوبر 88. في الاحداث اكتوبر 88 خالد نزار هذا وين عرفناه؟ ما كناش نعرفوه، انا ما نعرفش شكون وزير الدفاع، ولا ما انا كنت طالب على بالي شنو هي الامور هذه. المهم الاحداث وين صارت بزاف، من الجامعات بدات احداث اكتوبر، بدات من الجامعات، جامعه العاصمه وجامعه الشرق من قسنطينه، من ثم بدات. يا الاخ تونسي، هي دوك لو كان نوليو نتبعوا في الاحداث، حتى احداث قبل نتاع 88، حتى في قسنطينه وفي سطيف نعم. راني نعطيك برك هكذا باش انا ندخل في الموضوع، فهمت؟ باش نقدر نلقى هذا النزار هذا كيما عرفته انا. هذا النزار هو كان في وقت شادلي كان وزير الدفاع، قبله ما على باليش شكون اللي كان وزير الدفاع. المهم هو عرفناه عبر التلفازه في وهران، لما قام بتقتيل المتظاهرين في احداث اكتوبر، وخرج علينا شاد اللي يبكي، قالنا باللي انا المسؤول ماهوش وزير الدفاع، انا المسؤول. شغل هو عطى الامر باش يفكوا الاعتصام واسمه المسيرات وكذا، وحد حدد فيها ضحايا من طرف الشعب، ويعتذر للشعب. نعم. يعتذر للشعب الجزائري، وبعد قال رايح نفتح الحريات. نعم. وندير ديمقراطيه اذا كان شفيتوا عليها. نعم. من هذيك الاحداث هذيك بدات الاحداث تاع كيما نقولوا التنافس تاع الديمقراطيه والاحزاب وكذا وكذا، وين بدات الانتخابات تاع البلديه، وش اللي قلتوه راه هذاك هو. من بعدها قبل الانتخابات، قبل الانتخابات هذا النزار هذا راه هو الرسمي، معاه جماعه بيان سير ماهوش وحده، بس هو اللي واجه في الواجهه. نعم. هو الرسمي. بدا الاخ نور الدين، شوف حنا في الانتخابات والدنيا كلش، هو بدانا في الاقامه الجبريه، اول مجموعه اللي في الجزائر ريحناهم 21 واحد هنا في سطيف، ومازال علي بالحاج وعباس المديني ما دخلوش الحبس. واش من سنة هذه؟ من بعد نسمعوا. واش من سنة؟ نظن في 91، في 91. صرات هي شوف. الاعتقالات تاع الصحراء. الاعتقالات اللي جات بعد الانتخابات هو. لا هذه لا احنا قبلها. قبل ما وقف المسار الانتخابية. حدثت احداث في ذلك الوقت، هي الحدث اللي بدا تسمى منه وبدات تنفلت الامور، هو الحدث تاع قمار، ضربت قمار ونزار. واش دار؟ شوف انا كنت في السجن، كنت في لومبيز مع الجماعه تاع قمار اللي كانوا محكوم عليهم بالاعدام. نعم. كانوا ربعه، نشفع على واحد اسمه عبد الرحمن، الاخرين
ذاكره راح لي اسمه تاعو نعم يهضروا لي باللي كلش مفبرك احداث الكازارنة هذيك والطيب الافغاني تاع قمار، لانهم الجماعه هذوك كان جاو كي خلاص الحرب في افغانستان دخلوا الجزائر داروا بهم تيتر بلي هم جاو الامراء من افغانستان وجاو باش يديروا خلخله في البلاد وكذا وكذا. هي راه شوف نقول لك اصبرني اصبرني الاخ تونسي على جال باش اخ تونسي اصبر على جال باش نربطوا الافكار بعضها البعض، هي راها مرتبطه بعضها البعض. تا دوكا راه كنت تتكلم كنت تقول باللي كاين هناك صراع داخل الجامعه بين هذا المعسكر الشيوعي والمعسكر الاسلامي، نفسه هذا الـ هذا الشيء اللي انت راه كنت تحكي عليه، هذا المجموعه هذو اللي جاوا من افغانستان كانوا مواجهين الاتحاد السوفيتي. اي هذه نعتذر لك دوك. شوف انا نعطيكم في وقايع عشتها دوك، النظره نتاعي في ذاك الوقت بارابور النظره نتاعي في ذاك الوقت هذا دوك تاع 2015 نعم مش كيف كيف فهمت. انا دوك راه كيما نقولوا كبير العمر وكذا، عبرت تقريبا 30 سنه والله من الاحداث هذه. نعم سمعني اني نجبت في وقائع عشتها. هذا نعم. التيار الاسلامي ضد التيار نعم فهمت، مخطط لازاحه النظام الاشتراكي اللي كان تابع للاتحاد السوفيتي نعم بمؤامره الامريكان والله الانجليز وما بعرف شكون فهمت، وكيف طلعوا نزار وجماعته في وقت شادي هذيك ما على بيش بها فيها رايي كيف طلعت. انا نعم. اعطيك في وقائع عشتها والناس هذا شهادتي عيني نمت فيها. الاحداث اللي صارت في قمار هي راهي مفبركه ودارها نزار وجماعته باللي كوم كوا كاينه كازارنا تمردوا عليها جماعه الافغان. انا معايا واحد من واد سوف او مات ربي يرحمه، كي جاو من كي جاو من افغانستان جاو خلاص خلاص الجهات في افغانستان جاو نورمال دخلوا على المطار. هذا عبد الواحد الافغاني هذا يهضر معايا هكذا، حنا نقولوا افغاني يهضر معايا قال لي والله غير من المطار تاع هواري مدين بوبدين داو عقبوني للحراش. قال لي ما لقاوش حتى حاجه، قال لي كنت قلت لهم في افغانستان يقتلوا في الروس كما كان الامريكان يتعامل فيهم. المهم قال لي واش داروا باش يحكموا عليا بالسجن؟ قال لي حكموا عليا باللي التدريب تاعي في الكازار هنا في الجزائر نهار دار السيرفيس ميليتير قالوا لي واش من سلاح دربت عليه؟ قال لي قلت لهم دربت على الكلاشينكوف. قال لي تكذب، العسكري كي يدرب على السلاح يدعى سيمينوف. وعطاوه عامين ونص وقيله والله خمس سنين. وين يلقى روحو نوردين؟ لقى روحو في لومباس فهمت؟ نعم ولكن الاخ سؤال نسمح لك هذا كي نهضر على نزار يطرحت لك سؤال ما جاوبتنيش عليه وراك راك رايح دور 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 وراه عندك قريب 10 دقائق ومازال ما جاوبتنيش على السؤال. سأل قلت لك انا واش هو العلاقه نتاع خالد نزار بالمأساة؟ ايوا دوك انت تقول لي انا خالد نزار واش العلاقه تاعو بالمأساة؟ ايه وين على بالينا واش من العلاقه تاعو مع فرنسا مع شادلي واش كانوا يدبروا واش كانوا يخطوا؟ وعلاش قلت لك انا استقال خالد نزار من الوزاره تاع الدفاع الوطني ما دام راه هو وقبل حنا دوك رانا نحكيو باللي راه مرحله نور الدين كل واحد عنده مرحله يعقب عليها. هذه مراحل مقسمه هذا تتحكم 5 سنين تتحكم 10 سنين تتحكم كذا. انا نشوف فيها دوكا اصبر الاخ تونسي اصبرني دوك نعاود نرجع لك. شكرا الاخ تونسي. الميكروفون دوك نعاود نرجع لك. الاخ سمير من امريكا مرحبا بك. اخ سمير هل تسمعوني؟ نعم الاخ نور الدين السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الاخ سمير الموضوع تاعنا اليوم هو حول الجنرال خالد النزار والمأساة. كنت انا والاخ سامي ومن قبل كان معنا واحد الاخ هكذا يقول من تيرت تناقشنا حول مجموعة من النقاط. الآن رانا في نقطة اللي تتعلق بالاستقالة نتاع خالد نزار والعلاقة نتاعو بالمأساة. يعني لما نقولوا احنا دوك مثلا خالد نزار هذا باللي هو راهو من هذو الضباط نتاع الجيش الفرنسي، ونقولوا باللي هو راهو اخترق الجيش تاع التحرير واخترق الجيش الوطني الشعبي وصل هو إلى درجة من المسؤولية وصار هو وزير الدفاع وصار يحكم
بل حتى الشاذلي تم الإزاحة نتاعو ونحاوها سيدي. لماذا استقال خالد النزار وتم التعيين نتاع زروال؟ عينه زروال ولا زروال ما هو لا حركي ولا من علاش؟ علاش عينه هو؟ نعم حبوا باش يمسحوا فيه الموس، حبوا باش يستعملوه كواجهة، حبوا باش عرفوا باللي الامور راح تفلتت من يديهم وبالتالي راهم رايحين يدفعوا الثمن، حبوا يبدلوا الاستراتيجية. يعني علاش جابوا نزار؟ علاش جابوا اسمه زروال؟ نعم الاخ نور الدين، على كل حال الله اعلم. انا اتدخلت باش نجاوب على سؤال علاقة نزار بالازمة. ها تفضل. هذا واش نقدر نقول؟ نعم وقت عشناه وشفناه وسمعنا شهادات. اولا نقول باش نعتمدوا على الشهاده تاعو هو واش يحكي هو، ما نامنوش يعني، ما نقولش واش يهدر صح وما نقولش واش يهدر يعني كاذب، ولكن نميل انه يكذب يشهد واش يشهد. يعني لو كان امن الشهاده تاعو كانه فرنسا، نخليها هي اللي تكتب لنا التاريخ من 1830 ل 1962 وصرات، هي تكتب لنا وحنا نقولوا ايه صح هذا وصرا في الجزائر لما كنا محتلين من طرف فرنسا. ماذا انا هكا ما نسمعلوش هو واش يكتب. المفروض الناس اللي عاشروه والقرب ليه والوطنيين هما اللي يحكوا الصح وما يزيدوا، ما يعني ما يديروش حسابات، يحكوا الصح فقط وصرا. هذه وحده. ثانيا انا نقول انه تدخل حسب شهاده ضباط في الجيش، بينهم من الأخ أحمد شوشان، يقول أنه كان هو يحضر اجتماعات سمانة ولا لا أدري شحال قبل توقيف المسار الانتخابي، كان هو يحضر اجتماع في وزارة الدفاع مع 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 ضباط من المخابرات الفرنسية باش يرسموا هذاك المسار اللي مشات عليه الجزائر من هذاك الوقت حتى الان، من وقت توقيف المسار الانتخابي حتى الان. فمن المفروض هو اللي راهو يكتب التاريخ وما يرد يقول بلي انا ما كاش منها واحمد شوشن كذاب او يكذب. لا الكلام هذا ما قالوش اسمه، قالوا واحد ضابط فرنسي. على كل حال نعم. على المهم يقولوا فرنسي، يقولوا ضابط من الموساد اسرائيلي، ما يهمش. المهم هو لازم يدافع على نفسه، يقول لا ما صارت منها، هذوك ما كانوش تاع فرنسا، تاع السعوديه مثلا ولا تاع الروس ولا براسو. مهم هذا يعني، ويقول واش كانوا يدير، يعني واش كانوا يدير معهم، على واش كانوا يهضروا، واش كانوا يخططوا. فهنايا يبان ان الخدمه خدموها تماك اللي خدموا الخدمه وكانت الضريبه كبيره، مازال الان الحاله اللي تمشي عليها الجزائر. فهذا يعني تدخل كما قلت، يعني من راسو حتى رجليه عماها. هذا يعني عنده سبب مباشر في الازمه. وكان من المفروض كما كنتوا تتكلموا كامل يخلي المسار يمشي هكاك. هذوما الاسلاميين الشياطين، الشعب كان يوقف لهم، الشعب راح يشوفهم ويوقف لهم، يحوزهم ما يعاودش يعطي لهم، ما يعاودش ينتخب عليهم ولا يفور ضدهم. ولا الشعب عادل، الشعب ماشي، الشعب كان ماشي افغاني، الجزائريين ماشي افغانيين. هذا هو واش حبيت نقول الاخ نور. نعم شكرا الاخ سمير من امريكا. الاخ سامي، اخ سامي الان فيما يتعلق بالنقطه هذه نتاع زروال هذه، فكنا ترى الشفره هذه. انا واش سمعته ونظن ان هذه هي اكثر الحقيقه، على بالك بلي نزار وزروال كان عندهم مشكل، يعني قبل في الثمانينات ديجا ما كانوش يتفاهموا. وقيل من أنه هذا زروال استقال لأنه كان رافض بعض المسائل اللي كان يدير فيها الشاذلي. لا إيه زروال كان معروف من الضباط. هو علاش جابوه؟ إيه هذا راني جاي. بالتالي في الثمانينات كان زوج مشاريع من أجل تجديد الجيش.
نعم زروال مد المشروع ديالو ونزار مد المشروع ديالو، ولما قبل المشروع تاع نزار ورفضوا المشروع تاع زروال، زروال اللي احتج ومد استقالته من الجيش. نعم فيما بعد بعثوه واسمه كسفير في رومانيا على ما اظن. اما علاش جا زروال علاش نزار، يعني نزار في حق الامر كان مريض ومريض كثير، كان عنده ديابات ولا كان عنده مش انا روماتيزم ولا ما على باليش، بحيث ان في وصلت لمرحله وان كان يتنقل حتى على هارو سلام. نعم صبر الأخ الكريم، ما طفي الميكروفون تاعك وصبر الدور تاعك، تفضل سامي. كان يتنقل على واسمه كيفاش يقولوه الفوتوي رولون، ما كانش يمشي نزار، كان يعني المرض، وكشف بلي المرض يعني استفحل فيه. واش دار؟ عين زروال. وعلاش عين زروال؟ لانه ما كانش حاب العماري هو اللي ياخذ السلطه، كان حاب يدير نوع من التوازن في الجيش. لماذا؟ لان العماري كان انسان عنيف، عنيف للغايه، ما كانش حاب هو اللي ياخذ يعني مقال الحكم، لان لو العماري خذا مقال الحكم لكانت صرا يعني عشرة ولا عشرين هو باش مليار في الجيش. نعاود نذكره فقط، ربما الإخوة اللي ما عاشوش تلك المرحلة، سيما من الشباب هذو الجدد هذو، بعد ما تمت إقالة الشاذلي، الاستقالة هي بين قوسين، ومن بعد جابوا بوظياف قتلوه في عنابة، ومن بعد المهم هو كان نزار من بين هذو الأعضاء نتاع المجلس الأعلى، كيفاش يسميوهم هكذا، وكان معاهم علي كافي، وكان واسمو هذاك التيجاني هدام. المهم من بعد داروا الندوة نتاع الوفاق في اعتقد في 95، وجابوا في ذيك المرحلة هذيك جابوا زروال. من بعد داروا الانتخابات هذيك، هو استقال في المرحلة هذه 94 95 هكذاك، ومن بعد جابوا زروال. زروال داروا له من بعد الانتخابات هذيك الشكلية هذيك في 95. تفضل الأخ حسن. ايه بصح، ما جاش هكذاك زروال، زروال جابوا الجيش، ما جابوش باش يولي رئيس في حق الأمر. تفاهموا مع بوتفليقة باش يولي رئيس في 94. نعم. وتفاهموا وخلاص وصلوا يعني اتفاق نهائي من بعد هذه في مذكرة نزار. ونزارق وبوتفليقة في آخر لحظة قال لهم عندي يعني بعض الوثائق في سويسرا، رايح يعني رايح نرتب يعني بعض الوثائق ونزيد نعاودوا لي، وبعد راح ما زيدش عاودوا له يعني. بوتفليقة خاف، بوتفليقة كان الوضع يعني كارثي في 94 95، ما حبش يتحمل المسؤولية في هذاك الوقت. نعم. كي من بعد تكلمت الحالة زاد عاودوا له. اما عند زروال فهذه هي زروال، يعني جابوه من اجل انه يلقى توازن في الجيش، ان ماشي العماري هو اللي يحكم الجيش، لان العماري هو انسان يعني معروف، هو السيلكورون يعني التيار الاستئصالي في الجيش. نعم. كان يامن باللي الاسلامويين هذو اسلاموي مليح واسلاموي ميت، كان يامن باللي لازم يقتلهم من الطرف، وبالتالي باش يكبح يعني العنف تاعو. كاينه حاجه ثانيه ما لازم نساوها، ان بوظيف طرد العماري من الجيش، ونزار عاود يعني بوظيف طردو في مارس 92. نعم. ونزار عاود رجعو كمستشار، ولما قتلوا بوظيف زاد دخلوا للجيش. انا هذا واش حبيت نقول. شكرا الاخ سامي. الاخ اللي قلت لي انا نقول لك الحاج حمد، هيا من اليوم نقول لك الحاج حمد. الحاج حمد ده، الاخ الحاج حمد فهمنا ترى في الشفره هذه. الاخ اللي قلت لي قبيل تاع تيرت، تفضل شغل الميكروفون تاعك، ربما راهو طافي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. فك لنا ترى الشفره هذه، علاش جابوا زروال؟ شوف الاخ الكريم، انا نظن النظره تاعي زروال جابوه، هي شوف، هي الحرب قايمه ما بين ثلاثه في الجزائر. نعم. قايمه ما بين ضباط فرنسا وضباط جيش التحرير يعني المجاهدين الحقيقيين. نعم. والشعب كما راه كان يقول الاخ، جابوا زروال، مش عارف زروال السبب الحقيقي اللي جابوه على جالو، لانه زروال يعرفوه باللي غير يعني هو غير راغب في السلطه يعني ما راهش مشتاق للمسؤوليه. كان على بالهم باللي وين ما يقولوا جبد روحك يجبد روحه. اما القضيه يعني هذه قضيه يعني حل الجبهه الاسلاميه للانقاذ واعلان الحرب على الشعب الجزائري،
هذا الجنرالات كانوا يقمعوا في الشعب الجزائري هم بوكالة على فرنسا، تركتهم فرنسا يعني ليفعلوا ما لم تفعله فرنسا. قضية جلبهم لزروة للحكم، لأنهم كانوا يعرفوا باللي الراجل ما راهش مشتاق للمسؤولية، ما راهش يحوس عليها، في أي لحظة يقولوا له عليك تتنحى يتنحى، ما يتلقاو معاه حتى صعوبات. تسمى جابوه لمرحلة، لإدارة مرحلة. جابوه لإدارة مرحلة، ما يعني هما كانوا يشوفوا باللي هذا هو الرجل المناسب كان يساعدهم زروال، نظرا يعني نظرا لزوج أشياء ولا ثلاثة، نظرا لأنه زروال غير متحزب، نظرا لأنه زروال يعني من جهة أنه مجاهد ومن جهة ما عندوش الشعب ما يكرهوش. ثالث حاجة جابوا زروال لأنهم كانوا يعرفوا باللي الراجل هذا باللي وين ما يقولوا له حيد روحك يحيد روحه، ما يتلقاو حتى مشكل، يعني ما عندوش سياسة الشيطان في راسه. نظن هذا هو الهدف اللي جابوا عليه زروال أخي الكريم. نعم، شكرا الأخ الحاج حمد. محمد الأمير أخويا، سموك الحاج حمد دي. أنا قولنا بالحج إن شاء الله حج أخويا. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نلتقيه في الحج مع بعضنا. إن شاء الله بحول الله إن شكرا شاء الله. شكرا الأخ الكريم، الأخ مولود من بريطانيا، مرحبا بك. الأخ الكريم تأثيرت الميكروفون. الأخ مولود مرحبا بك. ألو ألو أخ مولود، هل تسمعوني؟ أسمعك أخ نور الدين، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الأخ مولود، الموضوع تاعنا اليوم هو حول الجنرال خالد نزار والمأساة. أرانا الآن في النقطة اللي تتعلق بزروال، إذا كان ممكن هو أنه تفكنا هذه الشفرة هذه. معروف باللي زروال وطني، درك إذا كان قلنا احنا باللي واسمو نزار هذا باللي راهو هو من الجيش الفرنسي وباللي ما عنده حتى علاقة بالجزائر، كيفاش هو ففكروا في زروال باش يجيبوه؟ يا هل ترى جابوا لأنه ابن المدينة نتاعو، ابن بيتنا؟ يا هل ترى الناس اللي راهم يقولوا باللي نزار ماهوش وطني وهو عامل لفرنسا ناس غالطين، وبالتالي نزار وطني وجاب ابن الوطن نتاعو زروال وكذا؟ فهمنا ترى، فكنا ترى الشفرة هذه. لا هذه اللي حرت فيها أنايا، يعني هذه اللي ما فهمتهاش، يعني إلى يومنا هذا حتى سمعنا شهادات من بعض الضباط ما قدروش لحدش. سبحان الله، يعني كي تشوف زروال يعني في النخوة تاعو والمواقف تاعو، ما يعني كيما نقولوا شغل حطاني متوازيان، زار وزروال ما يتلاقاوش، فكيفاش هم فكروا هادو مالي اللي اسمه درلاب، كيفاش فكروا يجيبوا واحد من يعني من طراز اليمين زروال؟ والله الشفره هذه ماهيش في يدي انا، ما نقدرش نحلها لك خويا نور الدين، ما عنديش معطيات. واش عندي حاجه برك نقدر نقولها، انا نهار طلع زروال لو انا نتذكر الوقت تاعو اللي وقعت فيها اللي وقعت فيها الانفجارات بزاف. نعم، كنا في وقته يعني كانت الانفجارات بن طلحة، الرمكة. يعني نقول لك شوف، انا كنت نشفى، كنت عايش في فرنسا، كنت دائما تليفوني للدار، كانوا عندي خواتاتي زوج كانوا يقراوا في الجامعه، يخرجوا صباح يما شغل تخاف حتى وين يدخلوا للدار العشيه، دائما تليفوني لهم دائما، ياك ما كان والو نشفى والله غير التليفون. واش كلا اللي ضرع في فرنسا نشفى هذوك الايامات العجب العجاب. ففي وقت زي زروال نشفى يعني الارهاب الحق المدى ديالو الحق، يعني وضيار انا عندي انا هذا هو اللي خلاه يستقيل. نعم، لقى روحه يعني ملغم، يعني الحاجه اللي يروح يصلحها من ذاك يعني يعطوا له الجواب، يروح يدير عفسه مثلا لصالح الجزائر، غدوه تسمع مثلا انفجار ماتوا فيه 25 ماتوا فيه 30 ماتوا فيه، ونعرفوا ناس بزاف حنايا اللي ماتوا في الانفجارات هذو، وما فهمنا والو الحق ولله. يعني ليومنا هذا انا ما فهمتش هذا اللغز هذا تاع كيفاش قدروا يجيبوا ما اليمين زروال، نعم هذه ما فهمتهاش. شكرا شكرا اخي مولود، ممكن بارك فيك ان شاء الله. الميكروفون من فضلك. الأخ تونسي،
أخ تونسي هل تسمعوني؟ بارك الله فيك الأخ. نعم نعم نور الدين، تفضل الأخ تونسي في النقطة هذه. أنا نهار، معليش، نهار كنا احنا في الحبس في لومباز هضروا على زروال، باه يجيبوا زروال. زروال يحكيوا عليه أهل باسنة، سما اللي عايشين في باسنة ومولين باسنة، كانوا معنا جماعة من باسنة في الحبس، تكلموا على زروال. زروال هذا يعني احنا نتكلموا بالشيء اللي سمعناه، يعني حقائق هذه ماشي. هو كان ما يصحاش، كما نقولوا كان غايب على الوعي، شعبي هكذا، بصح عنده واحد واحد الدوده هكذا في راسه لازم يديرها، مادام راهو انسان حي ان شاء الله ربي يعفو عليه، وراهو فهمت يعني كان ما يصحاش. ولهذا السبب، وخالد نزار كانت عنده في الوزين تاع تولوزين تاع سريانه، في منطقه سريانه في باسا، كان عنده رونش. الرونش هذا راهو كيما نقولوا شتو الرونش تاع امريكا، لاس فيغا، دالاس وكذا، رونش مدينه كامله في سريانه تاعو، فهمت. سما نزار يعرف زروال من المنطقه، ويعرفوا باللي ما يصحاش يعني. هذا هو، انا الله اعلم، هذا هو الشيء، تفسير كي يجيبوه تلمو هو ما يصحاش يعني، يقدروا يخدموا شي يحبوا يديروا كيما يقولوا نصبوا التيكيات على ظهره كيما يحبوا. ولكن فيه اسمح لي من بعد راني جايك، راني جايك، تبعني برك بشويه. راح نقول لك استغفر الله، راح نقول لك انا الزار، انا الدين، تبعني برك بشويه والله اعلم، ممكن نجيبوا صواب، ممكن نوجهوا شويه، نبينوا شويه نوضحوا. نهار جابوه، نهار جابوا زروال، نزار كانت عندهم علاقة مع الجيش الإسلامي اللي ينقاد باش يديروا الهدنة، فهمت، في هذيك المرحلة هذيك بدات الحوارات مع قضية الهدنة والجيش الإسلامي وكذا، ودخل فيها الحاج كما يقولوا الحاج إسماعيل العماري. أيوا دخل فيها الحاج إسماعيل العماري، اللي من بعد ولا إنسان تاع المصالحة، الانسان، وهما داخلين فيها، داخلين فيها كيما نقول، راني نقول لك ستان تسعه تراهد، ستان كلا متفاهمين، شكون الشيف تاعهم، شكون لاجيدون، شكون سيرجون، شكون ليوتنون الى اخره. المرحله تاعك انت من لهيه، انت هاي المهمه تاعك، انت هاي المهمه تاعك، متقسمين الادوار. ولهذا كي تلقاهم يستقيل فلان ولا يروح فلان، ما فيها لا قضيه مرض، لا قضيه كرسي متحرك، لا قضيه هذيك كل بوليتيك برك. نعم. باهي بيخرجوها تسويق للشعب. الانسان مرض والحق كذا، ولهذيك استقال. فهمت؟ زروال جابوه لفرت في مرحله معينه باش يتغلبوا على التيار اللي رايح كيما نقولوا يدير الهدنه. باش يكون عندهم سلطه القوه، وهذاك هو الصح. وهذاك هو الصح، من بعد كي تقووا وداروا الهدنه مع الجيش الاسلامي، دارت الهدنه، مازال ما عندوش يعني كيما نقول ماهيش رسميه. ولاو خلاو بعض المناطق هكذا، ولاو تحاربوا، تحالفوا معاهم. لان الجيش الاسلامي من الانقاذ، ما ننساوش باللي في الجبل، وكان يخدم على النظام مع الجيش. كانوا هما ثاني عندهم هجومات على كيما نقولوا المعسكرات تاع الجماعه اللي كانوا في الجبل. تاع الجية. هما ها الجية، بصح ماهيش الجية الحقيقية. الجهه الحقيقيه تاع جماعه النزار وتابعوا اللي لحقوا المجازر تاع بن طلحه والرايس والرمكه، فهمت، وين كاين الكازرنات، وكاين جويه اخرين كيما منطقه جويه جيجل وسكيكدا والشرق جهه باسنا وكذا، ترى تاع الجيش الاسلامي. نعم. وخدموا مع بعضهم، كاين خدمات اللي داروها هذوك. ولكن المعروف هو أن نزار تحاور بدون بروتوكولات مع القياده نتاع الفيس. ما على باليش، المهم هذه ما على بالي، انا على بالي هذه معروفه، هذه مسلمه، هذه زروال اللي راح تحاور مع علي بالحاج وعباس مدني. تحاور معهم بدون بروتوكولات. راح لهم هو بجودو كيما يقولوا. هذا هو الشيء اللي انا نعرفه، اسمه معرفه كيما نقولوا من دبوش راوري. نعم. اهل كاسنا على زروال هذا، واش يكون واش نعم. اصله. شكرا. وعلى نزار لانه كان في سريانه وعنده علاقات، وهذا هو الله اعلم. شكرا الاخ تونسي.
مهم، انا الوجهه نتاع النظر تاعي فيما يتعلق بهذا النقطه نتاع الاتيان بزروال والاستقاله نتاع خالد نزار، كلكم يعرف من انه لما صار الانقلاب انفجرت الاوضاع، ولما انفجرت الاوضاع يعني كاينين الناس اللي ربما هما راهم فجروا الاوضاع ما على بالهمش فيما بعد وراها رايحه، مثل الانسان هذاك اللي شعل العود نتاع كبريت في غابه وفيما بعد شعل فيه النار، راه مرات ورات الانسان يكون يلعب بالنار من بعد تحرقه. الشيء اللي حدث في الجزائر هو هذا، هو انه كانوا ناس ربما كانوا يعتقدوا من انه يهزوا مجموعه ولا يقتلوا 100 ولا 200 ولا 300 ومن بعد خلاص يقدروا يقضيوه مع الحراك هذاك وانتهى الامر، والله يغيروا من الاتجاه هذاك نتاع الحزب. الشيء اللي حدث هو العكس، لما تفلتت الاوضاع واحد ما قدر يتحرك يتحكم فيها، لا القوات نتاع الجيش ولا الشرطة ولا الدرك ولا حتى القيادة نتاع الجبهة الإسلامية، صاروا ما يقدروش يتحكموا حتى في الناس اللي كانوا معاهم، لأنه كانوا ناس خلاص خرجوا، حتى منهم من صار يكفر في علي بالحاج وعباس المدني، وكلكم تعرفوا هذه المسائل هذه. درك هما علاش جابوا زروال؟ جابوا زروال لأنه هذا المجموعة العصابة السمعة نتاعهم سيئة داخل المؤسسة نتاع الجيش، وقادرة تحدث انفلاتات داخل المؤسسة نتاع الجيش، وبدأت تحدث الانفلاتات نتاع داخل الجيش، وبدأت التمردات، وين أنه صرنا نسمعوا في بعض المسائل ربما راكم سمعتوها في تلك المرحلة، قال هاي مجموعة كذا، هاي مجموعة نتاع كوموندوس، هاي مجموعة نتاع كذا، هاي مجموعة نتاع كذا، بدأ التمرد داخل الجيش، بدليل هو أنه شوشان تهم بهذه المسألة نتاع التمرد وتاع الانقلاب ونتاع كذا. هما لقاو من أنه لابد أنه يستعينوا، يروحوا يجيبوا جهة أجنبية، استعانوا بزروال. الكلام اللي كان يقول فيه الأخ هذا نتاع تيارت بين قوسين الخونة الحاج حمد كلام صحيح، نتاع أنه القيادة نتاع الجيش ممثلة في خالد نزار كانوا يعرفوا باللي زروال زاهد في هذه المسألة نتاع الحكم، بل ربما ما كانوش دايرين في بالهم على جل باش يكون هو رئيس. هو راه فيما بعد كاين بعض المعطيات اللي دخلت واللي فيما بعد اقتر إحان الزار على زروال باش هو يقود المرحلة هذيك، ومن بينها كيما كنت تقول انت الاخ تونسي هذه المسألة انت على اياس وكذا، لانهم دخلوا وحتى مجموعة من تو على اياس اقتنعوا من انه البلاد راها راحت للهاوية، وبالتالي انقاذ ما يمكن انقاذه، واتفقوا فيه مجموعة من الضباط انت الجيش اقتنعوا باللي البلاد راحت، واذا كان قعدوا في هذا التيار هذا راه البلاد راها رايحه تروح كامل. انسحب هذا نزار، عاود رجع كيما نقولوا للصفوف الخلفيه، وخلى المبادره الزروال والجماعه اللي معاه هذا اسماعيل العماري والى غير ذلك، هما بالاتفاق هذا مع المجموعة هذو نتاع لاياس استطاعوا هو انه يحدثوا شرخ داخل الفيس، شرخ كبير داخل الفيس، لانه في تلك المرحلة اولا كانوا ناس اللي ما كانوش مؤمنين اصلا بالعمل المسلح، بالاضافة الى انه كانوا ناس مش مؤمنين بهذاك العمل اللي كانت تقوم به الجية، وبالتالي لما دخلوا هذو القياده نتاع لاياس مع هذا المجموعه نتاع واسمو زروال واسماعيل العماري استطاعوا فيما بعد هو انه يحدثوا كانه توازن، وبدات فيما بعد مرحله جاي لها فيما بعد بدات تتغير المعادله في المسألة هذه. إذن نتاع زروال هما استعانوا به من أجل على جل باش
يرصوا الصفوف داخل الجيش لأنه حدثت كوارث. واستطاع يعني رغم أنه الشيء اللي كنت تقول فيه هذا الأخ تونسي هذا ما عنده حتى معنى تاع يشرب والله يتكيف والله هذا ما عنده حتى معنى. احنا نقولوا باللي هذه المسألة تاع الجيش تاع الانضباط اللي داروا زروال بحيث هو أنه صارت فيه تمردات كبيرة داخل الجيش استطاع من خلال الحنكة نتاعو ومن خلال الانضباط نتاعو داخل الجيش يشرب في الكيروزان ولا يشرب في الزيت والله هذيك احنا متهمناش لأنها مايش ما عندها تعلق بالموضوع. المهم هو اللي الشيء اللي ركزوا عليه هو أنه حدث تهلهل داخل القطاع واسمه نتاع المؤسسة العسكرية تهلهل كبير وحتى فيه ناس وطنيين اللي ما كانوش قابلين هو أنه يساقون حتى منهم اللي تمردوا منهم اللي هزوا سلاح. لكن لما جاء زروال وبدأت تتغير المعادلة كاينين كثيرين من الناس اللي كانوا في الجيش حبسوا وتوقف هذاك التمرد وقفوا زروال هذه حقيقة تاريخية وكاينة أشياء اللي راح تجي مع الوقت راح تبين هالأمور. الآن الأخ سامي مرتين معليش نعقب عليك. نعم تفضل عذرا اسمح لي التدخل على الخمر على الخمر راح تحكي لي. لا لا الأخ تفضل ما تستبقش تفضل. فقط على فكرة على أنه باش يعني راح يدير الانضباط. نعم الكلام الأولاني ما نقدر نقول عليه والو ولكن منطقيا كي يدخل الرئيس زروال باش يعاود الجيش ينضبط ويشد روحه يعني مع الأول قبل ما يكون هو كان فوضوي. نعم. يعني ما كانش انضباط. نعم. ما كانش يحدث الأحداث اللي حدثت في وقت زروال لأن المجازر الكبار حدثت في وقت زروال. الرمكة بن طلحة الرايس سيدي يوسف. نعم. حدثت في وقته يعني ورا هذا الانضباط يعني كي ما يكونش الانضباط ما يصرعش القتيلة ولما يكون انضباط صار القتيلة. نعم. يعني شوية تناقض. لا مش تناقض خلاص الأخ سمير ودرك نجاوبك إذا اقتنعت اللهم بارك إذا ما اقتنعتش راه يجي النهار اللي تقتنع. شوف في المسألة هذه نتاع الانضباط أولا لازمك تعرف باللي المؤسسة نتاع الجيش ما راهيش وحدها راها كاين المؤسسة نتاع المخابرات وأكثر الجرائم اللي وقعت كانوا يقوموا بها هذو المرتزقة اللي كانوا موجودين في الجهاز تاع المخابرات. المرتزقة مانيش نحكي على الوطنيين والناس اللي يبكيوا على الشعب نحكي على المرتزقة. المؤسسة نتاع الجيش كانت فيها أذرع فيها هذه كما كنت نقول لك أنا نتاع المخابرات بالإضافة إلى الشرطة بالإضافة إلى الدرك وهذو الناس اللي راهم موجودين من المرتزقة مش موجودين فقط موجودين في الشعب موجودين في الشرطة موجودين في المخابرات موجودين في الجيش. أنا لما نحكي لك على الانضباط العسكري قلت لك حدث تململ داخل المؤسسة نتاع الجيش حدث تململ وحدثت هزات بحيث هو أنه بدأ يصرى تمرد داخل المؤسسة نتاع الجيش. درك انت لما يصرى واسمه فيضان ويجيو يعيطولك انت بحكم الخبرة نتاعك انت قال مثلا تراك خبير في كيفاش انت توقف الفيضان راه واقع لا شك هو أنه هذه المجازر حدثت في وقت زروال ولكن زروال مش هو اللي دارها كيفاش انت تنسبها له مش هو اللي دارها زروال مش هو اللي دار الانقلاب نتاع الإرادة نتاع الشعب هذا زروال كان خارج السلطة وما راه مستعانوا به لما ذرك هو يجي لما يوصل هو ذرك للسلطة مش مباشرة قال مثلا تليفوني زروال يلا للمؤسسة نتاع الجيش المؤسسة نتاع الجيش إذا كان راهم فيها عناصر متشردة ولا عناصر مجرمة ولا عناصر كذا قال تتوقف العمليات مستحيل هو ما يقدرش أي شخص ما يقدرش هو أنه يتحكم هذا راه مش إله قال كون فيكون باش تتوقف هذه الأمور لازم لها إجراءات لازم لها قوانين لازم لها متابعات وقضية نتاع التهلهل داخل المؤسسة نتاع الجيش هذه عشناها قبل الفيس راه كان الذيب يصوق راهم كانوا ناس داخل المؤسسة تاع الجيش راك تلقى ضابط انت برتبة تاع كوموندو
يروح يقعد شهر هو في داره، واحد ما على بالو به. الذيب صار يسوق في وقت الشاذلي والعربي بالخير، الذيب ولا يسوق. فالمسألة هذه نتاع واسمه ماهيش تناقضات، هذا وقائع رانا نحكيو فيها، وهذه أشياء اللي الناس اللي راهم عاشوها في الجزائر يعرفوها. تفضل الأخ سمير إذا كانت تحب تعقب على الكلام تاعي. ألو ألو أخ سمير. نعم الأخ نور الدين، أنا ما عندي حتى تعقيب، فقط أنا ما قلتش أن الزروال هو اللي يعني ما نسبش المجازر ليه، ولكن كان من المفروض كما مزارت بن طلحة حدثت يعني ماشي بعيد، يعني ماشي بعيد في وقته، في وقته حدثت في وقته. لا 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 لا، نقصد الثكن، الثكن العسكرية وبن طلحة المكان وين صارت المزارة ماشي بعيد، يعني بالك ما نقولكش واحد يرمي حجران بالغ، ولكن كان ماشي بعيد. إيه اللي كانوا حاضرين ان الجيش كان يعني جو ضباط تماك او جنود جو تماك، ولكن قالوا لهم ما جاناش الامر من القيادة اننا ندخلوا والمجزرة والناس يتذبح الداخل، وما كاش مازال ما جانا الامر. هذا باش حبيت نقول، انا ما نسبش الشيء للزروان. نعم نعم متفقين. درك مثلا حشاني وقتاش اغتيل في وقت بوتفليقة. يا هل ترى احنا دوك نحملوا المسؤولية نتاعو البوتفليقة؟ بوتفليقة راهو جاء حتى نختلفوا معاه ولا نتفقوا معاه، رفع الشعار هذا نتاع الوئام المدني ونتاع المصالحة. اسكو حنا دوك حنا نحملوا، انا ما قصدتش ان نستقبلهم انهم يتحملوا المسؤوليه. لا 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 الاخ سمير، فكره اسمح لي، فكره انضباط الجيش يعني انه مستعد لاي تحدي، ولكن مش ثمثم الجزائر تحدي، مش ثمثم دوك انت في دارك في دارك في دارك، ما نحكيوش هنا على مستوى وطن، في دارك تغيب انت على دارك، تدخل انت لدارك تلقى كيما يقولوا تلقى دبرك مولاه، الكراسة مطيشين، التلفزيون مع انت، بمجرد هو انك تدخل للدار يبدا يحدث الانضباط، ولكن باش من بعد انت تعاود ترجع الامور هذيك الى مجاريها تاخذ وقت. هذا اذا هذا فقط مثال في الدار، ما بالك انت وطن، هذه راها مؤسسات، هذه راها ثكنات عسكريه، هذه راها شرطه، وهذا جيش، وهذا درك، وهذه مخابرات، وهذو مجرمين راهم لقاو الفرصة، وهذه مخدرات، وهذو لقاو الناس الفرصة نتاع باسم الإرهاب، راهم الناس تدير، والناس الناس راها صارت تقتل وتدي في التراب نتاع بعضها بحجة هذه أنه الإرهاب. ولا شك هو أنه زروال راهو كان مسؤول ويتحمل المسؤولية نتاعو، هذا أمر مفروغ منه، ولكن ما يتحملش المسؤولية نتاعو وحده. أنا فقط جبت لك هذه المسألة نتاع الانضباط داخل الثكنات العسكرية، بحكم هو أنه كان عسكري وكان يريد هو أنه يكون هناك تجديد والله تحديث داخل المؤسسة العسكرية، كيف ما كان يقول الآن منذ قليل الأخ سامي، وهما جابوه على هذا الأساس. ولكن هما أيضا كما كان يقول الأخ اللي يقول من تيارت أيضا ما كانوش عارفين باللي زروال راهو عنده طموح ولا راهو حب باش يولي يصير رئيس. المهم نعاود نرجع لك الأخ سامي. الأخ سامي الآن دوك بعد ما تحدثنا على هذه المسألة نتاع زروال، علاش جابوه وعلاش استقال هذا أخ واسمه نزار، درك الأخ سامي علاش تبع خالد نزار في بعض المحاكم من بينها فرنسا ومن بينها سويسرا ب هذه الجرائم ضد الإنسانية؟ قصة تاع سويدية مش غير لا لا، القصة تاع سويدية مش حبيب سويدية اللي رفع دعوة بنزار باش تكون الناس في الصورة، راهو نزار اللي رفع دعوة بحبيب سويدية بتهمة التشهير. هذه مسألة لازمكم تعرفوها. ايه ايه زار هو على بالي بهذه، على نعم. بالي بها وعلى بالي كيفاش هرب يعني من السونتر كولتورال الجيريا اكسيتيرا و لكن المشكل نعم. علاش تابع قضائيا سويديه اللي هو سوليتمون هكذا، نعم، وعلاش ما تابعش سمراوي اللي كان ليوتمون كولونيل ولا كولونيل، نعم، رغم ان الشيء الموجود في السويديه هي عباره عن قصص. نجاوبك عليها.
لا تسمى انت راك طرحت سؤال تاع اسكو تحوسني نجاوبك عليها ولا راك راح تكمل المداخله نتاعك. شوف نقول لك انا في المساله هذه نتاع حبيب سويديه، علاش هو اختار حبيب سويديه؟ حبيب سويديه هو دار شهاده واعترف ببعض الاشياء. نزار علاش هو رفع دعوه بحبيب سويديه؟ بتهمه التشهير. تهمه التشهير هذه لازمك تسطر عليها بعشر سطور حمر. بتهمه التشهير فيما بعد المحكمه واش راها رايحه دير؟ راها رايحه ترفض له القضيه. لماذا؟ لانه حبيب سويديه راه لاجئ سياسي وراه على ارض فرنسا وراه رايح يظهر خالد نزار بمظهر المنتصر، لانه كانه راهو برا المؤسسه نتاع الجيش من هذه المساله هذه. هذه هي تفضل. ايه هو كثير من الملاحظين قالوا انه اختار خصم ضعيف. نعم. اختار انسوليتنا. نعم. علاش ما تابعش سمراوي؟ سمراوي الشيء اللي قالوا هو ألف مره اخطر. سمراوي لانه جروا للحبس. ايه خيار خصم ضعيف. خيار خصم ما كان على باله والو. انا قريت الكتاب تاع سمراوي تاع سويديه ما فيهاش حاجه كبيره. عبارة عن قصص، عبارة عن تجاوزات بعض الجنود لا أكثر لا أقل. يعني ما شافش نزارة ولا شاف حاجة كبيرة ولا الكتاب تاعه كتاب عادي، يعني كتاب تاع سوليت ما كان يحكي واش كان صاري في الخضارية على ما أظن في هذاك الوقت. والناس كامل كان على بالها واش راه صاري، يعني بعض أبار دو وتروز أنيكدوت هكذاك ما قال حتى شي يعني. وبالتالي علاش تتبع قضائيا سويديه؟ لانه باش ينجح. علاش ما تبعش عبود؟ هشام عبود لا مافيا دي جينيرو كان قبل جوكرو الكتاب السويدي. لا جا فيما بعد لي كرونيك دي زونيت سون تاع سمراوي. هذو جاو فيما بعد. لا 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 جاو فيما بعد. كتاب تاع عبود ونتاع سمراوي جاو بعد الكتاب تاع سويديه. لا لا هذه من اكدها لك. هذه نظن الشهاده تاعهم كانت من قبل. لا 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 هذه ناكدها لك. سمراوي 2001 اللي شريت الكتاب ديالو. لا لا سمراوي شوف سمراوي 2000 استغفر ربي جا من بعد هو دار شهاده نتاعو سمراوي. صحيح شهاده نتاعو في قناه الجزيره صح كانت قبل اعتقد المحاكمه نتاع سويديه، لكن يعني الكتاب نتاعو جا من بعد. صح. انا علاش راني نحكي لك هذه الاشياء الاخ كتاب جنب بعد، لكن كنت نتكلم على الشهاده. يعني شهاده الناس يتكلموا. نعم انا حبيت برك نضيف باسكو انا قريت الكتاب هذاك تاع المحاكمه. نعم نور الدين. نعم المحاكمه تاع سويديه ومع نزار. نعم يهضر هذاك يهضر اسمه لافوكا تاع لا ديفونس اسمه كونت. يقولوا علاش ما اتاكيتش لاشان و اتاكيت سواديه؟ علاش ما اتاكيتش لاشان؟ راك فاهم؟ نعم. هذا واش تفهم انت؟ كاين هذا الباساج هذا الجمله هذه كاينه في الكتاب هذاك. يا ودي انا قلت لك راني حضرت لها المحاكمه حضرت لها. شوف شوف انا خلينا دوك تسمى اللي فات. شوف انا راني حضرت المحاكمه من البدايه نتاعها للنهايه نتاعها. شوف بالحرف الواحد انا كانوا جماعه كانوا معايا يروحوا يحضروا معاه قاعدين معاه ثم في القهوه في الماس ثم في المحكمه. قال لهم انا ما جيتش نلعب هكذا بالكلام هذا. قال لهم ما جيتش نلعب انا لهنا. انا المرافعات تاع نهار تحاكم خرج كتاب قريته كاع الكتاب هذاك. شغل كيما كي تقدر تقول شغل عشت المحاكمه هذه. طول عشتها قريت كاع يعني تدخل تاع سمراوي تاع عيد حمد تاع شوشان تاع هذيك اسمهم تاع هذاك الكاتب هذاك بوجدرة بزاف. نعم درك نجيو للاخ مولا درك نعاود نرجع لك. تفضل الاخ سامي. تفضل الاخ سامي الميكروفون الاخ مولا تفضل. الاخ سامي كمل المداخله نتاعك. الاخ سامي السؤال تاعي هو حول المتابعه نتاع خالد نزار بهذا الجرائم ضد الانسانيه في سويسرا وفي فرنسا. هاي الناس رفض عليه. انا نتكلم على سويديه، لان علاش سويديه خير سويديه؟ باش يكون عنده انتصار يعني شغل
ايه شغل خير واسمه الخصم تاعو يكون ضعيف، نظن على الشيء اللي رفع الدعوة القضائية، وعلى بالك اللي ما رفعوا الدعوة القضائية رفعوها بأموال الدولة، أكيد الجيش هو اللي خلص له لي زافوكا وكاع واش صرا لكم. فيما يخص سويسرا نظن بلي واحد عذبوه نعم واتهم، يعني ما نذكرش اسمه، اختطفوا صديق وليده من بعد. لا 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 لا، هذاك بالك تاع فرنسا، دعدي بالك لعود تاع فرنسا، بالك تقصد عبد الوهاب. والله ما نعرفوش عبد الوهاب. لا 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 لا، نعرفه. لكن واحد اختطفوا له وليده من بعد. عبد الوهاب، عبد الوهاب ممكن، عبد الوهاب، عبد الوهاب بوق الزحى، هو اللي رفع دعوة بالنزار قبل نتاع هذه نتاع سويسرا، هو اللي رفع دعوة بالنزار، هو وإخوة آخرين، كان معاه واحد ثاني نسيت الاسم نتاعو، المهم موجود ثم في باريس، رفعوا دعوة بالنزار وفعلا صح اختطفوا له ابنه عبد الوهاب، وجا حتى درنا معاه حوار لهنا على الإذاعة نتاع وطني، يعني أعتقد عنده واحد 3 سنين هكذاك، عامين ولا 3 سنين كنا درنا حوار مع عبد الوهاب. نعم ايه هذا ما كان، ما عنديش معلومات كثير. وفيما يتعلق بالشهاده نتاع النزار، علاش في بالك الاخ سامي اختار هو القناه نتاع النهار؟ يعني لو كان مثلا نقولوا باللي نزار راهو يحكم وراهو عنده كيما نقولوا اداه نتاع ضغط، المفترض هو انه باش يعطي الكلام نتاعو مصداقية يفوتوا في القناة نتاع التلفزيون، يعني في القناة الرسمية يفوت يديروا معاه 5 حلقات ولا 6 حلقات ولا 10. علاش هو اختار على جل باش يروح القناة النهار؟ يا هل ترى اختار هذاك المدير تاعها لأنه صديقه، لأنه باباه كان معاه، علاش يعني علاش اختار هو القناة تاع النهار؟ ما عنديش معلومات علاش اختار. المهم هو دار شهادات في وسائل عديدة، يعني من بينها الشهادات مكتوبة، يعني وانا قريت له شهادات تاعو، يعني المذكرات ديالو. يعني انا نظن بلي حاب يعني شغل ينظف السمعة ديالو يعني والعائلة تاعو، لان اتهموه باشياء كثيرة، وانا نظن بلي باش ينظف السمعة ديالو الجزائريين يعني. نعم هذا ما كان. وعلاش في بالك الأخ سامي نزار تحرك الآن، تحرك بعد هذه الرسالة نتاع الجنرال توفيق؟ والله أنا نظن بلي سي دي كلون، أنا نظن بلي هذو عصابات مختلفة، وأن العصابة الجديدة الجاية هو ما ينتميش لها، أنا نظن راه خايف كيما توفيق. أنا نظن الرسالة تاع توفيق هو الخوف اللي انه يجروه المحاكم هو ثاني، وراهم الان يتكلموا على امكانيه يعني دخول السجن. انا نظن بلي هو خايف ثاني على المصالح تاعو وعلى نفسه، هو اللي خلاه يعني يتحرك. هذا ما كان، هذا واش نظن. نعم شكرا الاخ سامي. الحاج حمد انت اثيرت. شوف اخي عمار، ايوه تفضل. ان نعقب على كلام الجماعه اللي كانوا يقول لك على واش زعما خالد نصار رفض دعوه قضائيه ضد السويديه وما رفضش دعوه قضائيه ضد العقيد السمراوي. انا اظن انه رفض دعوه قضائيه ضد السويديه فقط لانه خالد نصار هو في الذهن تاعو يقول باللي زعما في النظر تاعو يقول لك بالك السويديه ما عندوش الدلائل الكافيه اللي يديني حكم يعني الرتبة تاعو أنه سوليوتنو. ثانيا المحاكمة تجري يعني في أرض فرنسا، ممكن خالد نزار يتواطأ مع القضاء الفرنسي على الأقل، أنه يعني إذا ما أدانوش ما يوقفوش لأنه عمل. أما قضية العقيد صمراوي، لأنه العقيد صمراوي هو عقيد في الدياراس. الأخ الكريم اسمح لي برك نقطة برك على جل باش نضيفها باش نذكر الإخوة، وبطبيعة الحال هذه هي رسائل على جل باش الناس تفهم. نذكروا فقط الإخوة من أن المحاكمة جرت يوم 5 جويلية في الأيامات نتاع جويلية، هذه في فرنسا، هذه باش الإخوة باش يتذكرها مليح. وأيضا من بين الشهود اللي كانوا حاضرين والتقيت به ثم أيت حمد اللي هو راه واحد من الزعماء نتاع الثورة. تفضل.
وما رفعش دعوه قضائيه ضد سمراوي لسبب يعني لثلاث اسباب. اول حاجه انه باه ما يفتحش الجبهات على نفسه، يعني يكون خصم لصبراوي وخصم لسويديه وخصم لشوشان وخصم للناس بزاف ما ينجمهمش. ثانيا للرتبه تاع صبراوي، هو عقيد في المخابرات يعني عنده اسرار الدوله كلها. ثالث حاجه انه صبراوي مقيم على ما اظن في المانيا، ممكن انه القضاء الالماني يعتقل خالد نزار في المطار قبل يلحق المحكمه. نظن على هذا الشيء ما رفدش دعوه. وجاء صبراوي، صبراوي جاء حضر ثم كشاهد بصح في ارض فرنسا ماشي في ارض المانيا. نعم جاء هو جا شوشان حضروا ثم كشهود. نعم بصح ما يقدرش يرفض دعوه قضائيه يعني ضدهم كاع كيما راهم، لخاطر على بالو اذا رفض دعوه قضائيه كاع كيما راهم راح يفتح شبهات تاع نار على ضد نفسه. نعم نظن هذا السبب الوحيد اللي خلى خالد نزار ما يرفضش دعوه قضائيه ضد يعني كاع الناس. خير حبيب السويدي راني يقول لك هو بالك راهو سوليوتو فقط ما يكونش عنده معلومات اللي كيما تكون عند صمراوي. ثاني حاجه انه مقيم في ارض فرنسا، وخالد نزار في النظر نتاعو انه فرنسا تتواطا معاه وتحميه. نعم لانه عامل ليها. نظن هذا السبب اللي نعم. برك الان الاخ الكريم راهو نزار تحرك في الجزائر، ما دافعش على هذاك الجنرال بن حديد لما دخلوه الحبس، وتحرك لما حكمت المحكمه بخمس سنين سجن على هذا الجنرال حسن هذا. وفيما بعد رانا شفنا الرسالة نتاع توفيق اللي نشرت في وسائل الإعلام المختلفة. علاش تحرك هو في هذا يعني في هذا الظرف بالذات؟ لماذا هو كان كما نقوله لاطس، كان خانس في هذا المدة كامل، يعني منذ القدوم نتاع بوتفليقة من 99 وهو خانس والآن تحرك؟ لماذا يتحرك؟ لانه هذا الجنرال اللي يتحاكم اولا المجرمين كما هو، ثاني حاجه يقول لك لا ربما راه جاي يعني الدور تاعي كما يقولون نتغدى بهم قبل اللي يتعشوا بيا. نظن هذا هو السبب اللي راه خلاه يدين هذا المحاكمه. ثاني حاجه اذا كان توفيق ونزار ينتقدوا هذا يعني هذا المحاكمه ويقولوا المحكمه غير عادله، يا اخي كريم هذا المحكمه وهذا يعني هذا المنظومه اللي راها في الجزائر هما اللي اطروها، هما اللي كونوها. اذا كانت العداله فاسده هما من اشرفوا على افساد العداله في حكمهم. لماذا ينتقدوا يعني مثل كيما بن فليس ملي كان رئيس حكومه منع المسيرات في العاصمه واليوم يندد بالنظام كي يمنعوا من اقامه مسيره في العاصمه. هذا الناس اذا كانت العداله ظالمه يا اخي الكريم هما اللي جسدوا هما اللي اطروا هذا يعني جسدوا هذا العدد في الميدان. نعم يعني راهم ضربوا رواحهم بيديهم كيما. نعم الاخ الكريم، واش هي الرساله اللي توجهها لخالد نزار؟ الرساله اللي وجهها لخالد نزار انا نطلب كيما يقولوا ان شاء الله كل مجرم يتحاكم، ماشي خالد نزار فقط، يعني كل من اجرب في حق الشعب الجزائري ان شاء الله يتحاكم. هذا الشيء اللي نجم نقوله اخي الكريم. نعم شكرا الاخ الكريم. تفضل الاخ تونسي، الميكروفون من فضلك. الاخ تونسي بقاو لنا هذو النقاط ثلاثه دير مداخله باش نختموا البرنامج. علاش تابعوا واسمه خالد نزار في بعض المحاكم الاجنبيه فرنسا؟ علاش اختار القناه نتاع النهار؟ علاش تحرك في هذا الوقت؟ وش هي الرساله اللي توجهها له؟ تفضل. بارك الله فيك الاخ نور الدين والاخوه الكرام، يعني بارك الله فيهم. هذا المحاكمه تاع نزار في فرنسا مع واسمه سمراوي مش سمراوي سويديه، وفي بالذات في النهار تاع 5 جويليا، هو مش اختيار هكذاك عشوائي. هذه محاكمه الجزائر المستقله، فهمت انها رجعت الى حضن فرنسا، وين فرنسا هي اللي تشارع في ولاد الجزائر في فرنسا. ماشي نزار ان يرفع دعوه قضائيه في فرنسا هكذاك لانه الاخر في فرنسا ولا لا. ولكن اسمح لي الاخ تونسي باش تكون الامور واضحه، فرنسا ماشي هي اللي رفعت الدعوه، اصبرني. نزار هو اللي رفع الدعوه، عطى الفرصه لفرنسا على جال باش تحدد هي التاريخ هذاك اللي حبته، هو اللي اعطى لها الفرصه. صحيت يا ولد، هو قالش الاخر كل الهضره. هذا هو واش حبيت نقصد انا،
نزار مادام هو من ضباط فرنسا جاب الجزائر لفرنسا باش تحاكمها في هذا الشخص هذا بالذات. هذا الشخص كي حاكمه راهو بمثابة مثل الجزائر المستقلة، فهمت؟ حاكمة دوك كي تحرك في الضربة هذه اللي قلت لك هما راهم تسعة فرات وهما راهم سيدي كلون، وين دير الشهادة نتاعو في القناة تاع النهار؟ لأن شهادة القناة تاع النهار راهي تاعهم هما اللي أسوها، هما اللي ديروها، وهي اللي راهي تجيب في الأسرار تاع الناس. كيما نقولوا باش تعرف الخصم نتاعك انت لازم تجيب لهم الاعلام. وعلاش قناه النهار راه الان علاش قناه النهار الان راه ولات تهاجم في التوفيق؟ صحيت يا اسمع، هما شوفوا ايدون لو فو بور افوار لو فري. انا نعطيها لك معلومه، انت دوكا باش تحب دير تفتح جبهه وين تدافع بها على روحك تخصص واحد تخصصه وتسلكه وتقول له يهاجمك، فهمت؟ باش هو يبان بلي ضحيه. وين يهاجمك؟ في الميدان تاعك. القناة تاعهم. دوك حنا عندنا دوك هنا في الجزائريين سامحوني، اي واحد تسمع به يقولوا تقولوا شنو النهار وشنو الشروق يسميها لك القناة النار وقناة الشر. هذه راهي مسميه هنا في الجزائر عند الشعب الجزائري قناة النار وقناة الشر. يجيب لك هذيك تشعل غير في النيران وهذيك تجيب لك غير الشر. هم ديروها. المهم هذه القناة تاع النهار تاعهم هما اللي يديروها. وراهي كيما نقولوا مدعمه من طرف جنرالات، يعني يروح يدير شهاده يديرها في دارو يعني اختارها كيما اختار هذاك النائب نتاع البرلمان هذا. صحيت ايوا اختار الدار تاعو وين يقعد في الدار تاعو، ويجيب هذاك الممثل تاع الجورناليست باش الشعب كي يشوف يقول لك والله غير الجورناليست هذاك صح، ويبوزي واحد لي كيستيون يديه فيها مكان شو كذا. هذه كل تمويه رسالة نتاعو بلي هو راهو بريء وبلي راهو تدخل لإنقاذ الجمهورية ولإنقاذ كذا. والشعب شوف، وهذه تاع 95 وتاع زروال، هذه راهي نور الدين ماشي هكذا في برك. هو دير الزروال جابوه لأنه عسكري وباش يدير الانضباط في وسط الجيش المؤسسات تاع الجيش. وفهمني مليح والله، ما تعاودش ترجع لنا اللور الاخ تونسي باش الافكار يتسمى تولي الانسان اللي راهو يسمعك تولي تتخلط له. خلاص حنا رانا مشينا لقدام، ابقالنا في قناه النهار، ابقالنا في قناه النهار وروحنا راه الاسئله هذه انا راني دايرها بمنهجيه. امشي مع امشي 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 في المنهجيه اللي راني دايرها دوك. الان هذا القناه نتاع النهار انت راك درك قلت باللي هو راهو اختار هذا القناه لانه راهو اختار البيت نتاعو. درك هو علاش تحرك في هذا الوقت بالذات وين انه فيه حديث على هذا المحاكمه نتاع الجنرال حسن هذا وحكموا عليه؟ لماذا هو تحرك في هذا الوقت بالذات؟ شوف الاخ نور الدين، هذا الجنرال حسن هذا راهو محسوب عليهم، محسوب على التوفيق وجماعته، يعني نزار متورط معاهم في المأساة. ها هو هذا درع اليمن. ها ومجدوب هذا راهو كيف كيف كان في الرئاسة، راهو محسوب في الذراع الأيسر. الأيسر نعم. أنا نعطيك الألغاز نتاع افهم، والناس اللي راهم في الميدان في المؤسسة نتاع الجيش راهم يفهموا. دوك هذا حسن الذراع اليمن عطاوه 5 سنين، ومجدوب هذا الذراع اليسر عطاوه 3 سنين. هنا يقول لك ماشي كيما يجمع حكمة عادلة، كيف هذا أعطيته 5 وهذا أعطيته 3، وجاهم يفهم. هذه راهي نقاط علامة الاستفهام راهي تطرح على نور الدين. أنا ما نهدرهاش، ما نقولش، أنا سمعتها. هما هذه حطوها لغز، لا هذا أعطيته 5 وهذا أعطيته 3. هذه المحاكمة غير عادلة مع أنها المحكمة تاعهم. هذا هو الشيء اللي حبيت نقوله. وش هي الرسالة؟ الرسالة اللي توجهها أنت للنظار. شوف انا نوجه لاي واحد شارك في هذا النزار. نزار الرساله اللي توجهها النزار. الاخرين رانا نجيو لهم بالواحد، رانا نجيو لهم النزار. واش هي الرساله اللي توجهها؟ النزار كان في الواجهه، كان وزير الدفاع، وزير الدفاع معاه رئيس الجمهوريه، هو يتحمل المسؤوليه تاعو في الجرائم كل. اول واحد مسؤول عليها، اي جندي اي معاون اي رجل عون يطلق طلقه نار باش يقتل اي جزائري تلحق المسؤوليه لهذا النزار.
يعني الجرائم اللي داروها الجنود ولا داروها اللي صارت الفوضى اللي صارت في البلاد ولا تاع واد سوف ولا تاع قمار ولا اي حاجه صارت نزار راك مسؤول عليها امام الله سبحانه وتعالى. راك كيما فرعون انت هو المسؤول على كل شيء اللي يحدث. مادام راك حي راه مازالت عندك فرصه للتوبه ما بينك وبين ربي، اما بينك وبين العباد لازم تطلب العفو من هذا الجزائريين هذم والله موالين هذا الضحايا هذم والله مفقودين. تبين الضحايا والراحوا مفقودين والراحوا. ليه ما تقوليش باللي ما عندكمش معلومات؟ ما كاينش منها. حنا نقولوا دورو الجوي يبخر سطيف، عندكم الصغيره والكبيره، وما كاينش واحد خطوطف بدون ما بعلم اي واحد. ما يعرفوش الناس ولا ما تعرفوش مؤسسه الدرك ولا مؤسسه الشرطه ولا اللي كانوا يخدموا في المخابرات ولا اي انسان خطوطف ولا اي انسان قتيل، حتى اللي راه في الجبل، حتى اللي تقتلوا في الجبل عندكم معلومات عليهم. ما كاينش منها واحد تغيب لكم. الا كان غابتكم هذه ما عرفتوش شكون اللي قتل وشكون اللي ذا، يسمى تما راكم ما كنتوش نظام وانضباط الجيش، ما كنتوش مؤسسه منضبطه وما كنتوش ضباط يعني تاع الصح، راكم كنتو فوضى. والفوضى ولهذا يخرج عليكم اي واحد، ممكن تلحق حتى راسكم. ما دام انتم كنتم حاكمين في مؤسسه الجيش وحاكمين في مؤسسه الدرك والشرطه والعملاء تاعهم والاتباع تاعهم، راكم على بالكم باي صغيره وكبيره صرات للشعب الجزائري هذا. وانا شاهد باللي راكم تديروا حتى لي زومبرانت للناس اللي موتوا، تقتلوهم وديروا لهم لي زومبرانت تاعهم وتصوروهم، عندكم كلش. ماذا بيك ما دام راك حي وتحب باش يغفر لك هذا الشعب هذا، والله يتوب عليك الشعب هذا. لازم تبين الحقائق هذا من الناس اللي زالوا يحوسوا على اولادهم ويحوسوا على رجالتهم، والناس اللي تقتلوا ها كيفاه الاحداث ها كيفاه، حتى وراك تقول بلي راك كنت على حق، راك كنت تقول بلي ننقذ الجمهوريه. اعطينا خويا الحقائق، اعطينا الحقائق بالادله، كيف انقذت الجمهوريه وكيف دخلت الجيش وكيف كذا كيف كذا. هذا مادام راك حي دير الشهاده تاعك الحقيقيه باش يعرفها الشعب، ممكن يعفو عليك ممكن يتوب عليك. اما بينك وبين ربي راك قلت انا رحت للحج، وراك رحت جبت الفافار تاعك من عند السعوديه، السعوديه هي الكارثه هي تمتنا، وانت راك رحت جبت فتوى من عندهم وتكلمتها وقلت الملك السعوديه قال لي العصا العصا العصا، فهمنا برك الاوامر تاعك الجزائر تصرف فيها السعوديه ولا فرنسا ولا شكون ولا انت. هذا واش حبيت نقول انا، هذه رساله موجه للنزار مادام راه مازال حي والاتباع تاعو. والله يعني ربي راه على باله بس كل صغيره وكبيره، والميزان راه عند ربي، على باله شكون يدير على باله شكون ما دارش. والناس اللي قتلتوهم تاع المطار جيبوا لنا الحقيقه برك، كما قال لكم الاخ اللي قتلتوه تاع المطار حسين عبد الرحيم، هي قبل ما تقتلوه كان يقول لكم اعطيوني شكون اللي دار القنبله في المطار. هذاك الطيار هذاك البيلوت اللي دا الدم لفرنسا وحكمتوا عليه بالاعدام مع جماعه المطار، دخلتوه في النص. اعطيونا الحقائق تاعها. بوفياف شكون اللي قتلو؟ راكم تقولوا بلي راهو فلان اللي راهو في السركاجي. انت خيرك حاضر نزار، انت هو اللي كنت وزير الدفاع. اعطينا الحقائق تاع الرئيس تاعنا تاع الثوري بوفياف، كيما جبتوه وقتلتوه. هذا ما كان اي انسان عنده معلومه يبشر بها ويمدها في الحياه تاعو قبل الممات تاعو، وعلى الاقل على الاقل تفاصيل الشيء اللي درتوه. اذا كان خليتو البلاد راحت دوكا حاولوا انقذوها، اذا كان تحوسوا على انقاذ الجزائر والجمهوريه، وما ما شوف ما تهدونا بالنيتو، ما تهدونا بالدول الخارجيه ولا الانجليز ولا فرنسا ولا واش كان. مادام نتوما اصحاب ثوره ودخلتوا هربتوا من الجيش فرنسا وحبيتوا تنقذوا البلاد وكذا وكذا، يا خويا انقذوا لنا البلاد مادام رانا في 2015 ومازالوا الناس عايشين والناس حيين، وكاين اللي ماتوا ربي يرحمهم، انتم اعطيونا الحقيقه باكملها. هذا واش نطلب منكم، وربي يجازي كل واحد على الشيء اللي داروا وعلى النيه تاعو.
وبارك الله فيك الاخ نور الدين والحصاري، وبارك الله في الاخوه اللي دخلوا، وجزاكم الله خير. شكرا الاخ تونسي. الاخ مولود، مولود النقاط الاخيره هذه تفضل. انت طرحت واحد الاسئله قبيلات، قلت علاش المحاكمه هذيك تزامنت مع 5 جويليه. انا نظن بلي 5 جويليه هذه هي ذكرى دخول فرنسا للجزائر وحده. هو يعني هذه الاشارات هذو باش يبين لهم بلي الولاء تاعو لفرنسا، يعني الولاء تاعو في الدم. هو في المحاكمه هذيك كان طلبت هيئه الدفاع انها تدخل بعض يعني الشاهدين في يعني في اللحظات الاخيره، منهم كان اظن منهم كان سمراوي. وهنا نزار اضطرب تما في المحاكمه، فهمت؟ الاضطراب اللي حدث له هو حدث له لما دخل ايت حمد، هذه انا شفتها بعيني. لا لا لا، ايت حمد هو حتى حس في المحكمه. انا شيء نعم، انا شيء صح. هو دخول سمراوي في الخط في الدقيقه الاخيره هذيك ما كانش بروغرامي، ما كانش مبرمج. هو هذاك واسمه انطوان كونت، هذاك هو اللي دوموندا البروكيور، قال له اسكو نقدر ندخلوا في القائمه، اعطاه الفيفر ودخلوا في القائمه. ومن بعد علاش هذاك اسمه المحامي تاع خالد النزار فارتوات هذاك ما قبلش، قالهم اوبجيكسيون، قالهم ومن بعد رفضوا له، ومن بعد رفضوا يعني الاخر التدخل تاعو، قالوا لا قالوا يدخل، ادخل في الخط الاخر، ادخل في الخط السمراوي. نجيك انا كاين واحد الانسان عذب خالد نزار بنفسه، اظنك تعرفه. الانسان هذا يسكن في مفتاح بلاب الشهاده تاعو في المغاربيه، اظن سمعت به. هو يقول بلي خالد نزار هو اللي عذبني بيده، ونحاولوا الذكر ديالو اكرمكم الله. هذا شفته قبل ما ينشر، هذا نشروا له نشر واحد المقطع هكذا في الانترنت شفته. وهذاك السيد يسقسي يعني يعاود يتاكد معاه، قال لك متاكد بلي هو قال له هو بنفسه اللي عذبني. هو بنفسه اللي عذبني. وثانيا زلق بواحد الكلمه في المحاكمه، كي قال له خالد نزار قال السمراوي الحاج كي تلاقاو في المانيا، حيت كانت واحد الزياره دارها خالد نزار ومحمد لاوزم واسماعيل العماري، راحوا لعند السمراوي في المانيا. نعم، نهار تيسمى داروا اجتماع تماك باش يكلفوا له القضيه تاع اغتيال رابح كبير. نعم، تماك اللي هو اللي فشل هو المحاوله هذه. وتما يعني كان الغضب تاع نزار، وتما وين لا روبتور، يعني تما وين طلق نزار وسمراوي، نزار مع اسماعيل، تما وين طلقوا سمراوي، قالوا هذه انسان هذا مباش مش فيدنا خلاص. تماك وين هو يقول سمراوي، يقول له باللي نزار قالها له بالكلمه، قالوا باللي انا ما رانيش حاب الاسلام في الجزائر. شوف ما قالوش الاسلاميين، وما قالوش، قالوا ما رانيش حاب الاسلام في الجزائر. حتى ما يقولوا هذاك ستان لابسيوس كما يقولوا زلت اللسان، قالوا تقدر تسميها واش تحب، زلت اللسان باش تقول باش تخرج من فمك. هو عطاه بواحد المعنى كبير، يعني باش تشوف بلي هذا الانسان هذا خالد نزار راهو يعني انسان راهو الولاء تاعو لفرنسا، يعني كان الولاء تاعو يعني 100%. فمن هذه الحيثيه انا ما عندي حتى رساله نوجهها له، انا ان شاء الله برك نكونوا حاضرين نهار يتحاكم في محاكمه عادله ان شاء الله، ويعني عادله يكون في يعني تعطي يكون فيه عنده الحق باش يهضر ويتكلم، لان هاد الناس وقتاش يتكلموا الحقيقه. انا مثلا نسمع واحد يقول لك انا نقرا شهادات تاع نزار. نعم، يعني هل نزار نستنى منه يقول لي حاجه مليحه حاجه صحيحه؟ والله العظيم استحي نروح نشري الكتاب ديالو ونقرا، وان كان هو اللي يعني اللي كتب الكتاب.
فهاد الناس هادو نهار تلحق لهم النهار نهار تلحق لهم العظم كي يعني كيما هذاك السراق تم في المجتمع نهار يتحكم يخرج كلش يخرج كلش هادو نهار تلحق لهم العظم تما وين يعني تيدلو كاع واش واش يعني نهار دار نهار دار الشهادة تاع هذاك في قناة يعني في قناة النهار انا نشوف شفته بعيني يخرج في السندات يعني عبك واحد انسان يخرج من الجيش ويخرج معاه هذا راه ممنوع في القانون تاع الجيش ممنوع واحد يخرج من الجيش متقاعد ويخرج مع يعني دي دوسي ممنوع هو خرجهم ويبدا يتحدث وكي زعما يحب يتفكر حاجه يقول له هاي لك وثيقه يعني هذا الشيء ممنوع يعني ما مفهمش يعني كما نقولوا شغل يعني مبالغه يعني يحب يقول الانسان هذا كان محمي يعني كانت عنده حصانه يعني كاش واليوم ما قادر يخرج وراه يعني مغلوق عليه في الجزائر فراه كيما نقولوا ما بين المرطو والسندان ما عنده وين يروح على هذه القوم اللي يهضروا قدامهم بالنيفه هذا عندي نعم شكرا الاخ مولود شكرا الاخ مولود إذن نعم إذن رانا في نهاية هذا البرنامج اللي خصصناه اليوم حول الجنرال خالد نزار والمأساة معليش تكلمت اسمح لي تفضل الأخ سامر الله يبارك لك اسمح لي نحيت لك الكلمة نور الدين أنا نهضر واش نقول رسالة فقط نعم رسالة واحد ما نحبش نهضر معه ما نحبش نهضر معه كامل أنا نكرهه أنا كل حال نكرهه يعني نخدم بالدراية حتى تثبت البراءة تاعو أنا نشوف أنه وش ذكرنا كامل وربما أمور ما ذكرناهمش أنه إنسان فاشل أنه إنسان عاش بداها وقت الثورة عيش وربي تمك وتحط في الكلان يعني في الجهة المعوجة ما وقفش مع أولاد بلاده وقف مع فرنسا هكذا واش عطانا ربي من العضلات وعقل وصحة ونعمة نعمة بدن استعملها ضد ولاد بلاده ما استعملهاش باش يحوز مستعمر ولا محتل البلاد جاو يقتلوا في الدراري الصغار ويقتلوا ويسرقوا جاو يحبوا يكونوا سيادة علينا ما استعملش هذا فشل وهو شاب زاد كذلك فشل وهو كذلك في يعني راح المستعمر وراح الفقر اللي زعما السبه وهذاك هو السبه اللي دخل على فرنسا نهار كان ضابط في الجزائر المستقله راك تسمع فيها نور الدين نهار كان ضابط في الجزائر المستقله انه ما اداش وما سيرش راترابي يستدرك واش فاتو هذا كذلك إخفاق كذلك أنه كان هو السبب الأنفس هذه اللي ماتت كامل هو سببها هو يعني ياخذ كما يقولوا حمل من العبء الثقيل هذا اللي يشتركوا معاه ناس واحد أخرين دبر راسهم القرار اللي داروه أنا عشفنا النتيجة وراه شوفها هو وعلى باله وذكرت ذكرته انه بيده كان يعدل في جزائري ونتحداه لو كان يكون دار حاجه الفرنسي جامي مسح فرنسي والحق بهم ما دار لهم والو ولكن جزيري دار له هذا انسان فاشل نقول له انت فاشل ما نجحت في كل اطوار حياتك وكما ذكروا بعض الناس انه هو قتل زوجته حتى زوجته قتلها يعني وين راك رايح خاسر 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 انت انسان فاشل هذه هي رسالتي في كل اطوار حياتك ما درت والو وين تمس حاجه تخرب لها جديمها كاع هذه هي رسالتي الاخ نور الدين السلام عليكم وعليكم السلام الاخ عبد القادر من كندا مرحبا بك نحن في نهايه هذا البرنامج اعتقد ان راك كنت تتبع فينا الرساله اللي توجهها لخالد نزار شكرا اخويا نور الدين تحياتي لكل الإخوة المستمعين
داخل الجزائر وخارج الجزائر. كلمة تاعي نزار يعني وش نقول، يعني نقول لهذا نزار يعني سؤالي ليك، هل لما فتحت مراكز التعذيب في الجزائر انقذت الجمهورية؟ يعني وش من جمهورية اللي انقذتها؟ فهمنا يعني جمهورية الدم وجمهورية الدموع، الجمهورية اللي رانا عايشين فيها الآن في البلاد. هل لما فتحت المخيمات على الصحراء واعتقلت الآلاف من الأبرياء المساكين وديتهم مخيمات في وسط الإشعاعات النووية، هل بهذا العمل الطائش أنقذت الجمهورية؟ واش من جمهورية هذه اللي تعذب أولادك وأبناء بلادك؟ هل لما استبحت الآلاف من الشعب الجزائري واستبحت نساءنا وبناتنا وأخواتنا وانهكتوا أعراضهم، انتهكتوا أعراضهم، هل بهذه الأعمال عمل الطائش هل أنقذت الجمهورية؟ وريني هذه الجمهورية اللي أنقذتها. هل لما دفعت بالجزائر الحرب أهلية قريب دمرت الجزائر وقريب قسمت الجزائر، هل حققت هذه الجمهورية اللي كنت تقول لنا نحافظوا على الجمهورية؟ هل دفعك للفتنة بين الشعب والجيش، بدأ الشعب ما يثق في الجيش والجيش ما يثق في الشعب ودرت العداوة بيناتهم، هل حافظت على الجمهورية؟ وري لي هذه الجمهورية اللي حافظت عليها يا نزار بهذا الجرائم اللي تعتبر جرائم ضد الإنسانية واللي تلاحقك إن شاء الله إلى يوم الدين، مثل ما ذيك النهار رحت للعالية تبعوك حتى للمقبرة في العالية، فما بالك إذا 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 تموت وإذا تروح عند رب العالمين؟ واش حققت لنا؟ جمهورية الرشوة، جمهورية المحسوبية، جمهورية بني عميس، جمهورية لا عدالة اللي راك انت تشكي منها بالرسالة نتاعك الأخيرة هذه اللي درتها على حسان جنرال حسان، جمهورية لزافير، جمهورية السراقين، جمهورية لا شرعية المؤسسات، واش من جمهورية هذه اللي حافظتنا عليها؟ ورينا يرحم والديك. جمهورية التبعية للمستعمر القديم، رجعنا المؤسسة للكومباني يعني المؤسسات الفرنسوية ويدخلوا للجزائر ويعني ما كان حتى سيادة، جمهورية فساد الأخلاق، جمهورية الفوضى، جمهورية لا مؤسسات، جمهورية لا ثقة بين الشعب. يعني أين هي هذه الجمهورية اللي أنقذتها؟ فنقول لك أنت مسؤول لأنك كنت وزير الدفاع، كنت على رأس وزارة الدفاع وكنت على رأس المجلس الأعلى للدولة، أنت مسؤول على قتل الأرواح، أكثر من 250 ألف قتيل، قتل بوضياف الله يرحمه، قتل شرت الآلاف، شرتنا الله يشردك، شرت الآلاف من الجزائريين، خيرة الجزائريين راهي في الخارج في كل بقاع العالم، أمريكا، كندا، فرنسا، بريطانيا، ميدل إيست، شرت خيرة الجيل، هذيك الجيل يعتبر ثمرة الثورة الجزائرية، الثورة التحريرية. أنت مسؤول عن فقدان الآلاف من الجزائريين اللي حتى اليوم الآن أمهاتهم يبكوا عليهم، وين راهم أولادنا؟ أنت مسؤول عن الآلاف من النساء فيولي اللي تعداوا على شرفهم واللي ما مش حابين يتكلموا على هتك الأعراض. أنت مسؤول عن الآلاف من الجزائريين مثقفين أطباء الإعلاميين اللي هجروا البلاد. أنت مسؤول عن نزوح الجزائريين من أراضيهم، من مداشرهم، من قراهم. روح شوف المدن الجزائرية كيفاش خلطت المدن، الناس هربت من القرى ودخلت إلى المدن. أنت مسؤول عن الوضع، عن وضع البلاد الحالي،
ولذلك نقول لك يا نزار، وين تروح من هذا كله؟ وين تروح يا قاتل الروح؟ إذا واحد قتل نفس راح ربي يعاقب عليها، فما بالك كان سبب في قتل الآلاف؟ الشعب ما يسمح لكش، والتاريخ ما يسمح لكش، والأجيال ما تسمح لكش، وربي ما يسمح لكش. دمرت الجزائر، دمرت الجمهورية، دمرت أحسن جيل، جيل الاستقلال اللي كان عندنا أمال، كانت عندنا أمال كبيرة في بناء الجزائر. دمرت العدالة اللي راك انت تشكي منها. أقول لك يا نزار، الشعب ما يسمح لكش إلا إذا تصالحت معه قبل ما تموت، إلا إذا قدمت إلى محكمة عادلة بالجزائر وتعترف بالجرم نتاعك، وتعترف بما حدث، وتكشف الحقيقة، وتستسمح علنا للشعب الجزائري اللي ما زال إلى اليوم يكفكف في الدموع نتاعه، والدم نتاعه ما زال ما نشفش. وكلمتي إلى الجماعة اللي كانت معاك وإليك، اعتبر لما حدث جنرال حسان، وأقول لك بأن دوام الحال من المحال، دوام الحال من المحال، والأمور تدور يا نزار، ولو دامت لغيرك ما وصلتش ليك. وانت الآن رك شيخ، رك ضعيف، فتب إلى الله وصارح الشعب نتاعك، واعتبر لما حدث للقذافي، واعتبر لما حدث لبن علي، واعتبر بما حدث لصالح تاع اليمن، واعتبر لما صار اللي حدث لبشار الأسد قبل أن تموت. فباب التوبة الحمد لله، باب التوبة تاع ربي سبحانه مفتوح، والشعب الجزائري كذلك ما هوش ينتظر إلا الحقيقة، إلا الحقيقة. تصالح مع نفسك، تصالح مع شعبك قبل ما تموت. هذا كلمتي لهذا النزار، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. في نهاية هذا البرنامج ربما نزيد نضيف بعض النقاط المتعلقة بالموضوع نتاعنا اليوم حول الجنرال خالد نزار اللي راهوش. نعم من فضلك نطرح لك سؤال، برك إذا يكون عندك جواب تاو للمستمعين. نعم تفضل. الضحايا بصفة عامة في الجزائر، مثلا ضحايا 5 أكتوبر، نعم، ضحايا منطقة القبائل، نعم، ضحايا العشرية السوداء، نعم، يعني الضحايا الجزائريين بصفة عامة. نعم. السؤال المطروح مني يعني ما كانش تواطؤ من هذا الناس مع هذ لي جينيرو اللي يدبرهم من طرف من طرف هذ الضحايا نفسهم متواطئين مع هذ الجنرالات اللي يدبرهم على انفسهم؟ في رايي انا كيفاش يعني السبب اخ بابا، قانون محكمه الجنايات الدوليه يقول يعني في اي دوله في العالم اي شعب يتظاهر ويتظاهر مثلا سلميا على حقوقه يكونوا القتلى اكثر من 3 اشخاص، هنا يحق للمتظاهرين به يرفضوا دعوه قضائيه ضد يعني حتى رئيس دوله. فهمت وين راك رايح. ايوه يعني هذ الضحايا العشريه السوداء، ضحايا منطقه القبائل، ضحايا منطقه القبائل اظن في 2000 ضحايا، يعني 5 اكتوبر ضحايا المختطفين، على واش ما يجتمعوش ويديروا يعني شكوى؟ عندنا الحمد لله يعني عندنا ناس من الجزائر كما احنا نقولوا نخبر عن في الخارج، عندنا سعد جبار، عندنا يعني ناس تعرف القانون الدولي. ويكلفوا هاد الناس في هذه القضيه يرفضوا دعوى قضائيه ضد هذا النظام المجرم، يعني هذا السكوت من طرف الشعب الذي يعتبره تواطؤ. فهمت الاخر نتاعك. دوك انا نجاوبك ان شاء الله. نعم دوك نجاوبك ان شاء الله في هذا النقطه. بارك الله فيك، شكرا الاخ الكريم، الميكروفون من فضلك. شوف فيما يتعلق بهذا النقطه، لا شك هو أن الناس تريد القصاص، كاين منهم اللي يريد القصاص
ولكن لازمك تضاعف الحسبان نتاعك نتايا وكل الاخوه اللي راهم يتابعوا فينا او كل الجزائريين والجزائريات، هو انه الناس على بالهم باللي راهو خالد النزار راهو متورط الاخمص القدمين نتاعو في المأساة الجزائرية، ولكن هذ الناس الجزائريين والجزائريات هذو اللي انت ربما راك انت تعنيهم، هما راهم يعتبروا هذ الناس اللي راهم في الخارج هذو اللي انت راك تحوس انت تدعي الناس على جل باش يروحوا يشكيوا بهم، هما راهم يعتبرون باللي راهم وراه. ولذلك لما يكون انت القاضي هو الخصم نتاعك، لما تحكي انت الناس راهم هما يعتبروا باللي هذا المجتمع الدولي راه متواطئ مع نزار، بالتالي هما ما يحوسوا عليهم، هما راهم كاين منهم الكثير من الناس سلم الامر نتاعو ربي ويريد القصاص من عند ربي، وكثير من الجزائريات والجزائريين وانا واحد منهم انا شخصيا بحكم هو انه راني عشت لهنا في فرنسا شخصيا، انا شخصيا ربما مرات هو انه الانسان يكون في مرحله نتاع غضب والله يكون ما على بالوش بالامور كيفاش راها تجري، والله ربما في مرحله من المراحل نتاع الشباب نتاعو والله ربما يقول كلام باللي هذا الكلام هذا اللي راك تقول فيه انت، لكن لما تكون عايش في الخارج وتعرف الامور كيفاش راها تمشي زيتنا في دقيقنا نزار لابد هو أن يحاكم في الجزائر موشي برا، في الجزائر وفي المحكمة الجزائرية، والحكم أنا اللي نحوس عليه وموشي يكون حكم يعني يكون يعني تسمى نتاع تصفية نتاع حسابات، والله فقط من أجل لجل باش نعرفوا حقيقة ما جرى في الجزائر، ويكون الحكم اعتباري، حكم اعتباري وبطبيعة الحال بشروط، يعني مش قال رحت انت قتلت 200,000 وروحنا رانا نسمحوا لك، احنا على بالنا بلي نزار مش وحده، راه معاه المئات والالاف، بل منهم الان اللي راهو يسمع فينا وراهو يتبع فينا راهو يعتبر من انه راهو انقذ الجمهورية، ومرات انا هني قلتها في برامج سابقة ونعود نكررها الان حتى باش ما يعتبروش الناس باللي راهو كلام تاعي تناقض، مرات تشوف انت كوارث راهم يرتكبوا فيها اسلاميين تشوف انت باللي نزار راهو انقذ الجمهورية، لما تشوف انت ناس راهم يمنعوا الناس باش يتكلموا، يمنعوا الناس باش يبديوا بالاراء نتاعهم وقاعدين يمارسوا في الممارسات نتاع النظام، تولي تشوف انت باللي نزار كما كان قبيل يقول الاخ تونسي، لما تشوف انت بعض الناس اللي هاجموا فيه تولي تشوفه ضحية، هو لا شك هو انه متورط الى اخمص قدميه في المأساة الجزائرية، واحد ما راهو رايح يمنعو كيفاش راهو رايح يدير هو غدوة امام هذاك النساء الحمل هذوك اللي وضعوا، كيفاش راهو رايح يدير هو قدام المغتصبات هذوك اللي تم الاغتصاب نتاعهم والان راهم ما هم مزوجين مساكن ما راهم متهنيين راهم عايشين الجحيم، كيفاش راهو رايح يدير غدوه قدام العوانس، كيفاش راهو رايح غدوه يدير قدام الشيوخ والعجزه اللي تشردوا ولادهم، كيفاش راهو رايح يدير هو قدام الضحايا هذوك نتوع المجازر هذوك، كيفاش راهو رايح يدير غدوه قدام اليتامى قدام المعاقين قدام المجروحين قدام المفجوعين، كيفاش راهو رايح غدوه يدير قدام هذه المحسوبيه وهذه الجهويه التي مورست وهو في الحكم والى غير ذلك، كيفاش راهو راح يدير غدوه قدام الشعب قدام ربي. قضيه نتاع المحاكمه هذه نتاعو في الخارج انا شخصيا من خلال الشيء اللي رانا شفناه، راك شفت ما الذي حدث في غزه، وين راه هذه المحكمه الدوليه نتاع الجنايات، وين راها، وين راه المحكمه نتاع الجنايات ما الذي في 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 افغانستان، وين راها، والله دوك مش عباد حنايا، هاد الناس هادو ما يقدروش يستغلونا، ربما في وقت من الاوقات كانت الانسان ما عندوش يعني ثقافه كبيره وربما ما كانش عنده المام بهذه المسائل، ولما نقولوا في هذا الكلام ربما بعض الضعاف النفوس يقول لك باللي هذه راها فرصه على جل باش هو يهرب، لا 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 لا, لا.
كما يقولوا في البلاد سكران يعرف باب دارو. هذا نزار هو جزائري، حبينا ولا كرهنا، جزائري، واحد ما يقدر يحيلوا الجزائريه نتاعو، جزائري ما تقدرش نحيلوا الجزائريه نتاعو، جزائري خلق في الجزائر وولد فيها، وهو واحد من الجزائريين اللي اعتادوا على خاوته الجزائريين، استعملوه سواء بالجهل نتاعو ولا بالعلم نتاعو، وراه رايح يدفع الثمن، يسلك الثمن، تأكد باللي سلكوا في الدنيا قبل الآخرة. ولكن احنا ماناش أغبياء على جلبش احنا ندخلوا في صراع معاه ولا مع ناس في محاكم دولية، كيف ما كنت انت تحكي لي على هذا، هذا مانيش عارف انا سعد، مانيش عارف، هذا راه واحد هو من البزنسية، هذا اللي راك تحكي عليه انت، هذا راه واحد من البزنسية، هذا اللي راك ديرو انت خبير في الشؤون، مانيش عارف يدافع عليك، هذا راه واحد من الناس اللي راهم ياكلوا ويشربوا، خلاص احنا واحد ما عاد يحشيها لنا، فقنا، فهمت، واحد ما عاد يحشيها لنا، احنا هذا نزار، انا شخصيا بطبيعة الحال هذا رأيي، رأيي ما كمش ملزمين به، انا شخصيا الشي اللي مأمن به قلت ونعاود نكرر في كل وقت، نحوسوا على مصالحة، ونحوسوا على السماح، ونحوسوا على الأخوة، ونحوسوا على جل باش نعاود نرجعوا الأمل لليتامى، ونرجعوا الأمل للأطفال، ونرجعوا الأمل للشباب، ونرجعوا الأمل للناس هذو اللي خرجوا للخارج وتشردوا، نرجعوا الأمل للمشردين، ونرجعوا لسمه، هذا نزار بإمكانه هو أنه يساهم، ساهم يا نزار، ساهم في إعادة البسمة لليتامى وللضحايا نتاعك، ساهم، راك إذا مت بهذا الحال راه واحد ما ينفعك، ما تنفعك لا فرنسا ولا الحلف الأطلسي، ولا ينفعك هذ الناس اللي راهم يزوروا لك في الشهادات، ولا ينفعك هذ الناس المرتزقة اللي راهم يأكلوا في الأموال تاع الشعب بالسحت وبالمال الحرام، ولا هذ الإعلاميين المضللين اللي راهم يصنعوا لك في مجد ويصنعوا لك في تاريخ، ولا هذه الأموال اللي راك خليتها، واحد ما راه رايح ينفعك غدوة قدام ربي. أنا واحد من الناس مانيش من النوع هذاك اللي يحقد، ومانيش من النوع هذاك اللي صفي في الحسابات نتاعو على حساب الوطن، احنا رانا نخمو في الوطن، ورانا نخمو في الأجيال، ماناش نخمو في رواحنا، رانا نخمو في الوطن ونخمو في الأجيال، نحوسوا على جل باش نردموا هذه المأساة، نحوسوا على جل باش نحلوا الأزمة الجزائرية حل نهائي، ولكن لازمنا نعرفوا الحقيقة. غدوة يا نزار لما تكون أمام محكمة عادلة تتكلم الحقيقة وتطلب الاعتذار من الشعب، الشعب اللي ظلمته، الشعب اللي قهرته، والضحايا نتاعك بمئات الآلاف وبالملايين ضحايا نتاعك، غدوة أمام ربي راهم رايحين يحاسبوك، ماكش غير أنت، كل الجنرالات اللي كانوا معاك، كل السحرة اللي كانوا معاك من الصحفيين اللي كانوا يبينوا في النصابين وفي المحتلين، كانوا يبينوا فيهم على أساس أنهم خبراء وعلى أساس أنهم كذا، كل السحرة اللي كانوا معاك في وسائل الإعلام اللي كانوا يكتبوا بالأسماء المستعارة وكانوا اللي كانوا يزوروا في الشهادات، كل السحارة اللي كانوا معاك اللي كانوا يلفقوا في التهم للأبرياء، كل السحارة اللي كانوا معاك اللي كانوا يلفقوا في التهم للنساء وللحرائر، كل السحارة اللي كانوا معاك في كل مكان، سواء كانوا في داخل المؤسسة نتاع الجيش والله في الإعلام والله حتى في الوزارة نتاع الشؤون الدينية، من الأئمة اللي كانوا يظلوا في الشعب بالخطابات هذيك اللي كانوا ينوموا فيها في الشعب، كل السحارة اللي كانوا معاك من النساء اللي تم الشراء نتاعهم، كاين منهم حتى اللي كانوا يتجرب الأعراض نتاعهم، كل الناس هذوك اللي كانوا معاك، هذوك غدوة فيما بعد راهم رايحين يتبرؤوا منك قدام ربي، وراهم رايحين يخليوك فيما بعد تواجه المصير نتاعك وحدك، كل هذوك الناس الضحايا نتاعك راهم رايحين غدوة يوقفوا لك قبل ما تموت، قبل ما تخرج الروح نتاعك، كيفاش راك راح تدير غدوة قدام ربك ويبقى هذا التاريخ نتاعك؟ راهم يجيو ناس وراهو يتبدل الحكم نتاعك ويخرجوك إذا دفنوك في العالية،
وداروا لك مقام قدام الشهداء والامير عبد القادر وكذا، راهم يجيو ناس ويخرجوك من العاليه ويحطوك في زباله ويديروا عليها هذا قبر المجرم الفلاني. سارع ما دامك ما زالك في الحياه، سارع على جل باش تصفي الضمير تاعك قدام ربي وعباده، وتبكي وتطلب من الشعب على جل باش يغفر لك، تطلب من الضحايا نتاعك اللي هما راهم بالملايين تطلب منهم على جل باش يغفروا لك. لعل الله البكاء نتاعك والندم نتاعك، لعل الله راه وراه يحنن هذ الجزائريين والجزائريات اللي هما ممش يعني حاقدين. جزائريين معروف عليهم بالعاطفة، جزائريين معروف عليهم الكرم، جزائريين معروف عليهم النيف. هذا الضحايا نتاعك اللي راهم بالالاف وبالملايين، والله العظيم غير انا متاكد من انه من الضحايا نتاعك الان راهم يسمعوا فينا، غير اللي يقول لك انا من اجل الجزائر انا مستعد على جل باش نسامح لك، لانهم ممش حاقدين. ولكن سارع، سارع على جل هذا التضليل اللي الان راك متمارسو فيه، هذا القضيه نتاع هذا التحرك نتاعك الاخير هذا، والشقلاله اللي راك دايرها انت وخالده تومي وزدتو دخلتو معاكم هذاك برقعه وكذا وكذا. الجزائريين الافلام السينمائيه ما عادش تنفع معاهم يا نزار، راهو فاتك الاوان يا نزار، راك تحكي مع جيل نتاع الطابلات وتحكي مع الجيل اللي راهو يستعمل في الايفون يا نزار، ما راكش تحكي مع هذوك الناس اللي كنتو تدديهم بالشكاره وتعطيو لهم العلف ياكلوا، راك تحكي مع جينيراسيون جديده اللي راها تخدم في الاعلام الالي. تبلعيط نتاعك في القنوات الفضائيه بنت بالصحفيين نتاعك نتاع الخرشف، صحفيين هذوك اللي راهم عاجزين على التعبير، صحفيين اللي راهم غير الشهادات اللي صنعتهم، راهو فاتكم الوقت وفاتكم الزمان. راكم عايشين مع ناس في الماريكان وعايشين مع ناس في بريطانيا وفي فرنسا وفي كل مكان، ما مش من الناس هذوك اللي راهم يستناو على جل باش تروحوا تصدقوا عليهم القفة نتاع رمضان. راكم عايشين مع ناس راهم عباقرة في كل المجالات، وما عدتش لانت والإعلام نتاعك مجتمع على جل باش تظل الشعب. الآن رانا في عصر الفيسبوك، رانا في عصر اليوتيوب، رانا في عصر التكنولوجيا الجديدة، ما ينفع غير الصح. تضليل هذاك وتبلعيط انتهى الدور نتاعو درك، يا اما هو انك تصفي الضمير نتاعك امام ربي وامام الشعب وتعلن الاعتذار نتاعك امام الشعب في التلفزه. لعل الله بلك الشعب هذا راهو رايح يحن قلبه، وبلك راهو راهو رايح يغفر لك. ولكن اذا مت كما مات العربي بالخير واسماعيل العماري ومحمد العماري، والله غير تبقى اللعنات تاع الشعب الجزائري تتابع فيك، ومش غير انت بل حتى ولادك. ولادك حنا ما عندنا معهم حتى علاقة، ربما راه منهم اللي الان راهو يسمع فينا ما عندنا معهم حتى حسابات، هما جزائريين مثل باقي الجزائريين، ولكن انت راك ورثتهم الاحقاد مثل ما ورث القذافي ولاده، هما راهم محتومين، راهم مغلوبين على الامر نتاعهم، راهم الان هما درك. وصل بك الأمر هو أنك تقتل الأم نتاعهم من أجل زعماء كأنك ما تعترف بحتى واحد من أجل الجزائر. ولكن لو كان راك منعت الجزائر فعلا، وراه الوضع نتاع الشباب الجزائري الآن راه وضع أحسن، والله العظيم غير قال نتيري ولك شابو ونقرد فولك، قال والله غير منعتنا من هذا الجماعة هذو اللي راهم كانوا مدين البلاد للهاوية. ولكن شوف الوضع اللي راك وصلتنا ليه، كي انت كي هما رانا جايين لهم ان شاء الله نديروا برامج ثاني كيف كيف، وراحين نتحدثوا بهذا الكلام. راكم مسؤولين كلكم على المأساة، مسؤولين كلكم على هذا التخلف اللي حل بالشعب الجزائري، مسؤولين كلكم على هذا الكوادر وهذا العقول اللي هاجرت، مسؤولين كلكم على هذا الدماء وعلى هذا الدموع، مسؤولين كلكم على هذا التدمير اللي حل بالأسرة الجزائرية، مسؤولين كلكم على هذه الأخلاق المتردية، مسؤولين كلكم على هذا المجتمع اللي دمرتوه بسبب النزوات نتاعكم، بسبب الشذوذ الفكري نتاعكم، بسبب الحب نتاعكم نتاع السلطة، مسؤولين كلكم سلطة ومعارضة.
على وش حل بالشعب الجزائري. وحسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. في نهاية هذا البرنامج أشكر كل الإخوة اللي شاركوا معنا، الأخ سامي من كندا، والأخ الحاج حمد من تيارت، الأخ تونسي من سطيف، الأخ سمير من أمريكا، الأخ مولود من بريطانيا، والأخ عبد القادر من كندا. نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم، إلى ذلك من حين تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيكم. الجزائر حررها الجميع، وأخطأ في حقها الجميع، ويبنيها الجميع.